نبدأ. ان شاء الله النهارده المفروض ان انا عرفت من خلال الكومنتات ان هيبقى في محاضره تانية هتتعمل عن الدكاتره هيعملوها بقى الاقسام كلها صح كده حد تمام. الكلام ده مهم تحضروه يعني لان هو انا كلامي هيبقى مكمل ليهم مش بديل يعني. كلام الدكاتره بيبقوا لهم كتير قوي في السوق فعارفين مجالات كتيره وعارفين معلومات اكتر من اللي انا هقولها دي. انا ببقى قريب منكم فعارف شويه حاجات مش كتيره برضو بس هعرف اكلمكم في حاجات مش هيكلموكم فيها وفي نفس الوقت قريب من سوق العمل العملي وتعمل ايه عمليا عشان تطلع كويس. الدكاتره ممكن يبقوا بعاد شويه عن الحته دي يعني تمام هيكلموكم في حاجات يعني مش مثلا بيبقوا عارفين كل الكورسات الجديده اللي بتطلع ف يعني مش هيقول لكم حاجات اب تو ديت شويه في اللي هو هتعمل ايه في خلال الكام سنه اللي جايين دول تمام. اللي انا بقوله يعني ان هو بقى لما هيجي يكلمكم مثلا عن فروع التخصص هتلاقوا نفسكم مستفيدين جدا من الكلام ده فمهم جدا تحضروه يعني. اللي اقصده بس ان لو حد يحضر النهارده ما يكتفيش ويحضر برضه محاضره الدكاتره عشان يعرف معلومات اكتر عن التخصص يعني تمام. سريعا كده ما اعرفش كلكم عارفيني ولا لا بس انا يعني ايه اتخرجت 2011 ودخلت الجيش 3 سنين بعد كده جيت بقى بقيت معيد في الكليه. موضوع الجيش ده ازمه في قسمنا يعني في ناس من اللي هيخشوا القسم هيلبسوا ضباط يعني للاسف. بس خير يعني. شغال من ساعتها معيد في الكليه من 2014 اشتغلت في كذا شركه اغلب شغلي كان ليه علاقه بالماشين ليرنينج تمام. النهارده هدف المحاضره ان انا اكلمكم عن القسم شويه باسلوب يطمن يعني واسوق لكم القسم شويه ومش هتكلم عن باقي الاقسام يعني مش هقول لكم مثلا اتصالات حلوه ولا وحشه باور حلوه ولا وحشه محتاجين تعرفوا الكلام ده من معيدين او من دكاتره الاقسام دي يعني تمام. اغلب شغلي كان ليه علاقه بالماشين ليرنينج وده يعني اعتقد اغلب اللي هيتخرج مش هيشتغل في حاجات زي كده يعني ده ليه علاقه بان انا اصلا شغلي في الجامعه ان انا بعمل ماسترز في حاجات زي كده فشغلي في الاندستري بيبقى قريب من حاجه زي كده يعني لو جينا نتكلم على احصائيات وكده فبتلاقي الناس اللي اتخرجت 90% منهم مثلا بيشتغلوا سوفت وير عادي او ديجيتال ديزاين او امبيدد وهكذا تمام. كلام واضح ولا الناس سامعه صوتي ولا في حد مش سامع صوتي؟ انا ما اعرفش المايك شغال لا كده الصوت كده الصوت اعلى. طيب فده كده ايه كلام سريع عني يعني ان شاء الله. المفروض ان الكلام بتاع النهارده هو بيتارجت الناس اللي هي ناويه تخش حسابات وهدف الكلام اللي هقوله ان انت تبقى بتحضر نفسك ازاي تبقى عالميا كويس تمام نظرا لانك انت وانت بتخطط لمستقبلك لازم تكون ناوي يبقى عندك اوبشن ان انت تسافر لان الظروف في البلد مش مضمونه خالص فانت مش عارف يعني الناس اللي هي في اعداديه دلوقتي هتتخرج بعد 4 سنين فالله اعلم الدنيا تبقى شكلها عامل ازاي فانت لازم تبقى انت وانت في الكليه بتخطط يبقى عندك اوبشن السفر حتى لو انت مش ناوي بحيث لو يعني لو فاهمين قصدي صح مش محتاج افصل في حاجه زي كده فبس هتلاقوا الكلام شويه ممكن يكون يعني ايه كتير قوي يعني هتكلم مثلا اقول لك خد كذا وخد كذا وتعلم كذا وتعلم كذا تقول ايه يا عم كل ده في ايه بس هو انا بتكلم على انك انت تبقى متخرج عارف تقدم في شغل بره تمام فمهم يبقى الكلام ده في بالنا ومهم نبقى عارفين احنا لو عملنا مثلا نص اللي انا هقوله النهارده هتبقى متخرج عارف تشتغل هنا كويس وبرده يعني مهم نبقى عارفين ان كده كده لما بتسافر بتخسر يعني انت اهلك هنا ومش عارف ايه فالموضوع محتاج يبقى انت عندك سيلف اويرنس انت عايز تعمل ايه في حياتك لو قعدت هنا الوضع مش وحش يعني ان شاء الله الدنيا تبقى لطيفه يعني. فانا هنا حتى كاتب ايه ان انت ممكن انت بتحضر نفسك يا اما تبقى شغال جوبس ريموتلي مع حد بره مصر يا اما شغال فريلانسنج يا اما اصلا هتسافر تشتغل بره يا اما تشتغل هنا فالاربع اوبشنز ان شاء الله كويسين وده يستدعي ان الناس تهدى وتبقى مطمنه نسبيا على اللي هيحصل قدام بس الله اعلم بقى يعني ايه احنا رايحين فين يعني ممكن يبقى اللي جاي اسوأ يعني. هنتكلم النهارده عن القسم عامه وهتكلم على حاجات ليها علاقه بان ازاي تقضي فتره الكليه وبعد كده هتكلم على الحاجات اللي لازم تكون فيك كسوفت وير انجينير. طبعا القسم عندنا فيه تخصصات مختلفه جدا يعني ممكن تطلع تشتغل امبيدد سيستمز وده الكارير تريندنج شويه والفلوسه احسن والكلام ده كله بس انا عشان ماليش فيه قوي فمش هتكلم فيه قوي تمام. وفي الاخر هتكلم عن جنرال تيبس عامه كده في ليها علاقه بالكارير عامه وهقلب السلايدز دي لسلايدز ثانيه هتكلم فيها على القسم بقى وازاي تحضر له السنه اللي جايه يعني تمام. انتوا كام واحد في ثانيه؟ اولى اعدادي
ماشي. يعني هو الكلام ده كلكم هتستفيدوا منه يعني ان شاء الله. انتوا دلوقتي لسه بدري عليكم لغايه ما تتخرجوا، فانت ما حدش يحس ان هو بدأ متأخر. الناس بتاعت الاعدادي محظوظه جدا لو هي ناويه على حسابات من دلوقتي، وان شاء الله الكلام ده يكون مفيد ليها ويختصر لها وقت كتير. يعني هو هدف الكلام ده ان احنا نلخص لكم الخبرات الفاشله. يعني احنا ساعات كتير بتلاقي ناس بتعمل حاجات معينه وبعد فتره كبيره تقول يا ريتني كنت عملت كذا. فالكلام ده ان شاء الله يعني ايه ممكن تاخدوه بشكل نسبيا مضمون. يعني دي المجالات العامه في القسم عندنا. مش هتكلم تفصيليا عن كل واحد فيهم لان انا ما اعرفش قوي في الشغل اللي فيه، بس اتكلم بشكل ايه عام كده. في السوفت وير ديفلوبمنت، انت بتعمل اي سوفت وير اللي هو سوفت وير برودكشن عامه. لو انت عندك اي سوفت وير بتنزله عندك في البيت ده يندرج تحت سوفت وير ديفلوبمنت. الامبيدد سيستمز دي اللي هي لو انت بتصنع، يعني لو انت بتعمل تشيبس جوه ماشين مثلا، الغساله مثلا لما بتدوس على زرار التشغيل بتقعد بتشغل برنامج معين، مين اللي بيستقبل الاوردر بتاعك ويبدا ينفذ الكلام ده؟ حاجه اسمها مايكرو كنترولر او مايكرو تشيب موجوده جوه الغساله دي بتعمل الاوبريشنز دي، متبرمجه ان هي تعمل حاجات معينه. العربيه الاي بي اس بروجرام والحاجات اللي هي ليها علاقه، يعني في حاجات كتيره جدا امبيدد سيستمز. تمام. التليفون يعتبر امبيدد سيستم. تمام. اللي هو الكاميرا بتاعت التليفون وهكذا. الكارير الترندنج عندنا في مصر اللي ليه علاقه بالامبيدد سيستمز وهو يعني مجال واسع جدا، هو الاوتوموتيف اندستري، اللي هو الاندستري المتعلقه بالعربيات وصناعه العربيات وكل ما له علاقه بالاوتوميشن في موضوع العربيات ده. اكبر الشركات اللي في السكه دي فاليو، منتور جرافيكس، ايجاد، افي لابس. دي شركات من احسن الشركات اللي موجوده في مصر وشغاله اغلبهم في حاجات زي كده، مش في نفس الحاجه يعني، كل واحد فيهم واخد حته معينه بيشتغل فيها. في كارير الديجيتال ديزاين، وده بيتقاطع ما بيننا وما بين اتصالات. يعني انت ممكن تتخرج من اتصالات تشتغل في ديجيتال ديزاين، وممكن تتخرج من كمبيوتر تشتغل في ديجيتال ديزاين. احنا المفروض لينا حته في ديجيتال ديزاين، هم ليهم حته في ديجيتال ديزاين، بس الواقع بيقول ان احنا بندخل في حاجات بعض. يعني الديجيتال ديزاين من الحاجات، الديجيتال ديزاين والامبيدد سيستمز من الحاجات اللي مش متغطيه كويس في التخصص بتاعنا في القسم. يعني انا عشان كده بقول لك ان ده ليه سكه وده ليه سكه. يعني ديجيتال ديزاين بايب لاين طويل قوي من الشغل. يعني في لو ليفل جامد ده بيبقى بتاع اتصالات، وفي هاي ليفل بيبقى بتاعنا، بس اغلب الشغل البراكتيكال بيبقى فيه ناس اتصالات اكتر. يعني تمام. الامبيدد سيستم مش متغطيه، انت هتحتاج تذاكر. هو انت اغلب التخصصات لو هتخش فيها هتحتاج ايه؟ تذاكر مع نفسك كتير يعني. بس يعني الامبيدد سيستم لو انت عايز امبيدد سيستم خش حسابات، تخش اتصالات. تمام. يعني عندنا على الاقل في كورسين كده ليهم علاقه بالامبيدد سيستمز، واغلب الشركات اللي موجوده في المجال ده واخده من حسابات اكتر من اتصالات. يعني الكنترول سيستمز ده يعني ايه اسخف حاجه عندنا في التخصص، ان هي واخده كورسات كتيره وهي ممله شويه والناس ما بتحبهاش ومحدش متخصص فيها براكتيكالي، فمحدش فاهمها قوي، فانت ما بتعرفش عنها معلومه كويسه يعني. بس انت تاخد كل ترم من الترمات اللي جايه كورس كنترول كورس كنترول كورس كنترول، وفي المعمل وكده. ايه شبه اللي خدتوه في تانية؟ لا مختلف شويه يعني، بس انا بكره الكنترول جدا يعني. ف يعني هي حاجه سخيفه يعني، معلش. في بقى ما اقصدش ده يعني، انا بتصور ببساطة ان مفيش حد دلوقتي شغال في مجال الكنترول، فبالتالي مفيش حد عنده اندستريال اكسبيرينس كويسه ينقلها لك. فانت كل الكلام ايه اللي هو كانك رحت ذاكرت كتاب وجيت تشرحه للناس، مش من واقع خبره. دايما الشخص لما يشتغل في الحاجه ويجي يشرحها لك بتلاقيه ايه بيفهمك الدنيا وعارف انت محتاج ايه عشان تلصم الدنيا مع بعضها. فاهم؟ في كذا ليفل من الكنترول. في ليفل بتاع باور اللي هو الكنترول بتاع المصانع، اللي هو البرودكشن لاينز والكلام ده مش احنا ما بنشتغلش فيه قوي. في الكنترول بقى اللي هو الكواد كوبترز مثلا اللي هو توزن نفس، بس احنا للاسف بناخد الكنترول من جانب نظري شويه. فاهم؟ فما بنتعرضش خالص لمشاريع براكتيكال. انت مثلا بتشغل عربيه صغيره وتكنترولها تعمل افويد الاوبستكلز، ده الكلام الكنترول اللطيف. انما احنا ما بنقربش منه خالص، احنا بنتكلم في ليفل ثيوريتيكال، فانت بتبقى حاسس ان انت عمال تدرس نظريات ومعادلات وكده وما بتطبقش، فانت بتبقى ايه يعني مخنوق شويه. فاهم؟ البيج داتا والكلاود كومبيوتنج طالعين عشان حجم الداتا الكبير قوي اللي منتشر دلوقتي، السوشيال ميديا
الارقام اللي فيها مهوله، يعني عدد الصفحات اللي عند جوجل اللي جوجل السيرش انجن بيرترفها حاجه في ارقام البليارات، حجم البيجز اللي المفروض جوجل بتسيرش فيها لما انت تعمل اي سيرش كويري على جوجل كبيره جدا جدا جدا. فازاي اصلا تخزن الكلام ده وازاي تتعامل معاه وكده؟ فده ليه علاقه بالبيج داتا. بتاخد حاجات قريبه شويه بس مش يعني مش تاخد دايما، هتذاكر مع نفسك كتير تمام، لان التخصص كبر قوي وتشعب قوي واحنا لسه سنتين، فانت مستحيل تغطي اي تخصص من القسم بشكل يخليك حلو انترناشونالي فاهم. البيج داتا برضو يعني انا بحاول ايه اقول جمله تلصمها مع ايه، مع لفظ معين عشان بعد كده تبقى عارف يعني تمام. البيج داتا دي اللي هي مثلا تخيل انت تويتر كل ثانيه بيحصل فيه كام تويتر كتير صح. تخيل تويتر عايز يعرف الترندنج توبكس دلوقتي، يعني ايه اللي الناس بتتكلم عليه حوالين العالم دلوقتي، ايه اكتر حاجه بيتكلموا عليها، يعرف كده ازاي؟ محتاج ياخد كل التويتس دي ويبدا يفهم هي بتتكلم في ايه صح. التويتس دي قد ايه، ارقام مهوله، ازاي يعمل فور لوب بتلف على الكلام ده كله. الفور لوب لما بتكبر شويه، يعني الفور لوب لما تعدي المليون او المليار بتبدا ما تبقاش ريل تايم. لو انت عملت فور لوب بتلف مليار مره وعملت ران مش هتخلص على طول، هتقعد شويه. معنى كده ايه؟ ان لو انا عندي تويتس عددها مليار او اكتر وعايز ابص عليهم بصه مش هعرف اعمل كده في سنجل سي بي يو، فانا محتاج اقسم الموضوع ده بشكل معين ومحتاج اخلي التقسيمه دي تكوردينيت مع بعضها عشان اطلع في الاخر ايه؟ معلومه. ده ممكن تعتبره البيج داتا، ده احد الشغل اللي بنشتغله في البيج داتا تمام؟ مفهوم كده ولا؟ فالبيج داتا دي ممكن تترجمها لفظيا كده لما الداتا تبقى كبيره قوي، او تبقى الستريم بتاع الداتا اللي جاي لك اللي هو مثلا تويتر ولا حاجه كتير قوي، انت بيجي لك في الثانيه الواحده معلومات مهوله وعايز تعمل بروسيسنج في كل لحظه، ازاي تعمل حاجه زي كده؟ فلازم يعملوا انظمه بتعرف تشتغل مع حجم الداتا المهول ده. طبعا عشان الشركات دلوقتي العالم ده السوشيال ميديا والكلام ده كله بدا يبقى فيه حجم داتا كبير، فالكلام ده بدا يبقى مهم. من 10 سنين مثلا كان حجم الداتا لسه مش للدرجه دي، مش كل الناس محتاجه تبروسس الحجم ده من الداتا، فكان المجال ده مش مهم قوي، بس دلوقتي بقى مهم. لو عايز تفهم ايه الفرق بين البيج داتا والكلاود، البيج داتا ده هو ازاي اعمل برنامج يتعامل مع الكلام ده، يعني ازاي لما ابقى عامل انفراستراكشر من الهاردوير فيها كذا جهاز بيعرف في بروسس المعلومات دي، ازاي اعمل برنامج يكلم كذا جهاز. انا في الاخر بعمل فيجوال ستوديو على جهاز واحد صح، لما اجي اعمل سي اوت هالو وورلد ده بيشتغل على جهاز واحد، ازاي اكتب برنامج يبقى بيتعامل مع كذا جهاز بيقسم الحاجه عليهم وبياخد معلومات منهم وهكذا. فالبيج داتا السوفت وير سايد من الموضوع، الكلاود كومبيوتنج كانك بتعمل الانفراستراكشر اللي بتجهز نفسها عشان الكلاود يشتغل عليها، عشان البيج داتا يشتغل عليها. يعني ازاي هعمل الاجهزه، هنظمها مع بعض ازاي، هخليهم يكلموا مع بعض ازاي، اللي هو الحاجه بقى الهاردوير اللي هو انا كان واحد بيعمل نتورك بتاعت مكان، فيقعد يحط الراوترز ومش عارف فاهمين الكلام ده، يقعد يحط الراوترز يوصلها ببعض ازاي عشان يخلي الكمبيوتر تعرف توصل ببعضها، كاني بعمل نتورك في مكان معين كده بتوصل النت في البيت مثلا، فانت عايز توصل اجهزه ببعضها. الكلاود بقى على ابعد من كده واعمق من كده شويه تمام. في الماشين ليرنينج بقى اللي هو اي حاجه فيها انتليجنس، اللي هو مثلا تلاقي فيسبوك بيجيب لك ادز بناء على شخصيتك، يعني يفهمك ويجيب لك اعلانات على هذا الاساس، لا تحس ان في واحد بيفكر في اي جزء من سوفت وير او كومبوننت في تفكير كده، تحس ان في بني ادم واقف ورا السوفت وير ده، مش حاجه اف كونديشنز وبتاع، مش حاجه معموله بالاف كونديشنز، ما تبقاش فاهم ايه الكود اللي مكتوب ورا عشان يعمل حاجه زي كده، يعني ايه الكود اللي مكتوب عشان يعرف ان الصوره دي لما انا كنت متصور من الجنب كده عارف ان ده عمر امين ازاي، ايه الكود اللي مكتوب، يعني ايه الفلو بتاع الانستراكشنز اللي استنتج ان ده عمر امين. فده كده يعني ايه نبذه عامه عن مجال الماشين ليرنينج. انا بتكلم كلام مفهوم بالنسبه لكم ولا لسه طلاسم؟ ان اعدادي مفهوم. طيب النتوركس بقى مجال واسع جدا، مش عايز استفيق ان نتوركس بمعناها السطحي اللي هو ازاي توصل حاجات ببعض. مثلا عندك شركات موجوده في اماكن مختلفه، ازاي تخلي في نتورك بتسكيور الداتا دي، انت عايز داتا تبقى موجوده على النتورك بتاعت شركه اورنج اللي موجوده في مصر وموجوده في هولندا وموجوده مش عارف ايه، عايز الناس تبقى واصله ببعضها بشكل وهم بس اللي واصلين بعضهم، محدش شايف الكلام ده فاهم. بس انا عشان مش فاهم قوي في الكلام ده فمش عايز استفيد فيه عشان ما تبقوش اترسخ في ذهنكم معلومات غلط. يعني الكمبيوتر فيجن هو حاجه فوق الماشين ليرنينج، ليها علاقه بانك تفهم معلومه من الصوره. انت دايما لما تبقى كبني ادم لو انت ماشي، ايه المعلومات اللي انت بقى عايز تعرفها؟ إيه في سلم ولا ما فيش سلم؟ عايز تفهم الانفايرمنت حواليك عشان تعرف تتعامل معاه. فالكمبيوتر فيجن بيحاول يجاوب على الاسئله دي. الصوره اللي قدامي دي فيها مثلا محسن، انا عايز اقابل محسن وانا واقف دلوقتي في التحرير، فعمال بدور في وش الناس، هل محسن ده موجود ولا لا؟
فدي الاسئله اللي عايز اعرفها. الكمبيوتر فيجن هو فيلد بيحاول يجاوب الاسئله دي، تمام؟ الكمبيوتر فيجن يعني بيحاول يجاوب الاسئله بتاعه اللي انا قلت لك عليها، الايمج بروسيسنج في حته ثانيه يعني، بس اعتبر ان الاثنين حاجه واحده دلوقتي لغايه لما تقرب منهم يعني. ميديكال ايمجنج اللي هو مثلا دلوقتي بدا الطب يعرف يأوتوميت حاجات الدكاتره بتعملها، ممكن يبص على اشعه وهو اللي يستنتج ايه اللي فيها. ممكن بدل ما الدكتور المتخصص الرهيب اللي ملوش حل ده يبص على الاشعه ويقول ايه ده، ده في كانسر مثلا في الصوره دي، اعرف في الثانيه اللي الدكتور ده عمل فيها كده اعرف اخد 1000 عدد من الاشعه اللي هي شبه دي واقول فيهم كانسر ولا لا. فبدات ايه، عشان انت في بعض المجالات الدكاتره فيها عددهم قليل بالنسبه للمرضى المطلوب انك تبص على الاشعه بتاعتهم يعني. فالسوفت وير لما بيدخل في الحته دي بيسرع الموضوع شويه. اللي هو ايه؟ طبعا لا 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 لا، بص هو انت قصدك ان في تخصص اسمه بايوميديكال انجينيرنج، صح؟ يعني هو سيبك من موضوع التخصصات ده، انت كده كده اغلب اللي هتشتغل فيها تذاكره مع نفسك. فانت يعني حتى لو في تخصص في كمبيوتر ساينس مثلا، هتلاقي في الاخر المواد اللي بتدرس فيه مش على الكواليتي المطلوبه اللي انت بتبقى محتاجها، فهتحتاج تذاكر بره. حتى هنا لما بيكون في كورسات تقيله واحنا محتاجينها وكده، وحتى اللي بيدرسها لما يكون كويس في اوبشنز احسن، وفي اوبشنز بتابديت نفسها اسرع بكتير. يعني انت تخيل انت قاعد دلوقتي بتاخد كورس معايا مثلا، وانا برنس الليالي في المجال بتاعي، بس قدامك بديل للكورس بتاعي ده بتاع واحد جاي من ستانفورد بيديك الكورس ده، هتاخد مع مين؟ هتركز مع مين فيهم؟ هتلاقي عندك جواك كده حاجه بتقول لك انا محتاج ابص اشوف بتوع ستانفورد دول بيقولوا ايه، حتى لو انا مبسوط من الكورس اللي باخده في الكليه، بس انت اكيد ستانفورد اكيد فيها معلومات جديده يعني، صح كده؟ فانت دايما هتلاقي عندك الهاجس ده جواك يعني، او في الاغلب يعني. البارلل كومبيوتنج ده ان انت بيبقى عندك السيرفرات بقى الكبيره اللي بتعمل عليها الكود اللي بيعرف يشتغل على كذا كور وحاجات، عارفين انت بيبقى في حاجه اسمها كور اي 5 وكور اي 7 والكلام الجميل ده، في حاجات بقى على سكيل اعلى من كده بتعمل بتحاول تبروس عليها الانفورميشن على كذا كور مش على كذا جهاز، يعني جهاز فيه كذا كور. في فرق بين انا بعمل بروجرام شغال على 40 جهاز بي سي، وفي فعلا ان انا ابقى عامل بروجرام بيشتغل على 40 كور جوه الجهاز الواحد، فاهمين قصدي؟ فده حاجه وده حاجه يعني. جيم ديفلوبمنت مش محتاجين نتكلم فيها، بس احنا عندنا شركات يعني عندنا شركات بتشتغل في السكه دي يعني. بلوك تشين ديفلوبمنت ده حاجه ترندنج دلوقتي زي اللي هو البيتكوينز والحاجات دي، انا ما اعرفش فيها قوي، بس هقول لكم بعدين احنا محتاجين ليه نبقى يعني متابعين الترندنج توبكس اللي بتظهر في السوفت وير اندستري يعني. الاوجمنتد والفيرتشوال رياليتي، لو حد فاكر، لو حد فيكم شاف الفيديو اللي هو بتاع اللي كان بيلعب بينج مونج مع نفسه ده احدى التطبيقات على السكه دي، والموضوع ده ترندنج جدا الفتره اللي جايه، ومتوقع ان هو يعني ايه كل الناس هتتجه ليه يعني. التعليمي شكله هيتغير وحاجات كتير جدا شكلها هيتغير بالمنظر ده يعني. ده كده نظره عامه على المجالات. طبعا انا عارف ان انت دايما وانت في المرحله دي ما بتعرفش تفهم الفروقات بين الحاجات دي قوي، فاحنا محتاجين اصلا نركز على ان انت ازاي هتقضي الفتره اللي جايه وتفهم كويس وتتعلم كويس وكده، وبعد ما تتعلم كويس نفسك انت تعرف تتجه او تتعلم تعرف ميولك الشخصيه وكده في في الاتجاهات دي يعني. في ازمه شخصيه ان انت تبقى عايز تعرف انت تتخصص في ايه، ده اهم سؤال تجاوبه اثناء الدراسه. لو عرفت تجاوبه بدري بيبقى بيريحك، لو ما عرفتش تجاوبه بدري مش مشكله، بس يعني مش يعني هتتعب شويه يعني، بس مش مشكله يعني. لان انت لان كل مجال من المجالات دي متفرع بشكل مش طبيعي يعني، انت لو دخلت في اي مجال من المجالات دي ممكن تقعد كتير قوي تدرس فيه. فانت يعني انت عندك 12 مجال مثلا، اختار منهم ازاي؟ اذا كان كل واحد فيهم عشان افهمه محتاج اقعد فيه سنه او سنتين، فدي تبقى ازمه كبيره يعني وملهاش حل، لان انت عشان في مصر فالموضوع ده مش محلول يعني. فانت تاخد وقت من حياتك عشان لغايه لما تقرر انت تتخصص في ايه يعني. بس ما فيش مشاكل، انت ممكن تتخصص في حاجه وبعد كده تغير كاريرك عادي، مش مشكله، مش تخسر كتير يعني. طيب عايز اتكلم على المجال بشكل مختلف يعني. دلوقتي اتكلمت على المجال بشكل اللي هو ايه، صعبه شويه، او ممكن يعني يبقى منطقي بعد 10 سنين مثلا او 5 سنين من التخرج تبدا تجمع بين حاجتين يعني. بس في مجالات سهله يعني، في مثلا فرونت اند وباك اند، ده ماشي منطقي. انما ما تقوليش مثلا ماشين ليرنينج وامبيدد سيستمز، ده حاجه فيها حوارات ورياضه وبروبيليتي ومش عارف ايه، ده في حاجه فيها هاردوير، و هتلاقي ان انت لازم تتخصص في حاجه، وانت ممكن يبقى عندك الاوبشن ان انت هتبقى شغال في الحته اللي في النص، بس تبقى عارف ان انت مش احسن من اللي على اليمين ومش احسن من اللي على الشمال.
فاهم؟ يعني انت لو دخلت قلت انا هجمع مجالين، اعرف ان انت تبقى اسوأ من المجال الاولاني واسوأ من المجال التاني لو حد متخصص في المجال ده بالذات يعني، فاهم قصدي؟ دي نقطة مهمة جدا، لان في ناس بتبقى يعني بتاخد الموضوع تو ذا اكستريم وتقول لك ايه؟ يا عم انا اخش اتصالات وابقى ذاكر حسابات على جنب. ده كلام كان ممكن يبقى ها منطقي شوية من 10 سنين مثلا. انما دلوقتي يعني اللي في حاسبات وفي مجال واحد ما بيعرفش يجمعها قوي يعني. وبعدين انت عندك حياتك برضو يعني، ما دي نقطة مهمة ان انت محتاج تبقى لو في مجال تريندنج وعايز تخش وتبقى عارف الراجل المجال ده متوقع ان هو يكمل قد ايه. انت تعرفه بقى من الانباء العالمية والناس الخبرة قوي في المجال بتتكلم في الموضوع ازاي وهكذا، فاهم؟ بس احنا السبان بتاع المجالات بياخد وقت اكتر شوية. يعني مثلا البلوك تشين، لا ده مثلا 10 سنين، الماشين ليرنينج والديب ليرنينج 10 سنين مثلا، فاهم؟ فانت ما تتوقعش ان في مجالات ممكن تبقى تريندنج دلوقتي وبعد سنه تبقى مش تريندنج، لا مش للدرجه دي، فاهم؟ في تكنولوجيز ممكن تبقى كده، يعني انت ممكن تيجي حد فيكم يسمع عن حاجه اسمها انجلر جي اس مثلا. ده حاجه اسمها تكنولوجي. يعني ايه تكنولوجي؟ يعني ما فيهاش ثيوري قوي، يعني الناس عامله حاجه عشان الثيوري ده اللي هو زي السيجنال، تاخد سيجنال ثانيه كهربا صح؟ زي الرياضة، دي حاجات ده علم بتتعلمه. انما ده حاجة انت بتستخدمها في الاندستري اللي هو الانجلر ده، فده بيبقى ادابتد بيل نيدز بتاعت الاندستري، ممكن حد يغيرها. فانت ممكن تيجي تذاكر تكنولوجي معينة تتخرج تلاقيها مش موجودة. تيجي تذاكر اي او اس، تيجي تتخرج تلاقي بقى في لغة جديدة اصلا نازلة اسهل من اللغة اللي انت علمتها. فعشان كده احنا هتلاقيني في الاخر بقول لك دايما اعتمد انك تبيلد نفسك اثناء الكلية على الحاجات اللي ثابتة. يعني دايما انت اثناء الكلية اتعلم الحاجات اللي هتقعد معاك فتره طويله بعد التخرج، مش الحاجات اللي ممكن تتخرج ما تلاقيهاش موجوده. تمام؟ هو فريم ورك من الجافا سكريبت. هو مهم جدا وكده، بس انا بقوله كمثال عام يعني. تول بالظبط كده. التول دي ممكن تتغير، يعني ممكن تتعلمها تلاقيها بعد كده شكلها مختلف خالص، ممكن تظهر تول ثانيه احسن منها بكتير محتاج تتعلمها. فانك تنفست وقتك في حاجه زي كده اثناء الكليه في ريسك عن انك تنفست وقتك في حاجه كده كده تستخدمها لما تتخرج. فده لما واحد بيكون لسه في الكليه ما بيبقاش مدرك قوي الفرق بين ده وده من الاسبكت ده. اللي بيشتغل في الاندستري شويه هو اللي ممكن يقول لك بقى دي ممكن بعد سنتين تلاقيها مش موجوده، فما تضيعش وقتك فيها. انا مثلا غلطت فتره، انا كنت بذاكر اندرويد وانا اصلا راجل ريسيرشر وفي الكليه وكده. الاندرويد ده محتاج واحد في الاندستري قاعد بيتشيك الابديتس كلها وكده، مش بتاعتي يعني. ممكن تبقى بتاعتي لو انا قررت اشتغل في الاندستري، بس مش بتاعتي وانا في الكليه بدرس وبحاول اعمل ابحاث والكلام ده. فده كان تضييع وقت، كان كنت محتاج حد يقول لي لا انت كده ماشي غلط. تمام؟ هتكلم على القسم من 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 حاجه مختلفه بحسها ميزه كبيره قوي. شغل اتصالات مثلا بحسه تو سبيسيفيك قوي. يعني ايه تو سبيسيفيك؟ يعني انا شغال بعمل حاجه في الترانزستور ليفل، فانا شغال تحت خالص قوي في الالكترونكس. على عكس حسابات فيها كذا ليفل اوف ابستراكشن، بمعنى ان انت ممكن تطلع تشتغل في حاجه هاي ليفل خالص، شغال في ابلكيشن من بعيد خالص، انت اللي بتكلم الكاستمر وانت اللي بتعمل الحاجه اللي هو عايزها، وفي الاخر بيشتغل والكاستمر بيحس بالاوتبوت بتاعك. وممكن تشتغل في حاجه تو ليفل لو ليفل جامد زي الامبيدد سيستم. ممكن تشتغل في حاجه ليها علاقه باليو اس بي درايفر ده لمده سنتين مثلا، انت بتعدل حاجه عشان تنفع يركب عليها جهاز معين، قاعد سنتين بتعدل الحاجه دي بس. تمام؟ جيت مثلا عارفين انت اليو اس بي 2 اليو اس بي 3، قاعد مثلا سنتين بتحاول، كان في كود شغال على يو اس بي 2 فانت عايز تشغله على اليو اس بي 3، فانت قاعد 3 سنين في حاجه زي كده. اللي اقصده ايه؟ ان في ناس ما يقدروش يستحملوا نوعيه الشغل دي، وفي ناس ما ينفعش معاهم غير نوعيه الشغل دي. يعني في ناس يحبوا يبقوا حاسين باوتبوت شغلهم على البني ادم اللي قدامهم، يحس ان هو بيكلم كاستمر، يحس ان هو بيتعامل مع بني ادمين، بيفيد، بيعمل حاجه يعرف يكلم الناس عنها، يقول انا بشتغل في كذا كذا، ده ليه معنى بالنسبه لاخويا ولابويا، فاهم؟ على عكس واحد يقول له تيجي تكلمه كل شويه عن شغلك لا مش فاهم حاجه، وانت اصلا مش حاسس، انت عايز تلمس الاوتبوت بتاعك. يعني ايه يعني شغال 3 سنين او 4 سنين ببورت حاجه من يو اس بي 2 ليو اس بي 3؟ يعني انا بعمل ايه في حياتي كده؟ في حد بيشوف الشغل ده تقنيا مرضي لدماغه، يعني هو حاسه صعب يعني بيتبسط كده لما بيعمله. هو حد الى حد ما شخصيته ينفع معاه نوعيه الشغل دي. بقول كده ليه؟ لان انت ممكن تلاقي نفسك حبست نفسك في قسم معين كل شغله مختلف عن شخصيتك اصلا.
فانا بقول لك هنا ان انت عندك اوبشنز كتير قوي في نوعيه الشغل تنفع مع شخصيتك بغض يعني انت اصلا كده اغلب الناس ما بتبقاش عارفه نفسها، يعني ما بتبقاش انت عارف ايه ميولك الشخصي وانت ايه الشغل اللي ينفع معاك وايه الحاجه اللي انت لو قعدت تقضي فيها 8 ساعات كل يوم لمده 40 سنه مش هتبقى متضايق، فاهم؟ دي حاجه مش هتعرف تكتشفها وانت طالب خالص، بس هتعرف تكتشفها مع الوقت، ولما تكتشفها محتاج تبقى عندك الاوبشن انك تروح لحاجه مناسبه ليك اكتر. فحسابات بحسها مناسبه في الحته دي. يعني ليه مناسبه في الحته دي؟ احنا عندنا في حسابات في شغل هتروح تعمله هو يعني تروح كل يوم تعمل نفس الحاجه وتبقى خبره فيها بسرعه قوي وتلاقي نفسك مش محتاج تذاكر خالص. فده في ناس بتفصل بعد فتره من الكليه، بعد مثلا ايه يقعد يبقى متحمس في الاول ويبدا يتعلم ويذاكر والكلام ده كله، بعد كده يجي فتره لا يا جدعان بقى انا مش هقعد طول حياتي بذاكر، يعني مش هينفع كده، ده مشوار لسه 4 سنين قدام وانا فصلت انا مش قادر، انا عايز اشتغل شغل مريح سهل كده بيتعمل مش محتاج احس ان انا كل يوم رايح مش عارف انا هعمل ايه في الشغل، انا عايز ابقى رايح الدنيا ملمومه كده، يعني مش هيبقى حياتي فيها مشاكل وعمال بفكر ولما اروح الشغل كمان محتاج اخترع بقى، لا انا عايز حاجه الشغل يبقى مريح بعرف اجيب منه فلوس وخلاص والسلام عليكم، تمام؟ ففي نوع من الشغل اللي هو ايه تبقى رايح سنه اول سنه بتتعلمه وبعد كده السنين اللي بعدها انت خلاص بقيت برنس زمانك وبتعمل حاجه سهله والدنيا بسيطه. وفي شغل فيه انوفيشن كل يوم رايح مش عارف تعمل ايه ومحتاج تخترع وتفكر ودماغك وتحس انك 8 ساعات بتعصر دماغك عشان تفكر في حاجه، يعني كانك قاعد في امتحان طول حياتك تمتحن، فاهم؟ ففي ناس بيحبوا حاجه زي كده يقول لك انا لا انا عايز اتعلم عايز شغل تشالنجينج وبتاع، البس بقى يعني في تمام. اثبت الانوفيتيف ورك ده ان هو محبط شويه، انت ممكن تقعد 3 سنين مش حاسس بالانجاز، يعني حاسس ان انت بتبذل مجهود رهيب في التعلم وفي المحاوله وي الكلام ده كله، بس في الاخر مفيش اوتبوت، انت يعني كل شغلك طالع وحش ومش عارف بتعمل ايه. وده برضو طبيعه الريسيرش، لو حد ناوي ريسيرش محتاج يبقى محضر نفسه نفسيا ان ده طبيعه شغل، يعني انت كل 3 سنين ممكن تطلع حاجه تبقى فخور بيها، بس انت طول الثلاث سنين انت رايح بتقعد 8 ساعات تعمل شغل وتروح البيت ما عملش حاجه، 8 ساعات تاني يوم تعمل شغل وتروح البيت ما عملش حاجه. ففي ناس بتيأس بسرعه، فالشغل ده مش لطيف ليهم قوي يعني، تمام؟ فده موجود برضه. في نوعيه شغل اللي هي فريلانسنج ورك، ان انت بتبقى بتكلم كاستمر بتعمل له الحاجه من A to Z، يقول لك انا عايز حاجه بتعمل كذا، انت محتاج تتهندل الكاستمر، محتاج تتكلم معاه وتقنعه ان انت برنس، ومحتاج تبدا السوفت وير من اوله لاخره، ومحتاج تتسته وتضمن ان هو شغال وتسلمه وتمنتينه، فانت بتعمل كل الفانكشنز اللي موجوده في السوفت وير كومباني اللي كذا واحد بيعملها. فده برضو بيبقى مناسب لبعض الناس. الفريلانسنج ورك لو انت شغال مع نفسك، انت قاعد 5 ايام بتقعد طول الوقت شغال قاعد لوحدك، دي نقطه مهمه قوي، يعني انت في الكليه في ناس حواليك وبتاع، لو انت مش الشخصيات اللي بتبقى حابه تكلم وتروح وتيجي وتبقى بتتعامل مع الناس كتير، ممكن نوعيه الشغل دي بغض النظر انها بتجيب فلوس ما تبقاش لطيفه بالنسبه لك، تقعد 3 سنين بعد كده تحس انك ايه ده يا عم انا مكتئب، انا عايز اكلم حد، عايز ابقى بروح الشغل بنوردر الفطار من اسمه ايه ده من بتاع الفوق الشبراوي مثلا ونهرج مع بعض ومش عارف ايه وكده، نبقى بنتعامل ونلعب كوره الكلام ده حلو، فاهم؟ الغي مع الكاستمر ده يعني هو الفريلانسنج طبعا يعني ايه في ارقام مهوله من الفلوس اللي ممكن تعملها، يعني في ناس مثلا بتشتغل في الساعه ب $60 مثلا، فانت لو جيت تحسبها كده تلاقي ان انت بتشتغل في الساعه ب 1000 جنيه وانت لسه مثلا 5 سنين متخرج مثلا، فلا الموضوع ممكن تفكر فيه، انت ممكن تشتغل سنه وبعد كده ما تشتغلش تاني مثلا، تمام؟ بس طبعا انك تبقى في الوضع ده صعب قوي، يعني مش سهل خالص يعني، بس اللي بيطمن انك بتلاقي مثلا ناس مصريه بتعمل كده، يعني مثلا في واحد مصري بس كان بروفايله بابليك على موقع فريلانسنج كان عامل في خلال 5 سنين $200,000، فده رقم حلو يعني اللي هو في السنه تقريبا 40، رقم ظريف يعني. وكمان الفريلانسنج انت ما بتبقاش شغال طول اليوم، ما بتبقاش شغال طول الاسبوع، انت بتبقى شغال على حسب الشغل بتاعك يعني. في بقى الستارت اب ورك، احنا قلنا الشغل اللي في بعض الشركات بتديزاين شغلانات هتبقى ريبيتيتيف، اللي هو انا عايز حد يجي بغض النظر عن امكانياته شهرين ويبقى برنس، ما بقاش محتاج واحد لازم يبقى برنس الليالي عشان يعمل الشغل ده. فلما انا كشركه ابقى عامل ديزاين للبروسس بتاعتي ان هي تبقى سهله، فما بقاش معتمد على كواليتي الشخص اللي بيجي لي، فرايح نفسي انا ضامن ان بغض النظر عن كواليتي الخريجين انا بعرف اعمل شغل، تمام؟
ففي بعض الشغلانات بتبقى ديزايند على انها تبقى سهله وتافهه وممله، فالناس اللي بتروح للشغلانات دي اللي هو حد لا انا عايز حاجه سهله، فاهم؟ في ناس في بعض الاوقات بيبقوا محتاجين حاجه يخلوا الشغل ايه، مش هدك مش صداع، انا عايز شغل يبقى سهل عشان انا عايز افضي نفسي حاجات تانية. تمام. وفي اللي هو الانوفيشن ده اللي انت شغال في حاجه صعبه محتاجه تفكير ومحتاجه مجهود وكده يعني، والفريلانسنج ورك اللي انت شغال من اي تو زد. وفي الستارت اب ورك سواء ان انت تبدا الستارت اب بتاعتك، احنا عندنا مجال من اسهل المجالات اللي تبدا فيها شركتك، وفي يعني امثله كتير على ناس خرجت من قسم عندنا وعملوا شركاتهم، والشركات بتنجح في الاغلب يعني. وفي طبعا في نسبه كبيره ممكن تبقى مش ما بتوصلناش ان هي فشلت، مش عارفين هي نجحت ولا فشلت، مش عارف، ما نعرفش عنها حاجه، بس اللي بينجحوا بيبقى الموضوع لطيف يعني. يعني مثلا سوق الارقام اللي بتسمعوها، حد متابع الاخبار بتاعت الشركات دي يعني؟ ممكن تبقوا بتتابعوا، تحاولوا تتابعوا الاخبار دي، بتلاقوا الارقام مهوله يعني. مثلا تلاقي الشركه بقى لها سنتين في المجال واتباعت مثلا بمليون بمليار، وارقام مش منطقيه كده. فانت ممكن لو انت عندك شخصيه اللي هو بريزنت الاكتيفيتيز ومش عارف ايه وكده، ممكن تحس انك انت عندك الاوبشن ان انت لو عندك فكره تعملها مع نفسك. طبعا لو انت ناوي من دلوقتي تبقى في السكه دي، محتاج تديفلوب نفسك في حاجات بره التكنيكال وورلد اللي ليها علاقه بحاسبات. انت محتاج تتعلم بقى بيزنس وبيزنس موديلنج والكلام ده كله، وتروح انجاز بقى والحاجات الاكتيفيتيز الغريبه اللي بيعملوها دي. وممكن تبقى شغال ديفلوبر في ستارت اب. الستارت اب لما تيجي تشتغل، لما تبقى شغال في ستارت اب، انت مثلا اتنين شغالين على البرودكت كله، فانت بتعمل كل حاجه يعني. انت ممكن النهارده الصبح تيجي الشغل يقول لك يا معلش هتروح تعمل برزنتيشن عند الراجل في المكان بتاعه، فاروح واتكلم معاهم واسالهم الموضوع، بعد كده ارجع اشتغل في الكور بتاع البرودكت بتاعنا، بعد كده اروح مش عارف عايزين نركب تكييف في المكتب بتاعنا كده يعني، فاهم؟ فانت في الستارت اب انت ايه بتاع كله يعني. ففي ناس بيبقوا يعني مثلا لما تيجي تتخرج اول فتره تخرجك يقول لك اشتغل في ستارت اب ولا في شركه كبيره. فحد يقول لك الشركه الكبيره ستيبل ومرتبها كويس وبتاع، الستارت اب مرتبها قليل بس هتتعلم كتير، هتحتك بحاجات كتيره، فبعد سنه ولا حاجه تبقى اتعلمت اكتر بكتير قوي من اللي اتعلمه الشخص اللي في الشركه الكبيره. فاهمين قصدي؟ فيعني المجال عندنا محير بشكل مش طبيعي، تقعدوا محتارين فتره لطيفه. في بقى شغل سهل قوي، سبورت مثلا. يعني مثلا في شركات نتوركس انت بتروح ترد على ناس عندها مشاكل كانك تي داتا، بس على ليفل تكنيكال اعلى شويه، مش اللي هو اقفل الراوتر وافتحه تاني وكده، اللي هو هيبقى واحد بيكلمك فانت بترابل شوت معاه المشكله وبتحاول تقول له المفروض يعمل ايه، بس كلام تكنيكال بقى محتاج تذاكر له شويه يعني. تمام. ده مثلا شغل اللي هو انت قاعد مستني تليفون يعني، انت ممكن تروح الشغل اصلا ما تعملش حاجه يعني. مثلا شركه اورنج فيها الشغل ده شويه، اورنج عارفين اورنج بتاعت النتوركس، فشغل السبورت فيها الناس هناك كانهم رايحين النادي مش رايحين يشتغلوا يعني. لما في ناس من عندنا طلبه في الكليه راحوا تدريب هناك، هم جم قالوا لي احنا دي مش شركه، ده مستحيل يكون شغل يعني. الناس قاعده الدنيا بيس يعني، فاهم؟ انت قاعد بتعمل مثلا 3 كولز في اليوم ولا حاجه، والناس عماله تتفرج مع بعضها وقايمين مكاتبهم وبتاع، فممكن ده يبقى مناسب لبعض الناس يعني. اللي عايز اقوله من السلايد دي ايه؟ حد وصل له النقطه؟ ان احنا عندنا دايفيرستي جامده، فانت ممكن تعمل ايه بعد ما تتخرج؟ فدي معلومه محتاجه تبقى في الباك جراوند بتاع دماغك كده، انك هتبقى مستريح ان شاء الله يعني. انت دايما لو سعيت هتلاقي حاجه تبقى مريحه ليك، مناسبه ليك كشخص، على عكس اقسام تانية ومجالات تانية ممكن تلاقي الموضوع مزنوق، اللي هو انت دايما تشتغل في مصنع، طب انا لو عاوزت اعمل حاجه تانية هعمل ايه؟ لا الموضوع سخيف. تمام. فعشان كده الكلام ده مهم قوي، التايتل اللي على اليمين ده مهم قوي، اللي هو السيلف اويرنس، ان انت تبقى فاهم نفسك، والحوار ده هياخد وقت معاك، انك تبقى عارف انت بتفضل ايه ومحتاج تعمل يعني. عارفين الكلام بتاع الهيومن ديفلوبمنت اللي هو نوع شخصيتك، انت سمعي ولا بصري ولا، عارفين الكلام ده؟ بتحضروا السيشنز دي يعني؟ هو الناس بتطري عليها بس هي مهمه يعني، ان انت تبقى عارف انت ميولك ايه ونوع شخصيتك يناسبه ايه. في حاجات اونلاين بتبقى معموله في الكلام ده، الكلام ده ممكن يبان مش مهم يعني، بس هو ساعات بيبان مش مهم عشان احنا كمصريين متعودين نستحمل ونضغط نفسنا والكلام ده كله، فنتاقلم مع اللي بيحصل بغض النظر هو حلو ولا مش حلو. بس مع اللونج تيرم الموضوع ده بيأثر، على اللونج تيرم انت مش عايز تبقى عايش حياتك بائس، صح؟ فالكلام ده يعني بيصب في الموضوع ده يعني. تمام. القسم كقسم عامه القسم ستيبل يعني، السوق بتاعه حلو جدا، واهم حاجه كمواصفات في السوق بتاعنا احنا الكاستمر بتاعنا بره مصر،
فطبعا اللي الثمن بتاع الحاجات اللي بنعملها بيبقى ايه؟ بالدولار مش بالمصري. على عكس واحد مثلا بيستورد من بره وبيصنع بيها، بيصنع باللي بيستورده ده حاجه وبيجي بيعها ايه؟ في مصر مثلا. فده راجل يعني الظروف بتاع البلد في الفتره اللي فاتت ايه؟ بهدلت مجاله. تمام؟ اللي هو واحد معتمد ان هو بيجيب حاجه من بره ويستخدمها عشان يعمل حاجه يبيعها هنا. فهو تكلفه شغله بيدفعها بالدولار اللي غالي قوي. وناتج شغله بيجيبه منين؟ من المصريين اللي هم اصلا خلاص يعني ايه بيشحتوا خلاص. احنا بقى العكس، احنا الدنيا ستيبل. وده ايه الريفليكشنز بتاعته على السوق الفتره اللي فاتت؟ ان بدا لما الدولار عالي فمرتباتنا بقت بالنسبه للناس اللي بره رخيصه. يعني هو بدل ما كان قبل كده مثلا بالألف دولار يعين ثلاثه، قصدي واحد بس، لان الألف دولار كانت ب 8000 جنيه مثلا فهو اخره يعين بيها واحد بس. دلوقتي بالألف دولار ممكن يعين اثنين او ثلاثه، صح؟ انت لو جيت تشتغل او اول شغل ليك كان ب 6000 جنيه مثلا، ممكن توافق ده رقم مش حلو قوي، بس لو جيت تتكلم كده عامه، جيت تكتب بوست على الفيسبوك يا جماعه في شغل ب 6000 هتلاقي ناس كتير قوي بتقدم، صح؟ فدلوقتي هو بدا يحس ان ده سوق حلو كناس تشتغل. انا ممكن اشغل ناس اكتر بنفس السعر اللي بشتغل اللي بشغل بيه ناس دلوقتي، فليه ليه ما افتحش فرع من الشركه هناك؟ والمصريين اللي مسافرين بره هم من اكتر الناس المدركين لحاجه زي كده. فتلاقي واحد مصري يقول لك انا عارف ان المصريين دول غلابه، هفتح شركه هناك وهديهم مرتبات قليله اقل من هم يستحقوها. يعني انت مثلا يعني الارقام بره حلوه جدا، يعني الناس بره بتبقى شغاله بارقام ظريفه. يعني ممكن تلاقي مثلا السوفت وير انجينير في امريكا بيبقى الرينج بتاعه 120000 دولار في السنه مثلا او اكتر، او يعني في الرينج ده يعني. او يعني عشان ابقى اكون لطيف يعني او كلام دقيق شويه، ممكن نقول من 70000 دولار في السنه وانت طالع. في ناس عارفين دكاتره، اغلب الدكاتره عملوا دكتوراه في فتره من الفترات. الدكتوراه دي بتقعد اربع سنين بتقبض في الشهر 1300 دولار. فهو راح يعني تخيل انت في حد عارف يعيش في الدول دي برينج 1400 1300 دولار. فما بالك اللي بيقبض مثلا 5000 6000، يعني موضوع لطيف يعني. تمام؟ انا بقول لكم المعلومه دي عشان تعرف تماب الرقم ده لتكلفه المعيشه للفائض والكلام ده كله. ما هو عشان القسم احنا محتاجينه. يعني ايه عدد الابلكيشنز اللي ممكن تعمل في الموبايل مثلا؟ الجيمز، عدد الجيمز قد ايه؟ ملهاش حدود، صح؟ هل انت في حدود لعدد الافكار اللي ممكن تطلع في المجال؟ فهو زي ما في يعني طلب على المجال، المجال نفسه انليمتد يعني. وبالذات كمان ان ايه، بدا يظهر حاجات بتخلي في نيد اكتر لايه؟ لمجالات جديده. كل شويه مجالات جديده بتطلع، واحنا مجال عمال بيتطور، فاحنا فترتنا الفتره دي يعني. تمام؟ وفي الاغلب يعني في احصائيات بتطلع اللي هو مين اكتر شغلانات مريحه، او يعني الجوب ساتسفاكشن عامه. لما يجوا مثلا انترفيو ناس كتير جدا في مجالات كتير يقولوا مين اكتر واحد ساتسفايد في شغله، بتلاقي ان اوائل الناس هو سوفت وير انجينيرز يعني. بس ده طبعا بره مصر. يعني انت في مصر برضو ممكن الناس تستغلك، فانت بتبقى مش حاسس انك انت متقدر، فاهمين قصدي؟ فيعني المواصفات العامه بتاعت القسم عندنا ان انت عندك لو انت قاعد في مصر انت الدنيا مش اسوء حاجه، انت يعتبر من اكتر الناس المحظوظه لو انت قاعد في مصر. تمام؟ لو عايز تسافر بره، في ناس سافرت. يعني في واحده في دفعتي دبلرت سنه وهي حاليا بره مصر شغاله في شركه عارفين راناستيك؟ عارفين الابلكيشن اللي اسمه راناستيك ده؟ صح؟ هي شغاله هناك في الشركه دي، في مش عارف في هولندا ولا فين يعني. فهي كانت دبلرت سنه. فده يقول لك ان انت لو حصل لك اي حاجه تكنيكالي، انت ممكن يعني لو انت عندك السكيلز المناسبه انك تسافر بره شغل معين وانت خبره فيه هتعرف تسافر. واللي عايز اقوله بس ان الموضوع مش معتمد على التقدير، ده نقطه مهمه. بس طبعا معتمد على ان انت تبقى تكنيكالي قوي. يعني لما بنقول دايما، لما بنقول التقدير مش مهم، بيبقى المرتبط بيك كلمه ثانيه ان انت ايه؟ ان انت راجل برنس الليالي في مجالك. ما ينفعش تبقى التقدير مش مهم والمش عارف ايه مش مهم وكل انا بس من خارج بالشهاده انا ان شاء الله الدنيا حلوه. لا مش كده يعني. والسالاريز كويسه نسبيا في مصر. احنا لو كام واحد فيكم شاف السيرفي اللي كنا عاملينها على الجروب؟ طب ده عدد قليل. حد شاف كنا عاملين سيرفي على الجروب بتاع سي سي نولج في مرتبات المجال بتاعنا؟ كام واحد شافه؟ معلش تاني عشان ده عدد قليل.
يعني ممكن اقول لكم شويه معلومات عشان دي معلومه مهمه قوي تبقوا عارفينها. انا حسيت ان انا بقيت مادي قوي في الموضوع ده، فمت جاي مسح البوست تقريبا يعني، فمش عايز اعمل كده. بس بتاعته قريب، بس هو كان مشهور قوي والناس كلها دخل حسابات عشان كده يعني. ايه؟ كان معمول كفر فتره. بس حسيت ان انا شخصيا بتاثر بالكلام ده، ان انا ببصه كتير فشلته يعني. يعني هو كان عملنا على دفعه 2016 اللي اتخرجوا 2016، قلنا يعني كل الناس اللي اتخرجت واشتغلت سالناهم هم بيقبضوا كام وكده، ونشرنا المعلومات بقى كميا وكده يعني. كان في حوالي 80 واحد من 120 جاوبوا. كان في ناس بقى في الجيش وفي ناس لسه ما في اي تي اي وكده، فالعدد اللي ما جاوبش ده مش شرط يكون مكسوف مثلا يقول ولا حاجه. طبعا الموضوع كان مجهول الهويه، فالناس كانت بتشارك عادي يعني. فكان المرتبات الافرج بتاع 7000 8000، وكان في ناس بتوصل لاكثر من 10000 بكتير يعني. مثلا في ناس في حوالي 20% من الدفعه مرتبهم اكثر من 15000، وال 15% دولت او 20% دولت مش كلهم امتياز، ممكن يبقى اقل من كده وكده. فده كان الى حد ما معلومه مطمئنه للناس ان هم عارفين ان بعد فتره الدنيا هتبقى حلوه يعني. حتى لو هو دلوقتي ما بيقبضش كويس، فهو بعد فتره هيبقى بيقبض كويس. تمام. فدي نقطه مهمه يعني. مين كان واحد مذبذب في القرار بتاعه؟ معلش. تمام. مثلا باور كمعلومه لما عملوا نفس السيرفي دي هناك، كان اغلب الناس بتقبض فرنش 3000 مثلا. وفي ناس، انا يعني اللي بيضايقني في باور ايه؟ باور كقسم ظريف ولطيف وشغله حلو وكده، بس انا ببقى عارف ناس ايام الكليه بحسهم منورين كده، ولما بيتخرجوا نتيجه ضغط الشغل طبعا انت عارف لما بيبقى مرتبك قليل فانت زيك زي غيرك، فالمنطق ده في التعامل مع الموظف بيخلي شغلك دمه مش خفيف، مديرك ليه سلطه عليك، فالحياه عامه بتبدا تسود، وتلاقي الناس بدات ايه؟ تظلم كده وتبقى متكدره ومتضايقه في حياتها وكده. فالحوار ده مهم تبقى مدركه وانت بتتخرج يعني. في ناس يعني، في ناس دايما بقابلها في اعدادي وكده عندهم حماس الشباب بتاع ايه؟ لا انا هبقى احسن مهندس باور في الحياه، اللي هو خارج من ثانويه عامه بقى وكده، وايه وكان اول على مدرسته، فمتوقع ان الدنيا يعني ايه بت 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 بتجاوب عليك زي ما انت عايز يعني. لا، الموضوع الدنيا انفير بشكل مش طبيعي، فانت محتاج تتعامل مع انفيرنس ساعتها قبل ما تلبس في الحيط يعني. ما بقول لك، انا دفعه 2016 دي كانت سنه تخرجهم، مش يعني الارقام اللي هي 15 وارقام دي كانت سنه تخرجهم يعني. يعني في ناس اعرفهم بيقبضوا رينج 40 واكتر، وهم مثلا متخرجين من 3 سنين. بس شغالين مع ناس بره، فاهم؟ بس اللي اقصده بس ان ده ارقام ممكن تكون مرتبطه بان انت كويس يعني. طول ما انت كويس هتقبض كويس. انت لو انت شاطر، شاطر دي معناه ان انت مش بس شاطر عامه، انت شاطر وعرفت تنقي مجال تبقى كويس فيه. دي حاجه مش سهله يعني. وطبعا انت بتحاول تنشن على المجال المناسب لشخصيتك، وده حاجه مش سهله خالص. تمام. اخر نقطه دي مهمه قوي، ان احنا اغلب شغلنا انت بتبقى بتفكر طول اليوم يعني. انت طول الشغل عمال بتفكر يعني، وبتكتب كود وبتاع، مش قاعد. معلش. بس خلي بالك من حاجه برضو يعني، دايما في الكليه لما تيجي تحس انت دايما انت مش عندك المعلومه اللي تخليك تعمل الموضوع، دي نقطه مهمه، انت بتتعلم. فجزء من تعلمك انك تستغرق وقت اكتر وترهق تفكيرك في انك تطلع معلومه. وفي نقطه ساعات ان الدكاتره وهي بتعمل المشروع يعني مش مراعيه هي قد ايه غطت معلومات تكفي اللي انت بتحتاج تعمله. فانت لو انت ما عندكش المعطيات اللي تخليك تعمل مشروع. وبرده في نقطه ثانيه، انت لما تيجي تسال حد كبير شويه يقول لك بقى استخدم اس تي ال، اعمل ست ماب، تلاقي ايه الحاجات دي يا جماعه احنا ما خدناهاش، احنا خدنا فور لوب ووايل لوب واريز وبتاع، ايه الكلام اللي بتقولوه ده؟ فتحس ان انت ناقصك معلومه محتاجه عشان تعمل مشروع. طب ازاي مطلوب مني مشروع ده وانا ما اعرفش المعلومه دي؟ بس هو الدكاتره حاطين اللي هم علمهولك تعرف تعمل مشروع، بس انت دايما عشان مشكك فبتحس ان لا، انا بتيجي لك احباط من نتيجه ان انت حاسس ان انت ناقصك معلومه محتاجها عشان المشروع وانت ما عرفتهاش. فانت بتحس ان طب انا قاعد بقالي يومين بفرهد وانا عمري ما هعرف اعمل الموضوع ده، فالمعلومه دي بتبقى محبطه جدا. بس عايز اقوله ايه؟ ان انت طول ما انت ما عندكش الريكوايرمنتس اللي بتعمل بيها الشغل الموضوع محبط شويه. لو انت معاك الريكوايرمنتس وعندك وقتك عشان تذاكر عشان تعمل المشروع ده، بتبقى الموضوع لا يعني ايه؟ منطقي شويه يعني. بس هو النقطه المهمه ان انت شغال طول الوقت يعني. في حد قابلته قريب خريج 2005 او 6، كنت في رمضان كده مش عارف بعمل ايه، فقابلته بالصدفه يعني، فعرفت بالصدفه ان هو كان شغال، كان اتخرج من قسمنا واشتغل في اي تي وركس، قال لي انا سبت الكارير.
فبقول له ليه وكده، قال لي مش قادر اقعد ببرمج الوقت ده كله، يعني الموضوع حلو ومرتبه حلو بس انا مش، انا شخصيا مش قادر ابقى قاعد كل يوم بروح الشغل ببرمج، الموضوع مرهق. تمام؟ لا لا لا، ما دي دي مشكله فيك مش مشكله في المجال. لا ما اقصدش حاجه، اقصد ان انت محتاج تتعامل مع الحته دي، انت محتاج تفصل. يعني في واحد قابلته في صلاه العيد اللي فاتت دي، كان يعني هو كان اتصالات وبعد كده حول حسابات اشتغل امبيدد وشغال في فاليو، بيقول لي انا مسستمهم ان انا باجي الميعاد الفلاني وبمشي في الميعاد الفلاني لو كل لو الشركه هتطربق، وهم متضايقين مني بس مش قادرين يمسكوا اي حاجه. يعني هو فكره ان ساعات الناس المصريين عامه بيبقوا رخام في الحته دي، ان هو بيبقى طالب منك من تحت لتحت كده انك انت الشغل اولى من اي حاجه، وتلاقي الناس قاعده. يعني مثلا في واحد اعرفه واشتغل في شركه فبيقول لي مديري بيجي 9 الصبح مش 11 بالليل، انا لسه شغال معاه لسه بقى لسه بادئ الشغل، فهو بيجي من 9 ل 11 فانا لازم ابقى قاعد معاه، يعني لازم ابقى قاعد معاه طول ما هو قاعد، فطالما هو ما مشيش انا قاعد معاه. فالموضوع مرهق قوي، يعني هو الراجل بايع حياته للشغل في مقابل اللي هو بيشتغل فيه، وانت عشان بتتعلم منه كده ومش قادر تمشي، مش قادر تيجي بعديه ومش قادر تمشي قبليه مع ان مش مطلوب منك كده. فهو الشخص ده من كتر ما شاف مواقف زي كده هو قال يا جماعه انا رخم، انا مش بتاع شغل، انا باجي من 8 مثلا بمشي 4، لو الشركه هتطربق ممكن اقعد مثلا لخمسه سته، انما اي حاجه تانية ده بور بلاننج، يعني اي حاجه تخليها اضطر اقعد اكتر من 8 ساعات بتاعت الشغل دي غلطه مديري مش مطلوب انا اللي البسها. لان هو لو الشغل محتاجني كل يوم اقعد 10 ساعات او 12 ساعه يبقى احنا محتاجين ناس كتيره، محتاجين ناس ازيد، ما مش منطقي صح؟ او انا مش كفء للشغلانه فهشوف حد غيري. انما لو كل يوم مطلوب مني اشتغل اكتر من عدد الساعات المطلوب يبقى في بور بلاننج. فهو من المنطلق ده قال لك لا يا جماعه، يعني اللي يغلط هو اللي يلبس، لو هو غلط وما عرفش. وطبعا ده يعني ايه بيديك انديكيشن احنا اقوياء في المجال بتاعنا شويه، يعني ان حد يقدر يعمل كده في شغله معناه ان هو نيدد مطلوب، على عكس لو جيت في شغل تاني تعمل كده حد متوقع ايه النتيجه؟ امشي صح؟ ده مهم بقى ان انت في المجال بتاعنا ما بيتقالكش الجمله دي خالص، يعني انت او تقريبا مش بس خالص عشان ايه ما فلس حد، بحس ان انت عندك الميزه ان انت مهم، وده مهم جدا، يعني الشغل 8 ساعات في اليوم حياتك كلها، فانت مهم تبقى حاسس انك مبسوط في الشغل بتاعك يعني. تمام؟ فدي نقطه مهمه دايما لما تبقى شغال، يعني لو اي حد شغال ولقيته مش مبسوط خليه يراجع الاربع حاجات دولت. دي صوره من حد عارف ستيفن كوفي، في واحد اسمه ستيفن كوفي بتاع 7 هابتس اوف هايلي افكتيف بيبل، اثنين عارفين طبعا، حد يعني بتاع من الناس التنميه البشريه وكده، بس يعني هو الراجل نضيف شويه. فهو بيقول لك ان انت لو انت شغال في شغل لو عايز تعرف انت مبسوط فيه ولا لا، او انت مش مبسوط في شغل معناه عايز تعرف ايه المشكله فين. فبتلاقي انت عندك اربع دايمنشنز ممكن تفكر فيهم. اول حاجه ان انت هل انت منتلي تشالنج، ان انت ممكن تبقى مليت من الشغل ان هو سهل وروتيني وبروح اعمل نفس الحاجه وبتاع، فالموضوع بقى ممل قوي، فانا عايز اروح، فانت متضايق بس مش عارف ان هي دي مشكله. تمام؟ فدي حاجه كانها كان حد بيكشف عليك يقول لك المشكله فين يعني. او لو انت بتدور على شغل بتحاول تتاكد ان الشغل فيه الاربعه دايمنشن دول بالشكل اللي انت اللي يرضيك ساتسفايد. فاول حاجه ان انت منتلي تشالنج، تاني حاجه ان انت فاينانشال ستيبل، انت مستريح ماديا. اي دايما موضوع ان انت ماديا مش مستقر بيوديك لحتت ممكن تكون مدممه مش خفيف خالص، يعني انت دايما دور على الاستقرار المادي اللي هو مينيمم، اللي هو انا دايما لازم ابقى ايه معايا اللي يكفيني، اللي فوق كده مش مشكله، يعني ما دام انا المينيمم اللي يكفيني في الشهر قد كذا لو جبته انا مطمن. تحت كده انت ممكن توصل لليفلز يعني ايه غريبه من القلق وكده، ممكن تخليك مش عارف تبرفورم كويس يعني. فاحنا عندنا اغلب الشغل بيخليك بيساتسفاي الحته دي، يعني ان انت ستيبل فاينانشالي نسبيا يعني. ثالث حاجه ان انت هل انت بتعمله ده حاجه مرضيه ليك، يعني انت فخور باللي انت بتعمله، انت شغال مثلا في مصنع سجاير ومخدرات. تمام؟ يعني لو انت شغال في حاجه يعني ايه بتضيع وقت الناس بتفسد الناس وكده لنفسك انت اوفر اول، يعني هتبقى متضايق لو انت يعني انسان سوي يعني. انما لو انت شغال في حاجه بتخدم الناس بقى بنفسك مبسوط، عشان كده مثلا الناس بتطوع في رساله، يعني انت رايح في رساله عمال او بتطوع في اي حاجه شبه الحاجات دي، يعني انت رايح مثلا عمال بتعبي رز في اكياس مش عارف ايه قاعد 4 ساعات ما بتاخدش فلوس في الحر، مش منطقي صح؟ مش انت حاسس انك بتعمل حاجه مفيده للي حواليك انت مبسوط. تمام؟ فساتسفاكشن جاي من حته ان انت بتعمل حاجه ليها معنى. تمام؟ رابع حاجه بقى ان انت شغال في انفايرمنت دمها خفيف،
يعني انت مش متضايق، انت مش بتكره مديرك، مديرك مش بيأسف، مش بيعمل فيك اسفين، مش عارف زمايلك مش بيحاولوا ياخدوا كريدت بتاع شغلك، اللي هي الحاجات الممله دي. يعني انت لو رايح الشغل متضايق من الناس انت بتشتغل معاهم، فده دايمنشن مهم قوي. يعني ساعات الناس وهي بتخرج بتركز في المرتب، ما بتركزش في اخر واحده دي، وبيتضايقوا يعني، تلاقي فاهم حياتهم كئيبه كده. فانت شوف انت ايه اللي مناسب ليك، وحاول تبقى بتختار الشغل بناء على الحاجه دي. يعني انا بقول الكلام ده ان هنحاول، يعني لو انت جيت تتكلم على كل دايمنشن من دولت في حسابات هتلاقي ممكن يجي منه حاجه. يعني لو انت عايز تبقى منتري تشالنجد فهتلاقي شغل صعب، اللي هو انا عايز ابقى حاسس سوفت وير سهل وبتاع والناس تتعلم حاجات جاهزه وتعمل بيها سوفت وير. لا، السوفت وير مش سهل خالص، في حاجات صعبه كتير. عايز تبقى مرتبك كويس، في الدنيا مرتبه ساعات بتلاقي شغل مرتبه كويس. عايز تعمل حاجه ليها معنى، لحد سمع عن ابلكيشن فوريرا مع زياده البنزين كده، في ابلكيشن طلع كار بولينج، بيقول لك لو انت رايح مش عارف من الشيخ زايد للتجمع هتدفع 24 جنيه لو انت عارفين حاجات زي كده. يعني ابلكيشن هو مريح، يعني انت السوفت وير خلى ناس تفكر ازاي نحل مشكله حيويه في مصر. الناس دلوقتي البنزين بقى غالي جدا، الارقام بقت مش طبيعيه، فنريح الناس ازاي؟ فعملوا ابلكيشن مفيد جدا، الناس تبقى مبسوطه بالابلكيشن ده، ان هي بيريحها، بيقلل التكلفه بتاعت المواصلات وكده. فحاجه زي كده لو انت شغال فيها تبقى مبسوط. في يعني انت لو انت بتقول مثلا، انا بقول ان انا على الموبايل بتاعي بقول انا كل يوم بروح من العاشر من رمضان مثلا للعين شمس، وفي ناس من السايكل بتاعتي ممكن من الكليه مثلا يعرفوا ان انا بعمل كده، فيبداوا يركبوا معايا ويدوني انا فلوس بدل ما يركبوا مواصلات وبتاع. فطبعا الفلوس بتاعتي بتبقى اقل بكتير قوي من اوبر، يعني بتقسم على الناس فبيبقى الرقم قليل يعني، فاهم؟ فانت بتبقى مثلا راكب عربيه مكيفه لو انت في شغل وكده ولقيت البنزين غلي، فالموضوع سخيف يعني. فلو انت عارف ان ممكن تظبط مع اربعه حواليك تبقوا بتروحوا مع بعض كل فتره بسهوله بابلكيشن سهل جدا، حاجه مريحه ليك تريحك يعني. في واحد اسمه اندرو، ده كان ماسك الارتفيشال انتليجنس ديبارتمنت في جامعه ستانفورد، ده حاجه ملوش حل يعني. في ناس كتير، في حد عارفه صح؟ اكيد حد عارفه، بتاع ماشين ليرنينج. الراجل ده كان شغال في شركه بتعمل ايه، نظاره بيلبسها الشخص الاعمى توري له الطريق، او يعني هي النظاره دي بتبص على اللي هو قدامه وتقول له، تبدا توصف له بسمع ان انت قدامك مثلا ايه، سلم قدامك مش عارف ايه قدام، فاهم؟ فده حاجه ليها معنى جميل قوي. انت الناس اللي عندهم اي ديسابيلتي حياتهم صعبه، اي حد فيكم عاش مع حد مثلا ما يعرفش يخش الحمام، بس بيشوفه بياكل وبيعرف يعمل، بس ما يعرفش يخش الحمام لوحده، دي لوحدها كده تخلي الشخص ده تعيس جدا، او عنده فرص تعيس صعبه يعني، حياته صعبه شويه جدا. بالذات لو حد مثلا صعبان عليه والجو ده، بتلاقي الحاجات دي تقيله على قلب الواحد يعني. فانت تعمل شغل اللي بيفيد الناس دي بتلاقي نفسك انت مبسوط، تمام؟ حتى لو المرتب بتاعه قليل، حتى لو يعني حتى ممكن تضحي بحاجات كتير عشان تبقى شغال في حاجه زي كده، بالذات لو انت شغال مع ناس بيؤمنوا بالموضوع ده، ان الناس مؤمنه ان هي عايز تعمل حاجه مفيده للبشريه والكلام ده كله. اخر حاجه دي، كان في مدير شركه في مصر من الشركات الكبيره، كنت قاعد معاه بنتكلم في موضوع معين كده. يعني هو كان عايز يعمل زي تدريب في الكليه، فكان قاعد معايا عشان انا بعرف اوصل الناس بالكليه يعني. فقال ايه، قال انا قال جمله كده يعني هي صعبه قوي يعني كجمله، قال انا بديك مرتب عشان تعمل حاجه بتكرهها طول الشهر، يعني بديك مرتب عشان تعمل حاجه انت بتحبهاش طول الشهر، انما جاوب بقى انت اسعى انك تشتغل اللي بتحبه والكلام ده فيكس الباشن عارفين الكلام ده. فهو بيقول لك انا بديك مرتب عشان تعرف تستحمل حاجه انت قرفان منها طول الشهر. وصف الشغل بالطريقه دي حاجه زباله جدا يعني. تخيل انت شغال مع واحد ده مدير الشركه، ده المنتاليتي بتاع دماغه. هو بيقول لك انا انت قدامه في الشركه كده، انا بديك فلوس عشان تستحمل حاجه مقرفه طول الشهر. ايه يا عم الحياه دي يا عم، مش عايز اشتغل معاك يا عم. لو في اوبشن دي مش عايز اشتغل معاك، بس لو تخيل انت شغال مع ناس منتاليتي دماغهم كده، فحاجه صعبه شويه. فعشان كده بقول لك ايه الاخر دايمنشن ده مهم، انك شغال في مكان مريح بالنسبه لك، الناس حاسس الناس بتحبك، مش 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 مش, مش, مش بصلك كعبد يعني، تمام؟ الكلام ده جديد يعني، الكلام اللي بقوله هنا جديد، بس انا بحسه مهم، لان مع ظروف البلد وكده الناس بتتخرج من الكليه محبطه جامد قوي يعني. يعني هي الكليه عشان فيها شويه حاجات سخيفه، والبلد شكلها عامل ازاي، والكورسات ساعات ما تبقاش حلوه قوي، والناس مفرهده مش طبيعيه على جنب عشان تلحق تبقى كويسه. فالاربع حاجات دول لما تجمعهم مع بعض بتطلع في الاخر انسان كئيب يعني، هو حاسس ان هو انا متضايق قوي، تلاقي الناس في رابعه يعني بيبقى ايه متضايقين يعني.
وهم حقهم يعني حقهم يتضايقوا، بس انا يعني الكلام ده هدفه ان انت تقلل، يعني لو انت عندك القدره انك تقلل كميه مضايقتك خلال فتره الكليه تحاول تعمل كده. انا عارف ان انا بتكلم حوالين القسم، لسه ما دخلتش في الكور بتاع الموضوع بس هدخل ان شاء الله. يعني في موضوع البير بريشر ده اللي هو انت حد معاك في القسم بس سابقك شويه وانت بتقارن نفسك بيه كتير. هو الراجل ده سابقنا تمام، فالراجل ده بيعمل ازمه كبيره في الدفعه يعني اقتلوه بقى ولا حاجه. فلو انت قصدي ان انت طول ما انت عمال بتقارن نفسك، هو واحد سبقك يعني، هو يعني انت بتجروا في سباق وانتوا الاثنين بنفس السرعه وهو سبقك بكيلو، مش لازم تقعد تبص عليه يعني. يعني الكيلو ده هيفضل كيلو، ممكن يزيد كمان لو هو احسن منك، وممكن يقل لو انت راجل برنس الليالي يعني. فالحوار ده بيضغط الناس جامد يعني، دايما لو حد الى حد ما البرفورمانس بتاعه في الكليه مش قد كده الحوار ده ممكن يدمره نفسيا. فمهم جدا تبقى واخد بالك من الموضوع ان انت الحاسبات لونج تيرم بروسيس يعني، انت اهم حاجه انك تفضل شغال يعني. يعني في ناس كتير قوي كانت شغاله جامد قوي بعد كده احبطت ما بقتش شغاله يعني. يعني الموضوع ملوش علاقه بانت دلوقتي فين قد ما ليه علاقه انت هتفضل مستمر امبروف نفسك ولا لا. وسوق العمل مش محتاج واحد تنين، سوق العمل اللي في مصر مش محتاج واحد رهيب يعني، بس محتاجك تعرف البيزكس، وبما انكم في اولى واعدادي وثانيه فانتوا قدامكم وقت تبقوا كويسين. فما فيش داعي لاي نوع من انواع ايه البير بريشر ده. يعني انت تقارن نفسك بحد، هو ماشي هيتخرج يشتغل في جوجل مش مشكله، انت ممكن تروح جوجل دي مثلا بعد، مش هتروحوا جوجل معلش، بس قصدي لو الشركه كويسه اقصد يعني جوجل مش سهله يعني. في ناس على فكره من عين شمس راحت جوجل يعني، مش بعيده قوي يعني، بس الموضوع محتاج مجهود كبير يعني. انتوا قدها يعني، لو حد عايز وحط الموضوع في دماغه ممكن يوصل، بس اقصده ان انت ما تقارنش نفسك بحد، ودايما ركز في انك انت تعمل مجهود يمبروف نفسك كل فتره تمام. ولو بتعمل كده اطمن يعني، مفيش داعي للبير بريشر، هتشتغل شغل كويس وهتعرف تروح في اماكن كويسه وهكذا. المقارنه عامه دمها مش خفيف. حاول تخليك ايه يعني، ايه تحاول تخلي الكليه ما تاثرش عليك بشكل نيجاتيف يعني. لو اي حاجه حصلت في الكليه دمها مش خفيف، دكتور اتعامل بشكل مش ظريف، ماده ملهاش لازمه بتاخدها، ما تشتكيش يعني، ما تقعدش تدخل في دايره الشكوى دي، لانها دايره في الاخر كلها بتاثر عليك بشكل سلبي. فانت حاول تخليك دايما بتحاول تبص يعني بشكل ايه ايجابي يعني، عشان انتوا قدامكم شويه لغايه لما تقدروا يبقى عندكم الاوبشن تسافروا، فالشويه دول ممكن يدمروكم يعني، الله اعلم ايه اللي جاي. فانت المجتمع كله عمال بيقول لك الدنيا بايظه، الدنيا سواد، الدنيا ماشيه مش حلو، بس انت عارف، المفروض تبقى عارف ان انت مستقبلك نسبيا الى حد ما لطيف في القسم بتاعنا. فانت محتاج تفكر نفسك بالموضوع ده كتير، وما تستجبش لايه لل، هو احنا يعني احنا عارفين ان الدنيا مش ظريفه، بس مهم تبقى انت مدرك حاجه زي كده يعني. حاول تبقى هادي وخليك فوكس لما تحاول تركز تشتغل في حاجه، خليك فوكس، ده مهم قوي انك تبقى مركز وانت شغال. ناس كتير بتبقى ديستراكتد، والديستراكشن مش معناه ان انت عايز كذا مجال، بس معناه ان انت يعني لو نويت تتعلم حاجه خلصها للاخر، لو نويت حاجه ركز فيها ما تبقاش ديستراكتد. مثلا يعني لو انت قاعد بذاكر دلوقتي، لا انا قاعد متفرغ للمذاكره، مش قاعد جنبي التليفون وبتكلم وكده، ده يعني تبعا لان احنا المجال بتاعنا محتاج مجهود كبير. حاول من وانت صغير وانت في الكليه تعود نفسك انك يبقى عندك حياتك الشخصيه وعندك شغلك، لانك لو اتعودت اثناء الكليه تضغط نفسك جامد بتتخرج مش عارف ترجع للوضع الاصلي تمام، وحياتك ما بتبقاش ممتعه قوي يعني. ما دي حاجه صعبه، دي حاجه صعبه. انا ما بقولش انك الفوكس معناها ان انت ركز في مجال، انا بقول لك ركز في اللي انت بتعمله يعني. دايما يعني مثلا الناس ديستراكت يعني، معلومه ان انا مجالي ايه ده ديستراكشن اصلا، معلومه انا محتاج اتخصص في ايه، ده نوع من الديستراكشن ممكن يعطلك عنك تديفلوب نفسك في الحاجه اللي انت بتحاول تديفلوب نفسك فيها دلوقتي. محتاج تعمل مشاريع، محتاج تعمل مشاريع في المجالات، وده هتعمله في الكليه. انت اثناء الكليه تعمل مشروع في مواد مختلفه هتخليك تلمس مجالات مختلفه، وانت على جنب بره محتاج برضه تبقى مع نفسك عمال ايه بتخش في المجال، محتاج تسال ناس كبيره ايه ستايل الشغل، بتعملوا ايه في اليوم، الموضوع ظريف ولا مش ظريف، ايه عيوب الشغل، تبدا تحاول تفهم من الناس وتسمع منهم كويس عشان تعرف ايه اللي بيناسبك يعني. تاني على حسب انت كنت ضيعت وقتك في ايه واستقريت في ايه يعني. انت لو قعدت تشتغل ديجيتال ديزاين وبعد كده اتخصصت سوفت وير انجينيرنج فده مجهود ضايع. شويه صغيرين يعني، بص احنا عندنا نتوركس، سوفت وير، ديجيتال ديزاين، امبيدد، الحاجات دي مش منفذه على بعد جامد فاهم؟ يعني
يعني الكومن ما بينهم قليل. فده ده معلومه ماساويه محتاج تعرفها مثلا في اولى عشان تعرف تحضر نفسك للمعلومه، انما لو تعرفها في ثالثه اول حاجه بتبقى الموضوع صعب شويه، بس يعني هنعمل ايه؟ تمام؟ هنبدا نخش بقى في انت محتاج تعمل ايه تكنيكالي لغايه لما تتخرج. قول. في شركات بتشتغل في المجال ده. انتشاره مش من انتشاره، انت ممكن تعمل ايه يعني لما عاوز تشوف اي مجال منتشر؟ خش على وظف، دور على تايتل اللي انت عايزه، قول مثلا جيم ديفلوبر، شوف كام شركه هتلاقيها في الريزلتس، فاهم؟ بتنزل شغل كل قد ايه؟ ده اللي يعني يخليك تعرف تقيس كده. ممكن تخش على لينكد ان وتدور على جيم ديفلوبر كايرو وتشوف عدد الناس اللي شغاله الشغلانه دي وكام شركه شغالين فيها وكده، ده يديك معلومه وانسايت عن السوق. تمام؟ بس هو النقطة ان انت دايما لو عندك، لو انت كويس في حاجة تعرف تشتغل. يعني الجيم ديفلوبمنت في الاخر لو انت بتحضر له انت بتعرف حاجات كتير في السوفت وير عامة، بتفهم اوبجكت اورينتد، بتفهم حاجات كتير قوي في الجيم في السوفت وير عامة، فانت اصلا حتى لو حضرت نفسك ليه وما لقيتش الشغل ممكن تلاقي شغل في حاجة تانية قريبة منه عادي. وتدور بعد كده على شغل تاني بقى، فاهم؟ دلوقتي هنتكلم على، انا هحاول ارستق في دماغكم شوية معلومات انتم محتاجين تعرفوها وتايتلز كده وايه لازمتها في الحياة. يعني داتابيز، داتا ستراكشرز، الجوريزم، اوبجكت اورينتد، ايه الحاجات دي وموقعها فين في السوفت وير عامه؟ تمام؟ بس هتكلم باسلوب ايه اللي هو انت محتاج تتعلم ايه؟ يعني انت محتاج النهارده تروح لو عايز خلاص تكمل سوفت وير تتعلم ايه؟ ايه الحاجات اللي تتعلمها؟ وايه اللي ممكن يبقى في الاول؟ ايه اللي ممكن يبقى متاخر وكده يعني؟ تمام؟ ماشي؟ طيب اول حاجه محتاج تتعلمها او مش اول حاجه يعني، يعني انا هقعد اقول لكم ايه اللي بيخلي السوفت وير ديفلوبر كويس. يعني انا لو حد جاي لي بسي في كده وفي اكبر عدد من الحاجات اللي جايه دي، كل ما في لازم حاجات من اللي جايه دي هبقى انا حابه. تمام؟ الدنيا ماشيه كويس ولا لا؟ يعني حد ملان؟ حد حاسس ان احنا اوف توبيك شويه؟ حد نركز في حاجه ثانيه؟ هبعت لكم السلايدز. طيب فاول حاجه محتاج تتعلمها حاجه اسمها الكوماند لاين. ايه الكوماند لاين ده؟ انا افتح تيرمينال واقعد اتعامل مع التيرمينال. عارفين ماتريكس وتقعد تكتب، عارفين الجو ده؟ حاجه زي كده. انت محتاج تعرف تتعامل مع التيرمينال. يعني ايه؟ يعني بدل ما تبقى ماسك ماوس وتتعامل مع الويندوز بالماوس، تبقى فاتح التيرمينال اللي هو حاجه زي كده. وبتتعامل من هنا، تعرف تعمل حاجات كتير قوي من هنا. تمام؟ تعرف تتحكم في السوفت وير من هنا. ليه؟ لانك ساعات بيبقى انت شغال هنا مثلا على الجهاز بتاع اللابتوب بتاعك، بتتعامل مع جهاز سيرفر موجود في مكان تاني. فانت عندك اوبشنين مثلا من طرق التعامل مع الحاجه دي. ممكن تتعامل مع الجهاز التاني عن طريق تيم فيور. عارفين تيم فيور؟ تفتح الشاشه بتاعته وتتعامل بقى بالماوس. ايه عيب حاجه زي كده؟ لاج كده، صح؟ في لاج، صح؟ بيبقى في لاج في انت محتاج سرعه كبيره قوي، محتاج تستريم جامد قوي، ومحتاج يبقى هو هناك مسطب ويندوز، صح؟ والويندوز ده انت شايفه كده. ساعات كتير ما بيبقاش انت ليك اكسس على الشاشه بتاعت اللي قدامك، انت ليك اكسس بس على البروسيسور بتاعه، انت تحتاج تعرف تكلم الاوبرنج سيستم بس انت مش شايفه. ففي الحالات دي انت بتحتاج تتعامل بالترمينال. انت مش الجهاز اللي انت بتتعامل معاه ده، مش انت مش شايفه، مش هتعرف تكونكت معاه بالتيم فيور. التيم فيور انا اشتغلت فتره على ابلكيشن ليه علاقه بالصور على جهاز بعيد، فكنت محتاج تيم فيور عشان اشوف الصور على الجهاز نفسه، او اجيب الصور عندي واتعامل بيها بعد كده ابلود. يعني كان الموضوع هيدك مش طبيعي. اولا النت في مصر يعني زباله، ثانيا انا محتاج اتعامل بالترمينال، محتاج اتعلم ازاي اكتب بالترمينال الكلام ده. تمام؟ فعشان تتعلم الترمينال ده محتاج تاخد الايه، في كورسين دول. الكورسين دول ممكن ياخدوا منك مثلا اسبوع ده لو انت، ومش محتاجين اي بريكوزيتس، انت ممكن تنزلهم وتتعامل بيهم يعني. ومحتاج تبدا تتعامل مع اوبونتو. اوبونتو ده اللي هو اللينكس ديستريبيوشن، من الحاجات المنتشره جدا في الشغل بغض النظر ليه، بس ممكن السبب الرئيسي اللي احنا قلنا عليه اللي هو ايه؟ يعني انت لما تيجي تتعامل مع السيرفر اللي انت حاطط عليه الويب سايت بتاعك او اي ريموت بي سي، محتاج تدخل تتعامل معاه بالترمينال. فانت محتاج تعرف تعمل كل اللي انت بتعمله بالماوس من خلال الترمينال. تكوبي فايلز، ترينيم فايلز، تفتح فايلز، تاديت فايلز، تكتب كود، كل الكلام تعمله من خلال الترمينال. تمام؟ فاللينكين دولت فيهم كورسات ممكن تخلصهم بسرعه، ودي حاجه هتريحك بعد كده. حتى لو انت في الاول حاسس ان هي غريبه قوي، اصبر شويه. تمام؟ وبعد فتره هتلاقي الكلام ده مهم.
فاغلب الشغل بيبقى محتاج تبقى يعني بتتعامل مع الـ مع الـ مع التيرمينال بشكل مريح، يعني انت مش حاسس بازمه، عادي جدا الموضوع بسيط يعني. تمام. في حاجه اسمها فيرتشوال ماشين، انا افضل لي ان انت تتسطب بدل الويندوز بتاعك ده اوبونتو او لينكس وتشتغل عليه، ابدا تحول حياتك لينكس عشان تجبر نفسك تتعامل معاه. تمام. لو يعني مش عارف والويندوز بالنسبه لك حاجه جميله جدا ومهم قوي، في حاجه اسمها فيرتشوال ماشين بيخليك تعرف تنزل اوبونتو بسهوله جدا على الويندوز. اوبونتو ده اوبريتنج سيستم تاني غير ويندوز، ويندوز ده اللي انا شغالين عليه ده، فاوبونتو حاجه تانية غير ويندوز بس شبهه يعني. كان في حد بيرفع ايده؟ قشطه. اي حاجه يعني، ما تستغربش وقت كتير في موضوع عشان انزل اوبونتو ولا ديبيان ولا، يعني ما دام كلهم في الاخر فيهم تيرمينال حلو يعني. وفي اصلا في ويندوز 10 خاصيه ان انت بيبقى عندك اوبونتو جوه الويندوز، سهله جدا يعني. لو حد مهتم بالكلام ده ممكن يبقى يسالني، هبقى ابعت له لينكات يعني. انا مش حاطط كل الحاجات هنا بس ممكن ابعت لكم بعد كده. انا حاطط لينكين هنا، انترو انستولينج ده تو فيديوز، ممكن لو حد مشي عليهم يعرف ينزل اوبونتو فيعرف يطبق الكلام اللي موجود في الكورسين دولت على عنده على الجهاز. تمام. ده اول حاجه. تاني حاجه، اي مشروع كبير، مشروع كبير في بتشتغل عليه محتاج تسيبه. يعني انت ايه، انت المشروع ده بيعدي بمراحل، انت كل مرحله بتخلصها محتاج تسيف فيرجن من المشروع ده وبعد كده تبدا تعدل عليه. ايه اهم معلومه محتاج، اهم معلومه تبقى محتاج تعرفها؟ ان الكاستمر بتاعك ممكن في اي وقت يبقى عايز البرودكت، يقول لك وريني ديمو مثلا. فانت دايما محتاج في اي لحظه من اللحظات تبقى ايه، بتعرف ترجع لنسخه شغاله. يعني دايما انت بتعدل في الكود وكده، بس الكود مش شغال دلوقتي، في مشكله مثلا بتحاول تحلها، بس عايز دلوقتي تشغل الكود، تعرف ترجع لاخر تسييفه بتاعتك بسهوله. تمام. فالسيفنج وكده مش زي الدوكيمنتس اوف الوردز، احنا مش بنسيف مشاريع سوفت وير، مش بنقوم جايين واخدين المشروع كده ونقوم جايين سيلكت اول وكنترول مش عارف حطه في زيب فايل وادي المشروع اهو، لا ما بنعملش كده خالص. لان الحوار ده ايه، لو المشروع بتاعك حجمه كبير انت بتسجل المشروع وبتعمل نسخ من المشروع كل شويه، ده حاجه سخيفه جدا. فانت هنا بتحتاج تعمل ايه؟ محتاج تسيف الجيت او الفيرجن كنترول، ده بيخليك تسيف بس التغييرات اللي بتعملها. يعني انا ضفت سطر هنا، فسيف ان انا ضفت سطر في السطر في المكان الفلاني. تمام. الفيرجن كنترول ده لما تيجي تتعلمه هتلاقيه غريب شويه، هتلاقيه سخيف قوي، لان انت لسه مش عامل مشاريع كبيره. انت مشروعك مثلا مشروع السوفت وير بتاع الاولى كهرباء ده كان فايل كاتب في حاجات كتيره بس كان في الاخر فايل واحد او فايلين يعني. لا انت في مشاريع ممكن تبقى بال 3000 فايل مثلا، مشروع كبير جدا. فانت محتاج فعلا تعرف ازاي تهندل التسييف بتاعه، وانك انت تعدل فيه ازاي، ولو حد هيشتغل في حته وانت تشتغل في حته تانية ازاي تقسم الدنيا ما بينكم من غير ما يبقى ده بيأثر في ده بشكل مختلف وهكذا يعني. فدولت كورسين مش كبار يعني، الكلام ده كلمه كورس في الحته دي ما تحسش ان هو حاجه هاخد كورس بقى ده انا محتاج ترم عشان اخلصه، لا. احنا عندنا بيبقى فيه كذا كونسبت، في كورس اللي هو بياخد منك فعلا ترم تخلصه، بياخد وقت كتير قوي. وفي كونسبت الكورس اللي هو ايه ده، انت بتتعلم طول خفيفه كده، لا هتخلص في يوم مثلا او يومين يعني. ممكن في اول تعلمك تلاقي بتاخد اسبوع منك عادي، بس بعد فتره تلاقي الحاجات دي بالنسبه لك انا هقعد النهارده اتعلم كذا النهارده، يعني هتلاقي الجمله دي بتتقال كده. تمام. فحضروا نفسكم للجو ده يعني، عشان انا هقول كورسات كتير قوي في الكام سلايد اللي جايين دول. تمام. انت محتاج قبل ما تخش في ده تكون خلصت الاولاني اللي هو التيرمينال، لان الجيت بيبقى اغلبه تيرمينال يعني. في حاجه اسمها جيت هاب، في حاجه اسمها جيت اللي هو التول اللي بتعلمك ازاي تسيف المشروع. جيت هاب بقى ده عامل زي السوشيال نتورك بتاعت المشاريع، اللي هو انا عايز اشير المشروع بتاعي للناس وبتاع، عايز اخلي ارفعه اونلاين وكده. فجيت هاب ده موقع انت محتاج يبقى عندك اكونت على جيت هاب ده، واي مشروع تعمله حتى مشروع كهرباء ترفعه عليه، لان هو كانه السي في بتاعك اللي فيه كود يعني، انت عايز توري حد كود بتاعك، فده الطريقه اللي بتوري حد الكود بتاعك بيها، انك يبقى عندك اكونت على جيت هاب، وهو ممكن يسالك على جيت هاب اكونت بتاعك، يقول لك فين الاكونت بتاعك، انا مش عايز اشوف الكود بتاعك. مش تبعت له بقى الفايل في الميل وكده، لا هتوري له الجيت هاب اكونت، هو يبص على الكود بتاعك زي ما انت عايز. وطبعا لو انت بتكونتريبيوت في مشاريع كبيره، في ساعات في سوفت ويرز كده احنا اللي بنعملها مع نفسنا يعني، ممكن اقول يا جماعه ما تيجي نعمل سوفت وير فلاني، يقول يلا بينا. طب هنعمله ازاي؟ هنرفعه على جيت هاب ونعدل فيه احنا الاثنين مع بعض. لو انت اشتركت في مشاريع زي كده ده بيبقى ليه ويت كبير قوي في السي في بتاعك، على حسب حجم المشروع بتاعك بقى. يعني مثلا في حاجه اسمها الاوبن سورس ديفلوبمنت. ايه الاوبن سورس ديفلوبمنت؟ ان احنا بنتفق ان ما يبقاش في ملكيه خاصه للسوفت وير معين،
احنا محتاجين سوفت وير احنا نعمله، ليه حد يعمله ويبيعه لنا؟ لا، احنا اللي محتاجينه نعمله احنا ونظبط فيه ونكستمايز سوفت وير ده على حسب احتياجاتنا. مثلا واحد شغال فوتوجرافر، فهو عايز يعمل سوفت وير ينظم زي بتاع ادوب كده، يقعد يعمل فلترز على الصور وينظمهم ويعمل اوبريشن معين على كل الصور دي، يشيل مثلا ريد اي لو انت مصور صوره فيها العينين محمره فيها، فانت عايز تعمل فلتر بيشيل العينين الحمراء دي، فانت مش عايز تشتري ادوب، مش عايز تشتري ادوب اللي هو الابلكيشن، انت عايز تعمل حاجه بديل الادوب بتعمل اللي انت عايزه ده، فنعمل هنتفق مع بعض ونعملها. مين اللي هيشترك في حاجه زي كده؟ سوفت وير ديفلوبرز حوالين العالم محتاجين نفس الاحتياج ده، كلهم شبهك يعني، او بيستفيدوا من الموضوع عشان هم بيعملوا يعني بشكل ما، بيستفيدوا من الموضوع باي شكل من الاشكال، فهيبداوا يعملوا السوفت وير ده ويحاولوا يطوروا فيه والكلام ده كله معايا. فان انت تعمل مشاركه في سوفت وير ضخم زي كده بيبقى علامه ان انت برنس في البروجرامنج، تمام؟ على عكس بقى انت جاي تقول لحد انا اشتغلت في مشاريع الكليه كلها، فاكس ايه مشاريع الكليه؟ ما كل الناس اشتغلت كده. انت جاي تقول انا اشتغلت في سوفت وير هو عارفه ان هو تقيل، وعارف ان المينتينرز بتوعه الناس اللي بيديفلوبوا في المشروع ده تقال قوي، ومش هيقبلوا اي حد يحط كود عندهم غير لو الشخص ده كويس. فاي حاجه بتفاليديت خبرتك بشكل وورلد وايد انترناشونال بتنططك في السي في جامد. يعني مثلا لو انت رحت انترنشيب في جوجل، ايه الميزه في كده؟ ان جوجل قبلوك، مش محتاجه افكر تاني يعني. يعني لو انت في اي علامه في السي في بتاعك بتقول ان انت في حد راجع على على عليك انت شخصيا، ومش حد ده تقيل، فده بيرفعك جامد قوي. تمام؟ انا هدي بريك دقيقه بس الناس تفصل بس فيها وبعد كده اكمل. اسمه ابورك، احدى مواقع فريلانسنج يعني. انا هنا عامل سيرش على فريلانسرز اللي هم بيشتغلوا فريلانسنج في مجال ايه؟ الفرونت اند. الفرونت ابورك، ابور مكتوب فوق. معلش، اب وورك، تمام. دي الناس، ودي الناس عاديه يعني، ناس مش قويه قوي يعني. الناس دي شغاله فرونت اند. فرونت اند انت ممكن تقدم في يوداس في وزاره الاتصالات، في دبلومه كده وزاره الاتصالات بتدعمها في يوداستي اسمها فرونت اند نانو ديجري، صح؟ في فرونت اند نانو ديجري ولا لا؟ في فرونت اند، صح؟ ده ممكن يقدم عليها هو طالب. لا سيبك من اي تي اي، بكلم يوداستي فيها نانو ديجري، تمام؟ يوداستي فيها فرونت اند نانو ديجري، مسموح تاخدها ببلاش، هي بمبلغ كبير يعني. شرط ثالثة؟ مش، ما اعتقدش شرط ثالثة يعني، لو في ثالثه يعني، فهتبقى انت عارف معلومه يعني. المهم انت لو قدمت في حاجه زي كده هتبقى عارف البيزكس اللي هم، او هتبقى عارف اغلب اللي هم بيشتغلوا بيه في الحاجات دي. فالناس دي تكسب ايه؟ الفرونت اند ده انت ممكن تقعد 3 شهور مثلا تبقى نسبيا فاهم اللي فيها يعني، يعني مش فاهم. وفي شغلانات كتيره بتشتغل فرونت اند بس، واعتقد شرباجي اللي هو قاعد في اخر المدرج ده اشتغل فرونت اند مع ناس بره مصر كمان. فالفرونت اند الى حد ما لو انت عايز اللي هو عايز حاجه خفيفه كده اقعد احط فيها وقت شويه وابقى عارف اشتغل، بغض النظر بقى ممله ولا مش ممله، ظريفه ولا سعيد اشتغل. فالناس دي بتكسب كام؟ الارقام اللي بتكسبها كام؟ بصوا كده، ده مثلا كسب 70,000 دولار، ده 30، ده فوق ال 30، ده فوق ال 100، وده مثلا سعر الساعه بتاعته 55، 10 60 80 200 5 مليون. ده بس دي شركه بقى، دي شركه، تمام؟ اللي بقوله لك ايه بس؟ ان انت تبقى عارف ان اي شغل هتبقى بتحب تفكر فيه غالبا هتلاقيه له فريلانسنج وهتلاقيه كتير، بس طبعا في منافسه، ومنافسه مش سهله خالص يعني، بس لو انت برنس هتلاقي شغل، تمام؟ دي حاجه محتاج تبقى حاططها في دماغك يعني. الويب اقرب حاجه يعني، بس في حاجات تانية ممكن تبقى فريلانسنج فيها، مثلا يعني الماشين ليرنينج مش ويب قوي بس في فريلانسنج كتير، بس مثلا امبيدد هاردوير والكلام ده تلاقي لا شركات اكتر يعني، فاهم؟ عشان كده انا بحب الناس تروح ناحيه الويب، بيفتح فرص اكتر يعني، حتى السفر اسهل في السكه دي من السكك التانية يعني. بس مثلا في شركات زي فاليو الناس تعتبرها محطه يعني، اللي هو اروح فاليو سنتين بعد كده اسافر فاليو المانيا بعد كده اشوف هعمل ايه بعد كده، تمام؟ اقعد اتلخبط بقى كل شويه كده. بريزنت اهي. طيب
فاحنا قلنا حاجتين، قلنا اول حاجه تتعلم كوماند لاين، تبقى عارف تكتب كود على تيرمينال. تاني حاجه تبقى بتتعلم جيت وفيرجن كنترول، وازاي تسيف المشروع بتاعك. تمام، الحاجتين دولت على جنب كده وما لهمش علاقه بالايه، يعني مش محتاج تبقى عارف حاجه قبليهم، ممكن تعليمهم على جنب كده، يعني خدهم على جنب كده، تعليمهم على ومش هياخدوا كتير يعني، وهيبقوا غراب في الاول وهتعود عليهم مع الوقت. مهم قوي تبقى فاكر اللي انا بقوله ده كتعليقات عشان احساسك وانت شغال ما تبقاش مستغرب، عشان انت ساعات ممكن تخش في سكه تلاقي تقيله قوي عليك على قلبك كده، فين الماوس يا عم، فين ايام ماوس وكنت بدوس كده وبتاع، ليه اكتب كود، ليه اكتب بايدي كده. فوانت بتفكر التفكير ده افتكر انا بقول لك ان هي هتبقى ممله في الاول، بعد كده تتعود عليها وتلاقي الدنيا بسيطه. تمام، عشان ما تحس بس ان ايه، ما تاخدش ان اللي حصل ده علامه ان انت مش مناسب ليك الكلام ده. اول حاجه محتاج تتعلمها لو انت متردد في القسم بتاعنا، خش كورس سي اس 50. هو هياخد منك وقت كتير، بس هيريحك قوي لو انت استريحت فيه وعملت الاساينمنتس. هيبقى صعب يعني، هو هيبقى صعب، بس انت لو عملت الاساينمنتس بنفسك، فكرت في الاساينمنتس وعملتها، ده دليل ان انت هتبقى برنس في المجال. ميزه الكورس سي اس 50 ان هو مغطي حاجات كتير قوي، يعني بصوا كده السلايد اللي جايه، هتتعلم في سي والجوريزمز وتعامل مع الميموري وداتا ستراكشرز واتش تي تي بي وديناميك بروجرامنج وبايثون واس كيو ال وجافا سكريبت. الحاجات دي كتير قوي يعني، الحاجات دي لو انت علمتها بس كده هتديك نبذه عن حاجات كتير قوي، فهتبقى مستريح وحاسس ان انت بدات تبقى اوير بايه شكل الشغل المختلف نسبيا. تمام، هو انترو كده، واللي مدينه هارفارد، جامعه هارفارد، والراجل اللي بيديه عالمي يعني، هتبقى مبسوط ان تسمعه، هتحس انك خارج مش رايح تحضر، هتحضر طبعا في الاول يعني، بعد كده تخش في العميق بقى بتلاقي ان مفيش خروج خالص. ما هو زهقت دي مش حلوه بقى، فاكرين لما كنت بقول انك تبقى فوكس لما تخش في حاجه تخلصها، هو ده اللي قصدي عليه. مش مشكلتي خالص، انا الاهم حاجه النقطه المهمه ان الـ ان الـ ان ده هو اولا عامل حسابه ان انت مش عارف حاجه قبل كده، يعني ما بيبداش معاك بان انت فاهم حاجه، فهو هارفارد وبادئين معاك من السكراتش، فهو مش هيقول لك حاجه غريبه، اللي هيقول لك فوت تفهمه. لو حاجه صعبه محتاج تفهمها، خد وقتك فيها، استوعبها يعني. واهم حاجه الاساينمنت ديزايند بشكل، هم يعني هم هناك بياخدوا وقتهم في ديزاين ايه اللي المفروض تعمله انت كطالب في البيت، بيفكروا فيه كتير قوي وبيحطوا فيه وقت وبيجربوا وياخدوا فيدباك ويعدلوا ويحسنوا وكده. عندنا احنا بنبقى الموضوع تجارب يعني، مش عايز اقول لك اول ما جيت ادرس كنت بجرب كتجارب غريبه يعني، الناس كانت بتعاني معايا. النتيجه ان انا ما بنقيسش قد ايه الناس استفادت، ما بنقيس قد ايه الناس ممكن تستفيد اكتر، ما بنقيس الحاجات دي منها، هم هناك الدنيا عندهم احسن شويه. فانت لما بترمي نفسك في كورس زي كده تبقى مطمن، انت فاهم انت عند الناس الثقيله، انت عند الناس الخبره اللي مش هيضيعوك ويريحوك وكده يعني. بس ما تزهقش بقى، مفيش حاجه اسمها تزهق، اصبر وايه واعصر نفسك ليمون وكمل. وانك تاخد وقت كتير قوي في حاجه ده معناه ان انت اتعلمت يعني، مش معناه ان هي مش معناه ان ده حاجه صعبه عليك، هو التعلم كده، هو سوفت وير لما تيجي تتعلمه يعني. مثلا في هنتكلم بعد ده بعد شويه، انت تقعد كتير قوي في المسائل عادي، وده طبيعي وده منطقي وده المفروض تعمل كده وانت عندك وقت يعني. مثلا احنا لما بنكبر شويه بنقعد نقول يا عم انا هقعد بقى في المساله فاكس بقى، انا كبرت بقى يعني، انا قدامي اسبوع عايز الحق اخلص فيه على قد ما اقدر. انما انت في الوقت المناسب ليك انك تاخد وقتك في المساله وتاخد وقتك في الحاجات دي عادي. تمام، فميزه الكلام ده ان هو هيديك انترو في حاجات كتير، تحس انك انت بدات تبقى كونفيدنت في نفسك في القسم، وعارف ايه، تبقى تبص على الحاجات كده وانت مستريح شويه، انت عرفت حاجات كتيره فيها دايفرستي، وده مهم يعني. تمام، فاول حاجه الحوار ده ممكن ياخد منكم وقت يعني، الكورس ده من الكورسات الثقيله يعني، انا قلت لكم من شويه دول كورسين تعلموا منهم جيت وجيت هب، ده يخلص في 3 ايام ولا حاجه لو انت قاعد بتتهرج يعني، فاهم؟ ده هياخد منك وقت يعني، ممكن ياخد شهر انت قاعد مركز او اكتر كمان، انت قاعد مركز ما بتعملش حاجه غير اللي هياخد منك شهر، هتخرج منه عايز تفهم، انا عايز اتفسح، عايز اشوف بحر بس، هياخد منك وقت. تمام، وممكن ياخد اكتر، ممكن ياخد اقل، على حسب انت قدره استيعابك عامله ازاي. تمام، بس لو عطلت فيه جامد قوي اعرف ان حسابات ممكن تكون صعبه يعني، لو لقيت الكورس ده اللي هو ايه يا جماعه ده مش فاهم اي حاجه، مش عارف احل اي حاجه، لا يبقى انت كده دي اشاره مش لطيفه. لو استراجلد في البتاع عادي مش مشكله، لو خلصت بسهوله يبقى انت كده ده حاجه تطمنك. تمام،
وغالبا ما حدش هيخلصه بسهوله يعني. يعني بس يعني دايما ما تخليش حد يساعدك في الاساينمنتس، حاول تحل الاساينمنتس بنفسك، ما تحاولش تدور على حلول ولا حاجه، حط اقعد اعصر دماغك لغايه ما تحل الاساينمنتس. ما فهمتش ارجع افهم تاني المحاضره وراجعها وارجع حل الاساينمنتس وهكذا. ده الكورس ده ملوش حل، بقول لك انتروداكتي جميل جدا يعني. عندك المحاضرات بتتصور والسكشن بتتصور، وفي بيدوا سيشنز في النص كده غريبه عن حاجات كتيره، فهو كورس انت ممكن تقعد فيه كتير قوي يعني. بس احنا عايزين تفهم المحاضره وتحاول تحل، ما عرفتش تبص على السكشن وخلاص كده، على قد على قد الكورس يعني. اللي عايز يستبحر بقى يستبحر، تمام كده يا جماعه؟ فدي اول خطوه. هتلاقوا في خطوات ريدندنت يعني، هتلاقي مثلا وانت بتذاكر الكورس ده في حاجات انت خدتها في اولى وكده عادي، مالناش دعوه، الكليه مالناش دعوه بيها خالص. احنا بنحضر نفسنا نبقى ناس قويه على مستوى عالمي، نعرف نقدم في شغل بره. فعشان نعمل حاجه زي كده محتاجين اي حاجه ندرسها نبقى فاهمينها كويس، عشان نبقى فاهمينها كويس محتاجين ناخد وقت وناخد مجهود، ولو الكليه مقصره في حاجه نكمل من بره. واحنا طبيعه كورسات الكليه حتى لو هي كويسه، كورسات الكليه حتى لو هي كويسه بيبقى فيها عيب ايه؟ ان هي ما بتديش في الدبس الكافي. يعني حتى لو الكورس معمول كويس، ديزاين الناس والقصدي عامه الكورس ليه ما بيتعمقش جامد قوي. يعني اي حته بندي فيها كورس محتاجين ندي فيها كورسين مش كورس واحد، احنا بندي فيها كورس عشان انت ما بتتعلمش كل حاجه، فدايما محتاج تكمل مع نفسك حتى لو كورس الكليه كويس، تمام؟ وبدات بدايتك بدري معناها ان انت ممكن تقسم المجهود ده على 4 سنين او 3 سنين، فتبقى مستريح نفسيا. على عكس بقى اللي هياجل ويستعبط ويجي في ثالثه حسابات يبدا يفوق متاخر، يلاقي فايته كتير فيبقى مضغوط، تمام؟ ف ده كده تالت حاجه. رابع حاجه، في حاجه اسمها داتا ستراكشرز والجوريزم، مهمه جدا تبقوا فاهمينها كويس، تمام؟ المفروض ان تطلع من هنا عارف ايه من هتبقى عارف سي، هتبقى عارف ازاي تفكر في حلول المشاكل، وهتبقى خدت انترو كده عن يعني ايه داتا ستراكشرز والجوريزم، تمام؟ وهتبقى عرفت يعني ايه الريكوست بتاع الويب بيحصل ازاي. يعني لما اقول مثلا فيسبوك وادوس انتر ايه اللي بيحصل، هيفهمك الريكوست بيروح وبيرجع، هيفهمك الكونسبتس عامه كده. بايثون ده اللي هنقول دلوقتي لازم بايثون ايه، اس كيو ال هنقول لازمتها ايه، فاكس الكلام على سي 50 ندخل في اللي بعد. الداتا ستراكشر انت بعد كورس اولى انت تبقى عارف ازاي تعمل الحاجه. يعني حد قال لك انا عايز اعمل ابلكيشن بيرسم لي مثلث فيه نجوم مش عارف بالشكل الفلاني، فتعملها عارف، تتقن استخدام الفور لوبس والواي لوبس والفانكشنز وكده، عارف يعني ايه فانكشن وكده. بس وانت بتفكر تكود ما بتفكرش تكود حاجه efficient، بمعنى انت بتفكر بس تعمل المطلوب منك. عمرك ما بتعمل، لو عملت الكود كده وطلع شغال ما بترجعش الكود تاني، الكود ده شغال خلاص صباح الفل اشتغل. يعني انت تلاقيه في كورس اولى في مشروع اولى لو عملت سبمشن والبتاع عمل صح، فاكس الكود بقى يعني الكود شغال كده زي الفل، كودي زي كودك زي كود احمد زي كود محمد وكده، ولا بيقيس حاجات تانية؟ الدكتور حازم بيقيس حاجه تانية صح؟ هو الفانكشناليتي بس صح؟ فانت بيبقى همك في كورس اولى الفانكشناليتي، انا عايز اعمل المطلوب بس، تمام؟ بس لما تيجي تستخدم سوفت وير كبير شويه على سكيل واسع بيبقى همك الفانكشناليتي والسرعه، ان كودك يبقى سريع. ليه؟ فاكرين اول جمله قلناها على حاجه جوجل دي اللي هو في كام صفحه بيتعامل معاها، في كام تويتر بتحصل في الثانيه. لو انا بتعامل مع لو انا كاتب كود مهمل وهو بيتعامل الحاجات دي غبي بيعمل حاجات مالهاش لازمه هيوطيء قوي. يبقى انا بحاول اعمل كلاود وبعمل انفراستراكشر عشان تساعدني اعمل بروسيسنج على الحاجات دي بسرعه، وجايب مبرمج بيكتب كود اي كلام وبيعطل الدنيا، ولا اجيب احسن مبرمج بيعرف يكتب كود سريع عشان يستخدم الريسورس بشكل كويس وهو في دماغه عارف انا ممكن احل المشكله دي بالطريقه دي وبالطريقه دي وبالطريقه دي وبالطريقه دي، بس الطريقه دي اسرع. فالداتا ستراكشر والالجوريزم بتخليك تعرف ايه طرق الحل المختلفه، وبدماغك تعرف الحل ده هيبقى سريع ولا مش سريع، ايه اسرع حل فيهم، بدماغك تعرف تانلايز الموضوع. ماشي؟ ايه فايده حاجه زي كده؟ انك تعرف تشتغل على سكيل واسع. دايما اغلب الابلكيشن مايكروسوفت فيسبوك اي شركه اصلا محترمه بتعمل شغل نظيف بتتعامل مع حجم نسبه كبير، تمام؟ عشان تعرف تتعامل مع حجم نسبه كبير ده محتاجه efficient software developers. عشان تبقى efficient software developer محتاج تتعلم ايه؟ الداتا ستراكشر والالجوريزم. فيبقى كده نربط كلمه داتا ستراكشر والالجوريزم بالسرعه والافشنسي. ماشي؟ يبقى انت لما تتعلم داتا ستراكشر والالجوريزم اتعلمت ايه؟ اتعلمت تكتب كود سريع وافشنت. الافشنت ده اللي هو في الميموري، ما يستخدمش مثلا ميموري كتيره. يبقى انت مهتم بان انت عندك 4 جيجا رام مثلا في اللابتوب صح؟ لو عامل كود غبي في استخدام الميموري ممكن تلاقيه بياخد رام كتير قوي، فبياخد رامات من
بقيه البرامج فبيبطئ الجهاز عامه، فانت محتاج تبقى بتستغل الرام كويس، ومحتاج تبقى بتعرف تكتب كود سريع، ده اهم حاجه. تمام. فهنا الموضوع ده ستراكشر الجوريزم ده لونج تيرم، بمعنى ان انت مش تيجي مثلا في الاجازه تقول انا عايز اتعلم ده ستراكشر الجوريزم هخلصها اخر الاجازه، لا انت هتقعد طول كاريرك بتتعلم فيه وبتطور نفسك فيه، بس يعني بعد فتره معينه تلاقي التعلم او الامبروفمنت اللي بيحصل لك ايه بدا يقل عن زمان، يعني كان ليرنينج كيرف عامل كده، اللي هو انت في الاول خالص بتتعلم بتزيد جامد، وبعد فتره المجهود اللي بتبذله كتير ده بيزودك حته صغيره قوي حته صغيره قوي حته صغيره، بس طبعا الحته دي بتظبطك يعني بتخليك تعرف تشتغل. وفي نقطه مهمه قوي، ان اغلب الشغلانات المحترمه لو انت مقدم مثلا تشتغل في حاجه بايثون باك اند في تويتر مثلا، هيقعد معاك يفحطك في اسئله في الحاجات دي، مع انه انت في الاخر بتشتغل بايثون، وليش عمال بيسالك في حاجات كونسبتس عامه وبتاع ملوش دعوه بايثون خالص، لان هي دي علامه ان انت راجل تنفع تشتغل على سكيل واسع. مايكروسوفت ايجيبت الانترفيو بتاعها بيبقى مثلا 3 4 ساعات انت قاعد بتسال اسئله في هنا بس، بغض النظر انت تشتغل جوه هتعمل ايه، يعني ملوش دعوه تعمل ايه جوه، المهم تبقى انت كويس في ده بغض النظر انت تعمل ايه بعد كده. تمام. فهو كانه بوابه للشغل يعني. تمام. علامه انت واحد كويس ولا لا. ماشي يا جماعه. فالموضوع ده لونج تيرم شويه، بتاخد ياخد منك وقت كتير وهتطول فيه، فابداوا بدري، كل ما تبداوا بدري كل ما يكون احسن. وساعات بيبقى ممل زي ما الراجل ده قال كده، في سؤال قعدت فيه 7 ساعات، ده ممكن يحصل بس يعني مش هيحصل كتير ان شاء الله يعني. تمام. بس انت محتاج تاخد وقتك في الاسئله دي. ده ستراكشر الجوريزم التطبيق عليها بيبقى عباره عن اسئله، يقعد يقول لك بازلز كده، يقول لك احنا عندنا مش عارف ايه، بنعمل ايه، ورايحين فين، وجايين منين، هنعملها ازاي، وانت تحاول تفكر في حل باللي انت اتعلمته يعني. فعايزين يعني لو عرفت تطور العاده دي يبقى كويس قوي، ان انت كل شهر بتخش كومبيتيشن اونلاين. ايه الكومبيتيشن اونلاين ده؟ في موقع اسمه كود فورسز، كل اسبوع مثلا بيعمل مسابقتين. ايه المسابقه دي؟ يقول لك في خلال الساعتين اللي جايين دول حل 6 مسائل دولت، يديك مسائل كده مكتوبه بشكل معين يقول لك حلها. انتوا دلوقتي جاهزين تحلوا بعض المسائل منها، يعني انتوا دلوقتي لو عارفين كورس اولى وكورس اعدادي تعرفوا تخشوا الكومبيتيشن تحلوا اول سؤال. اول سؤال بيبقى سهل، بس ممكن فيكم ناس تستراجل محتاجه تقعد يعني تطور نفسها عشان تحل اول سؤال ده، بس اغلبكم اظن ان هو هيبقى بيعرف يحل اول سؤال بس. تاني سؤال مش هتعرف تحله غير لما تذاكر ده ستراكشر الجوريزم. تالت ورابع وخامس وسادس سؤال ممكن ما تحلهمش خلاص في حياتك عادي، يعني ممكن تقعد حياتك كلها في سوفت وير اندستري اخر سؤال ده ما تعرفش تحله عادي. او اخر 3 اسئله مثلا مش مشكله. تمام. بس اول سؤالين في الكومبيتيشنز دولت هم علامه انك خلصت ما يكفي من علم الداتا ستراكشرز والالجوريزم. تاني كده، اول سؤالين هم لو عرفت تحلهم يبقى ده كده علامه ان انت خلصت مرحله كافيه في الداتا ستراكشرز والالجوريزم، ممكن تنقل على حاجه تانية. تاني كده الناس فهمت دي مهمه قوي. انت عندك كود فورس ده بيعمل مسابقه كل اسبوع مرتين او اكتر من مرتين كمان. المسائل بتبقى ليها اسامي، في مسائل اسمها A، مسائل اسمها B، مسائل اسمها C ودي وE وF، متدرجه من الصعوبه من الاسهل للاصعب. A ده اسهل حاجه، B بعديه، C بعديه، وهكذا. تمام. ف A وB A ده انت ممكن تحلها دلوقتي، ممكن تروح النهارده تفتح كود فورسز تبص على مساله A وتحلها عادي وتطمن على نفسك كده، تحس ان انت ايه سهل يعني. ممكن الراجل ده لسه فاتح ال ده موقع كود فورسز، شكله غريب شويه، هتحتاج تقعد فتره لغايه لما تتاقلم مع شكله يعني. ممكن تفتح البروبلم سيت تاب دي، وهنا انت ممكن ترتبهم. دي المسائل كلها، دي المسائل في مسائل المهوله، بص اوريكم كام مساله من 1 لغايه 43 صفحه من الكلام ده كله. تمام. انا هنا رتبت ازاي، بصوا انا عملت ترتيب ايه، الايه اخر كولوم ده بيعبر عن ايه، بيعبر عن عدد الناس اللي حلت السؤال ده على مستوى العالم، فكل لما السؤال يبقى حل ناس كتير يبقى المفروض يكون ايه سهل، بس فانت بتخش تقوم جاي مرتبهم ايه على حسب الاسئله. فاول هو هتلاقي الاسئله شكلها غريب قوي، تحسها فعلا فوازير يعني. نخش مثلا هنا يقول لك في مره كان الحر، الدنيا حر، فمش عارف بيت اند هيز فريند بيلي عملوا مش كده، فاهم، يقعد يحكي لك كده ويقول لك بقى ايه عايزين نحل مشكله معينه بتقابلهم. تمام.
ممكن حد يروح النهارده يحاول يتعامل مع الموقع ده كده ويحاول يحل سؤال عليه يعني. المفروض التابة دي الكونتست دي بتقول لك ايه اللي جاي، يعني ده اللي جاي مثلا يوم 27 اللي هو بكره في المسابقه دي، فانت ممكن تريجستر فيها. لو عملت ريجستريشن ايه اللي يحصل؟ هتعرف تخش المسابقه ليها ميعاد، بتقعد ساعتين تحل المسائل، خلال ساعتين تحلهم بعد كده خلاص ما تحلش. فهو بيعلمك تحل مسائل صعبه وفي وقت ايه؟ قياسي كمان. الموضوع ده انت محتاج تعمله على الاقل مره كل شهر على الاقل. يعني يفضل مره كل اسبوع، بس على الاقل مره كل شهر عشان تطلع مستريح نفسيا خالص وتطلع كويس وتبقى ايه مطمن يعني. مره كل شهر سهله صح؟ تقعد ساعتين كل شهر مره تحاول تحل. بس بعد ساعتين دول تحاول تشوف انت ما حلتش ايه، وتحاول تشوف حله المفروض يكون عامل ازاي، ايه اللي كان ناقصك وكده يعني. ده اللي هو المينيمم، يعني بقول لكم كده المينيمم، انت كل شهر ساعتين بتعمل الموضوع ده. ايه الماكسيمم بقى؟ ملوش ماكسيمم. هو انت يعني بيقول لك لغايه لما تتخرج وبعد ما تتخرج كتير هتقعد تحل في الحاجات دي. وممكن بعد 10 سنين تخرج ما تبقاش عارف تحل الحاجات منها عادي. تمام؟ في ناس عبقره بيدخلوا كده ليهم حلوا الكونتست دي مثلا في نص ساعه، وانت قاعد لسه في اول سؤال مش عارف حل اصلا تكتب فيه ايه. وهو حل قرا اول سؤال وحله قرا ثاني، مفيش بقى. الناس دي بتعقدك في الحياه. في جوائز بس ما تبقاش في دي بقى، في حاجات تانية. بس هو ميزه المجال ده هقول لك دلوقتي ايه. ميزه السكه دي ان انت لو قعدت تشتغل على كود فورسز كتير انت ليك سكور. كل ما بتحل اكتر كل ما السكور بتاعك يعلى. على ليفل معين بتلاقي شركات بتجيلك. بس ليفل معين يعني، فاهم؟ احنا كان عندنا في مصر هنا طالب من سنتين كان الاول على مصر على الموقع ده. كان حاجه ظريفه يعني. كان قبل ما يتخرج، طبعا الموقع ده عالمي يعني ممكن اي حد يخش فيه متخرج بقاله 20 سنه مش مشكله يعني، ممكن اي حد يدخل في المسابقات دي. هو كان الاول على مصر من قبل ما يتخرج، فده كان حاجه ظريفه. هو ده شغال بره يعني، يعني هو من اوائل الناس اللي سافرت بره مصر. يعني اتخرج 2019، سافر في نص في اخر 2019 في شركه بره في هولندا، كانت شركه ظريفه يعني، ورجع مصر عشان ظروف شخصيه يعني. بس اصلا ان هو المجال ده الانفستمنت فيه ما بيضيعش لو انت مكمل سوفت وير ديفلوبر. ناس معايا؟ مفهوم ولا ايه لازمه الكلام ده؟ حد يخص لي كده احنا قلنا ايه؟ ايه لازمه السكه دي؟ بس قصدي انت بتتعلم منها ايه؟ تكتب كود سريع بالظبط كده، تمام؟ طب انت هتتعلم ازاي بقى؟ عندك اللينكين دولت. اول واحده اسمها سان دييجو كورسيرا سبيشال، ده 6 كورسات وكل كورس هياخد منك وقت حلو يعني على الاقل مثلا اسبوعين مثلا. تمام؟ الكورسات دي اخف من كورس سي اس 50. سي اس 50 ده الوحش. الكورسات دي خفيفه. تمام؟ يا اما تاخد الاولانيه يا اما تاخد الثانيه. انت محتاج تخلص على الاقل سبيشاليزيشن واحده من اول لاخر عشان تبقى ضامن ان انت لميت الدنيا. اول واحده دي مع انها الشرح فيها مش احسن حاجه، بس ميزتها ان هي فيها كميه اسئله تحلها بايدك هتعودك على كود فورسز. يعني لما تخلصها كده تحس ان انت ايه، انت اوريدي خلاص بقيت بتعرف تحل ايه وبي يعني، اللي هو التارجت بتاعنا يعني. تمام؟ ستانفورد الشرح فيها عالمي، ستانفورد يعني. بس عيبها ان هي غالبا ما فيهاش مسائل كتير تحلها، فانت بتتعلم مبسوط وبتاع والراجل انت مبسوط منه، بس في الاخر ايه؟ ما بتتعلمش جامد قوي. طبعا الحاجات دي في ناس فيكم ما يعرفوش، لو دخلوا على اللينك على طول هيلاقوها بفلوس. فانت ممكن تقول لهم انا في مصري ومش غلبان وكده بيديها لك ببلاش. تمام؟ وفي الكورس الاخير ده اللي هو في اللينك تحت خالص ده، ده كورس على اي دي اكس معمول من الناس اللي بيكسبوا المسابقات العالميه في المجال ده. هم ناس بقى ما لهمش حل، هم العباقره اللي بيحلوا 6 مسائل دول في 3 ثواني كده. فده برضو انت ممكن تبص عليه يعني كده كحاجه تستزيد بيها يعني. الموضوع ده فيه مسابقه ريجنال، في مسابقه على مستوى مصر والعالم العربي وكده اسمها اي سي بي سي اللي هي اول لينك دي. دي مهمة تبقى بتحاول تخش فيها. المسابقات دي دايما المسابقه بتقول انت حلو بالنسبه لمين يعني. دايما لو انا جيت في السي قلت ان انا بقيت الثاني على الدفعه، ايه ميزه الكلمه دي؟ ان الشخص اللي بيقرا بيقول بغض النظر هو جاي منين، بس هو احسن من اللي كان حواليه. تمام؟ دخلت ريجنال كومبيتيشن وطلعت الثالث، اكيد مش اي حد بيخش كومبيتيشن، فمعنى ان هو دخل كومبيتيشن اكيد الناس اللي داخلين معاه دول ما بيهرجوش، وان هو يطلع الثالث عليهم ده حاجه ظريفه. فدايما الكومبيتيشنز بتتكلم عنك اكتر يعني، من الحاجات اللي بتتكلم عنك زي ما احنا قلنا من شويه ان انت لو عندك حاجه بتفاليديتك فالكومبيتيشنز بتفاليديت السي في بتاعك يعني. فلقيت واحد صاحبي كان هو دخل مسابقات بسيطه جدا بس كان بيجيب فيها مراكز كويسه.
السي بتاعه كده حلو تلاقيه يعني على جنب كده فيرست في مش عارف ايه، سكند في مسابقه كذا، ثيرد في مسابقه. الكلام ده احسن بكتير قوي من تقول انا عملت مشاريع ورحت فين، يعني مسابقات بتفرديتك يعني. طبعا دي يعني مسابقات اللي هو قالها دي مش عالميه ومش معروف، دي مسابقات معروفه بقى، يعني لو قلت انا في كذا كنت كذا خلاص مش محتاج تتكلم تاني. تمام؟ فانتوا كلكم محتاجين تخشوا، تحاولوا تخشوا في الاي سي بي سي دي. دي حاجه ليها تقديمات كده في كل جامعه، وبيطلع تيمز من كل جامعه بيسافروا حاجات زي كده يعني. طبعا يعني بيبقى فيها كذا مرحله يعني. الاي سي بي سي دي اللي هي الارب اللي هو على مستوى العرب. اللي تحتها الاي سي بي سي دي الانترناشونال. طبعا التارجت الاساسي الاي سي بي سي. بس يعني مش لازم يعني، لو ما دخلتهاش انت مش متدمر، بس لو دخلتها انت ايه نسبيا انت بتنافس عالميا يعني. تمام؟ كل جامعه بيبقى فيها يا اما معيدين يا اما طلبه يا اما خريجين مهتمين بالمسابقات دي وبيتابعوها وبيحاولوا يعملوا تيمز ويدربوهم وكده يعني. فانتوا محتاجين لو هتكملوا في حسابات تبقوا عارفين مين اللي في الجامعه عندنا ليه علاقه بالموضوع ده. في واحد اسمه احمد فتحي بيعمل فيديوهات، ده مالناش دعوه بيه. في واحد اسمه احمد فتحي تاني بقى بتاع مسابقات، ما بيتكلمش كتير على السي سي نولج، بس مهم ممكن توصلوا له يعني. يعني اساله كده مين يا جماعه هنا في عين شمس بيعمل الكلام ده، هيجيبوا لكم ناس. تمام؟ ميزه السكه بتاعت الداتا ستراكشرز والالجوريزم دي زي ما قلت لكم الناس بتسافر بسهوله جدا. اي شغل بره بتقدم عليه بتعرف تبرفورم كويس في الانترفيوز، لان دايما بيبقى في انترفيو له علاقه بايه، بالسوفت بالداتا ستراكشرز والالجوريزم. تمام؟ والشركات والريكروترز، الريكروترز دول ناس بتحاول تهانت ناس توديهم للشركات. بيروحوا ورا الناس اللي بيبرفورموا كويس في المسابقات دي، فلو انت عملت كويس في المسابقات دي فانت ايه؟ هتعرف تشتغل في شغل كويس يعني. خريجين 2012 كان هم اللي بداوا الصيحه دي عندنا. هو الكلام ده قديم جدا يعني، من ايام دفعتي 2011 كنا بنشتغل، كان في ناس من دفعتي بس قليلين قوي. 2016 هم الدفعه اللي بداوا ينشروا الكلام ده جامد، وبدا الناس تهتم بيه اكتر في الجامعه عندنا يعني. فبس هو اوريدي مهم، بس احنا ما كناش مدركين كده يعني. تمام؟ واكتر ناس كانت مهتمه بالحاجات دي في 2016 اول ما اتخرجوا اشتغلوا في شركات بره مصر، يعني بقى سهل يسافروا يعني. تمام؟ فالكلام ده مهم جدا ان شاء الله يعني. زي ما قلنا كود فورسز كومبيتيشنز فيها اسئله من ال اي. ايه اسهل حاجه، ايه اصعب حاجه انت محتاج تحل اي وبي بس. يعني انت او عشان تبقى مطمن كده قبل ما تتخرج، انا بعرف احل اي وبي ولا لا؟ بعرف خلاص انا كده يعني ايه، انا مطمن على نفسي، انا في الناس الكويسه. ما بعرفش محتاجه انفست اكتر. طب بعرف وعايز بقى الموضوع عاجبني، كمل لغايه لما تعرف تحل سي ودي واي واف وكده. الموضوع مش عاجبك يبقى انت معاك المينيمم اللي يخليك تعرف تكلم حد في المجال ده. يعني لقيت الموضوع لا في الاخر مش عايز اقضي حياتي في الفوازير الغريبه دي، خلاص انا اي وبي دول كفايه كافيين ابدا حاجه ثانيه. الناس معايا؟ اي لغه؟ ممكن مثلا نقول ان اي وبي دول المينيمم، انك تبقى بتعرف تفكر الجوريثميكلي يعني. وانت اكيد في الامبيدد ممكن تكتب حاجه فيها تفكير يعني. ايه؟ السوفت وير محتاج اكتر سي مثلا يعني عشان تبقى مطمن، بس انت قوي بيه تعرف تقدم وتتكلم مع الناس كده يعني، فاهم؟ بس انت لو هتسافر على حاجه بتستغل الموضوع انت محتاج تظبط نفسك فيها. لو انت شغال هتشتغل في حاجه كده يبقى ليه تكتفي عند ايه وبي بس، فاهم؟ انا برشح انك تانفست في لغه معينه في الحوار ده، سي بلس بلس مثلا في الكومبيتيشنز. عايز تتعلم لغه معينه اقعد تحل بيها مسائل، كل ما تحاول تحل بيها مسائل اكتر كل ما تتعلم اللغه اكتر. فالسي بلس بلس لغه حلوه، بتوري بتدخلك جوه تفاصيل البي سي كده، وتكتب كود لو ليفل بيعلمك حاجات كتيره. بايثون برضو مهم. تمام؟ انا دايما بريكومند تتعلم لغه سي بلس بلس وجنبها لغه سكريبتنج مثلا سي بايثون. اشمعنى سي بلس بلس؟ عشان انت بتذاكر سي بلس بلس، بتمتحن في حاجات سي بلس بلس كتيره في الكليه. لو ما كناش بندرس في الكليه حاجات ليها علاقه باللانجوج ديبندنت كنت اقول لك لغه ثانيه غير سي بلس بلس، عشان هي شغلها في مصر مش كتير قوي يعني. جافا وسي شارب ممكن يبقوا احسن كهاي ليفل لانجوج يعني، بس سي بلس بلس برضه حلو يعني. سي بلس بلس، جافا، سي شارب، هم الثلاثه كده ايه ممكن نحطهم في بطاقه واحده، تعلم واحده منهم. تمام؟ او لو اتعلمت واحده منهم الباقيين سهلين. تمام؟ قبل ما تخش في سكه الداتا ستراكشر دي تعلم اي كورس خفيف، سي اس 50 مثلا. مش خفيف يعني، قصدي تعلم بيزكس البروجرامنج يعني، فور لوبس وايل لوبس وكده، تبدا تخش في الداتا ستراكشر يعني. انت دلوقتي لو خلصت كورس اولى او اعدادي تقدر تخش في الداتا ستراكشر. حلو كده؟
جنب الـ جنب السي بلس بلس والحاجات دي انت محتاج تتعلم لغه سكريبتنج. ايه الفرق بين السي بلس بلس والبايثون؟ السي بلس بلس صعبه، البايثون سهله. ايه الميزه في كده؟ ان انت في البايثون عايز تعمل حاجه معينه ممكن تعملها في ساعه، في السي بلس بلس تعملها في يوم. فانت في حاجات كتيره، طب على حساب ايه؟ السي بلس بلس بيبقى سريع جدا، تقدر تكتب بيه كود سريع قوي، بيبقى احسن اسرع بكتير من بتاع بايثون. بس انت في اغلب الاحوال بتبقى بتكتب كود اصلا كده كده تافه، مش محتاجه يبقى سريع، هو كده كده في بايثون يبقى سريع. فليه تروح للسي بلس بلس لو ممكن تعمل اللي انت عايز تعمله ده في بايثون بسهوله؟ تمام. فبايثون لغه هتبقى محتاجها على جنب كده، تلاقي كل لو انت عايز تعمل حاجه جت في بالك كده طقت، خش في بايثون هتعملها في ساعه مثلا. سي بلس بلس ممكن تلاقيه اصلا ممكن تاخد منك شهر، لان بايثون بيبقى فيه لايبرز كتير جاهزه بتساعدك في الحاجات دي. تمام. فحوار بايثون ده هيخليك مور برودكتيف، عايز تفكر في اي حاجه عايز تعملها تعرف تعملها بسهوله بايثون، وهيخليك مور كونفيدنت، تعرف تعمل حاجات كتيره. انت في سي بلس بلس تقعد تتعلم كتير وفي الاخر تلاقي نفسك بتعرف تعمل مثلث على شكل نجمه. يا جماعه ده انا عايز اعمل حاجه اصعب من كده شويه، يعني مش هقعد اتعلم سنتين بروجرامنج وفي الاخر ابقى ده اخر يعني. او تعمل المشروع بتاع اولى ده اللي هو جاي لك بس شويه تكست كده بتحاول تعمل، يا خرابي يا جدعان، تكتب كود بقى وتقعد اسبوع بتحاول تخلص المشروع مش عارف. ولو جيت تروح بايثون تتعلم هتلاقي نفسك ممكن تخلص المشروع ده مثلا في 3 ثواني مثلا. يا جماعه ده حاجه بسيطه يعني. فهو بايثون بتديك قدره البروتوتايبنج، ان انت تعرف تعمل بروتوتايب لاي حاجه، عندك فكره عايز تعملها يلا بينا يا جماعه بايثون هعملها. تمام. انا برشح السبيشاليزيشن اللي موجوده فوق دي اللي هي انتروداكشن تو سكريبتنج ان بايثون، دي على كورسيرا، دي انا خلصتها في 4 ايام، 4 كورسات. انت ممكن تاخد وقتك فيها بس بقول لك يعني ايه، كان كمقياس تبقى عارف بعد كده انت ممكن لو اتعلمت كويس تبقى بتخلص الكورسات دي في قد ايه يعني. هو الكورسات دي انت ممكن تقدم فاينانشال ايد فتقعد 15 يوم تستنى الكورس، وممكن تقول له انا هخلصها في اسبوع، انا عايز اجرب. في حاجه في الكورسات اسمها ترايل، بيديك اكسس على الكورسات 4 اسبوع. فانا قلت انا هخلص الكورسات دي في ايه، وانا بجربهم يعني. فدخلت وخلصت الكورسات في الاسبوع دوت. فاللي اقصده ايه بس، ان انا مش بحاول اتنك عليكم يعني، مش بحاول اعلي عليكم. انا بحاول اقول لكم ان انت بعد فتره هتلاقي نفسك لما تيجي تتعلم كورس بتعلمه بسهوله يعني. الموضوع بعد فتره بيبدا وقته يقل قوي. مين تاني كان عايزه؟ لا بايثون ده انا اتعلم كل هو ده انتروداكشن اصلا. بايثون دي لغه تافهه تتفاهم، ده انت مش هتتخيل، هتندم على حياتك كلها اللي في سي بلس بلس دي. لا 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 عادي، مش عارف، ممكن يكون هو كان عنده وجهه نظر معينه بس انا مش شايف ان هو وجهه نظر سديده يعني. عادي ممكن بايثون لغه عامله زي سي يعني، عادي ممكن يعني تتعلم تبرنت مثلا، يقول لك اكتب برنت هلو وورلد. هي الميزه في بايثون كده، ان انت سي عشان تكتب فيها هلو وورلد بتعمل ايه؟ هاش انكلود اس دي اي او فويد مين، افتح قوس اقفل قوس اكتب برنت اف واعمل برسنتج اس صح؟ فانت الكلام ده بيخضك في الاول، ايه فويد دي؟ وتسالهم في الاولى ايه فويد دي، او في اعدادي يقول لك هنعرفها بعدين. فتلاقي نفسك يعني فاهم يا جماعه اللي انت مش عايز تستوعب اللي انا انت ما تحفظنيش الكود يعني. ففي بايثون مثلا لو قلت لك اطبع هلو وورلد هتعمل ايه؟ هتكتب هتفتح كود كده تكتب برنت تفتح قوس تكتب هلو وورلد تقفل القوس بس كده. اه بس كده. فده الفرق بين بايثون وسي بلس بلس. بايثون بتلغي كل حاجه ملهاش معنى تكتبها وملهاش لازمه عشان تخليك تعرف تعمل حاجه بسهوله. فميزه اللغات اللي زي بايثون ايه؟ انك ممكن تتعلم كونسبتس فيها بسهوله. السي بلس بلس مليانه تفاصيل. لو انا جيت اعلمك عايز اعلمك حاجه واحده بس بالسي بلس بلس، ممكن اكتب كود مهول عشان اعلمها لك. فانت محتاج تفهم الكود المهول ده كله عشان تفهم المعلومه في النص. انما في بايثون انا اعرف اديك المعلومه بس اقول لك المعلومه اهي فتفهم. فانت لما بتروح بايثون بتعرف تفهم الكونسبت بشكل اسهل. الفور لوب مثلا في بايثون تعليمها اسهل بكتير من سي بلس بلس. طب ليه احنا ما بنعملش كده في الكليه؟ حد عنده فكره؟ ليه ما بنديكوش بايثون قبل سي بلس بلس؟ يعني احنا المفروض نديك بايثون في الاول عشان اصلا الناس اللي غيرنا اللي هم مدني والناس دي هم اللي بيرجعوا يستخدموا بروجرامنج يعملوا كده ليه؟ عايزين ينجزوا حاجه في شغلهم صح؟ سي بلس بلس دي يقعدوا سنتين فيها عشان يعرفوا يعملوا الحاجه البسيطه اللي هم عايزين يعملوها، بايثون يعملوها بسهوله جدا. فاحنا مش بندي بايثون عشان مكسلين نغير المنهج. دي اول معلومه ايه عشان تعرفوها من الكليه وحاولوا تستوعبوها كده بايه صدر رحب وبتاع.
سنين، بس لا بس انا برضه قبل ما كنت مسكين الناس فرض عليا ضغطه على معاملين كتير. مش عارف انا يعني، انا بقول لك الناس يعني عامه اتصالات مدني، الناس دي كلها بيكلموني بيبقوا عايزين يعملوا حاجات، كلهم بيشتغلوا بايثون او ماتلاب. انتحار سي بلس بلس وسي بالنسبه لهم دي انتحار، لان هو عشان يعرف يكتب كود فيها كويس محتاج يتعلم حاجات كتير قوي. الحاجات دي جاهزه في بايثون، ما بيحتاجش يفهم تفاصيلها. في سي بلس عشان يستخدمها محتاج يفهم تفاصيلها، فاهم؟ بس برضو يعني ايه الدكتور اللي قاله ده اكيد عنده وجهه نظر يعني. ف هتخلص انتراكشن تو سكريبتنج في بايثون، بعد كده تخش على على اليوتيوب تسيرش على بايكون. عايز تطور نفسك في بايثون خش على حاجه اسمها بايكون. بايكون ده اللي هو ايه، بايثون كونفرنس، تعمل كل سنه، كل سنه في مثلا 3000 محاضره في الكونفرنس ده، مش 3000 يعني مثلا 300 محاضره مثلا، كميه بقى خرابي على كميه المعلومات اللي موجوده بقى. يعني انت لو خلصت بس كونفرنس منهم هتحس انك بقيت مازنجر كده، كميه الحاجات اللي تعرف تعملها مش طبيعيه. لو خلصت كونفرنس زي في سي بلس بلس برضه تفضل تعمل المثلث اللي فيه نجوم ده. مش هتلاقي نفسك اتطورت على الليفل ده جامد يعني. فالسي بلس بلس محتاج طولة بال شويه. ما بقولكش ان بايثون تغنيك عن السي بلس بلس، بس بقول لك روح للسي بلس بلس وانت عارف انت محتاجه ليه. سي بلس بلس بتاع بيرفورمانس، بتاع سيستم ديفلوبمنت وكده، يعني ليه ابلكيشنز، ليه الاوبونتو ويندوز ما بيتعملوش ببايثون. دي حاجات محتاجه تبقى افيشنت قوي، محتاجه تبقى بتاكسس اللو ليفل جامد. بس انت مش هتتخرج تعمل، مش هتخرج تعمل ويندوز يعني، هتخرج تعمل حاجات تانية. فانت ممكن تلاقي نفسك اصلا مش محتاج تتعلم سي بلس بلس، وكل شغلك في الحياه كان ممكن تعمله بايثون وكان هيبقى ظريف ولطيف، بس انت بتعمله سي بلس عشان احنا متعودين نعمل كده. انا على فكره دي مش شرط تبقى بعد ده ستراكشر، دي حاجه على جنب. احنا في الحاجات دي اغلب الحاجات دي على التوازي يعني. لو انا ما قلتلكش ده عشان تتعلمه محتاج ده قبله، يبقى الحاجات دي كلها ممكن تبدا في اي وقت. ماشي، ده كده انت اكتفيت من ده ستراكشر، فانت محتاج تخلص بقيه الحاجات. احنا قلنا انت واحد، انت احنا بنقول لك احنا الحاجات دي كلها محتاج تتعلمها قبل 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 ثالثه عشان تعرف تجيب انترنشيب مثلا. هكمل لسه في كلام هيجي. طب اكمل وبعد كده لو في حاجه متلخبطه نجمعها. قول ما هو انا الستبس بقول لك، لو دي حاجه معتمده على حاجه بقول لك كده دي الاول. دلوقتي انا بقول لك اول حاجه احنا من اللي احنا قلناه كده، ايه اول حاجه جت في بالك نخلصها؟ وايه تاني؟ وسي سيفتي صح؟ هل انت حاسس من كلامي انك المفروض تبدا بايثون دلوقتي؟ ولا قلت لك ابدا سي سيفتي الاول؟ بس فان سي سيفتي هو اول خطوه، بعديها عندك اوبشنز كتير. انت عارف انك محتاج تخلص الحاجات دي كلها قبل التخرج او قبل ما تبدا تقدم على انترنشيب. هتخلصها امتى؟ انت وذوقك يعني. ما هو في حاجات مش معتمده على حاجات، مش لازم اقول لك، مش لازم اجبرك على طريق معين، فاهم؟ انا عايز اريحك واقول لك دي بعد كده، دي بعد كده، دي بعد كده، دي بس الناس مش اسطمبه. انت ممكن تلاقي نفسك استريحت لحاجه معينه تبدا بيها اكتر من حاجه ثانيه، فاهم؟ بس عارف ان في حاجه انت لازم تخلصها. فانا بفهمك ايه اللي لازم تخلصه وايه اللي هو معتمد عليه، وانت بقى مع نفسك في يعني انا بحاول استراكشر دماغك بحيث تبقى بتعرف تتصرف مع نفسك اكتر ما انا بقايل لك امشي ازاي بالظبط، فاهم؟ ما اعرفش انا نجحت في كده ولا لا، بس لسه كمل. كل الكورسز دي بيزكس اه بالظبط كده، لسه الاحباط لسه قدام شويه. تمام. الاوبجكت اورينتد بروجرامنج بقى، انت لما بتتعلم سي وكده بتتعلم برضو، قلنا اول حاجه بتتعلمها في اللغه ايه؟ انك تعرف تعمل حاجه. عايز اعمل حاجه معينه اعملها ازاي؟ هعملها كده. طب هل ده احسن طريقه؟ لا مش عارف، انا بعرف اعملها، انا مش طلعت حاجه شغاله. قلت له اه خلاص انا كده، انت المفروض تبقى مبسوط. انت قلت لي عايز حاجه بتعمل كذا، عملت لك حاجه بتعمل كذا، ده اخرك تطلب مني. تمام. بس بقى في الشغل انت بتحتاج تضيف على الحوار ده حاجتين. اول حاجه قلناها ده ستراكشرز، انك تعمل الحاجه دي بشكل افيشنت، انك تبقى كاتب اسرع كود بيعمل الحاجه الفلانيه. تمام. تاني حاجه بقى بتهتم بتنظيم الكود. ليه الكود محتاج يبقى منظم؟ عشان الكود بيبقى كبير. انت لما تيجي تكتب مشروع بتبقى المشروع ده بيبقى كبير، فايلات كتيره، فانكشناليتيز مختلفه كتيره قوي، فانت دايما بتبقى محتاج تكتب الكود ده بطريقه مفهومه لغيرك، يعني انت تعرف تكولابريت فيها مع غيرك.
فهنا بيجي لازمه الاوبجكت اورينتد. الاوبجكت اورينتد بيعمل ايه؟ بينظم لك الكود. بتعرف من خلاله تنظم الكود بطريقه اولا تعرف تغير فيه بسهوله، ما تبقاش كل لما يحصل لك ريكويرمنت تشينج، وده بيحصل كتير، الناس بتغير رايها، بيبقى عايز حاجه فجاه بيعوز حاجه ثانيه، فانت محتاج تبقى بتكتب كود بشكل معين تعرف تغير فيه بسهوله، تعرف تضيف حاجات، تعرف تشيل حاجات من غير ما الكود يقع. تمام؟ فهنا انت بتفكر اكتر مش في الافشنسي، انت بتفكر اكتر ان لو حاجتين مثلا مش معتمدين على بعض ما يبقاش ليهم اي علاقه ببعض في الكود. لو انت عارف ان دي مش معتمده على دي ما تبقاش حاطط لينكات بينهم في الكود. ليه؟ لانك تفترض مثلا دي هتحتاج تغيرها، دي ثابته ما اتغيرتش مش متاثره، ما يبقاش في ديبندنسي ملهاش لازمه. فانت بتفكر في دايمنشن تاني خالص غير الافشنسي وكده. ومهم برضو الدايمنشن ده لما بتبقى كويس فيه بتعمل ايه؟ بتكتب كود، انت عملت كود اهو، واحد غيرك يبص على الكود ده يفهمه بسهوله، يعرف يعدي عليه بسهوله، كل الحاجات تبقى سهله، الدنيا واضحه وفاهم الدنيا رايحه فين وجايه منين. على عكس مثلا لو انت لسه متخرج وبتكتب كود بقى، وانت اللي بتقرر تكتب كود ازاي، مفيش حد بينظم لك الدنيا وكده. البس بقى. يعني انا رحت تريننج في فاليو، في اول ما اتخرجت كنت شغال في مشروع كان كود كبير قوي 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 قوي، يعني كان مثلا فوق ال 70,000 سطر ولا حاجه، وكان في ايرورز، كان ما كانش كود شغال، وانا بحاول اشوف الايرورز دي فين. الموضوع كان صعب قوي ومرهق ذهنيا وعصبيا وكل حاجه. ليه؟ لان المشروع ده كان معمول من حد لسه متخرج، فهو مش منظم حاجه، يعني مش منظم الدنيا قوي، مش كاتب الكود بشكل ديزاين كويس وكده. فغيره لما يجي يكتب فيه، او هو شخصيا لما يجي يعدي عليه بعد شويه بيبقى ناسي، مش فاهم ايه ايه ده، ايه الايه ده، ليه الفاريبل ده اسمه ايه ده، بتاع ايه ده، هو مش فاهم حاجه. فاهم؟ فانت السكه دي من السوفت وير بتحاول تخليك تتعلم ازاي تكتب كود ريدبل مينتينبل، غيرك يعرف يعدل عليه، انت تعرف تعدل عليه. تمام؟ في شويه مفاهيم كده، الكلام ده مهم جدا، يعني ده بنفس اهميه ده ستراكشرز والجوريزم. تمام؟ محتاج تبقى فاهم يعني ايه انهيرتنس، يعني ايه بوليمورفيزم، يعني ايه ابستراكشن، يعني ايه انكابسوليشن، وفعلا فاهم هم ملازمتهم ايه في الحياه، مش فاهمهم ككونسبت. مش هقول لك ايه دايما الناس بتتعلم عندنا في الكليه الحوار ده كانهم بيصموه كده. ليه بيحصل كده؟ عشان انتوا بتعرفوا الاوبجكت اورينتد بروجرامنج ده في اخر كورس اولى، وبتاخدوه كده كايه يعني، ها في حاجه اسمها كلاسز، ايه الكلاسز دي؟ بتتكتب كده بس كده. اه فانت بتاخده في اخر كورس معين كده، تبقى مش مستوعب، تحس ان هو بيخلي الكود بتاعك اطول، وايه برايفت وايه باب، ليه اكتب الحاجات دي؟ ما كنت بكتب كل حاجه في كل حته وجلوبال فوق وبتاع، الدنيا ظريفه. فانت كان الاوبجكت اورينتد ده كبسوله المفروض تاخدها على بعضها. اللي بيحصل عندنا فوق ده ايه؟ انا بديك اول حته منها، فايه اللي بيحصل؟ فانت بتاخدها مش مقنعه قوي، يعني ما بتحسش ان هي ليها لازمه قوي، وما بتبقاش فاهم فايدتها قوي، بتقعد من اولى لثالثه بقى لغايه لما تبدا تتكلم عن موضوع ثاني، فبيبقى ايه موضوع حمض كده شويه. فانت محتاج لما تيجي تذاكر الاوبجكت ده تاخده كبسوله كامله كده، تاخده من اول لاخره كده، تفهمه وتفهم لازمته ايه، وتفهم الناس دي بتتكلم في الناس دي مجانين ولا ايه، ولا ايه يا جدعان اللي انتوا بتقولوه ده، ولازمته في الحقيقه ايه وكده. تمام؟ فدي سبيشاليست اسمها سوفت وير ديزاين. تمام؟ احنا عايزين بس منها اول كورسين بس، هي جافا معلش، يعني انت تحتاج تعرف بيزكس جافا قبل ما تخش فيها، ان شاء الله انتوا قدها قدود يعني. الازمه في ايه؟ في حوار اللغات المختلفه دي، ان في بعض الكونسبتس تعلمها في لغه واضح وسهل اكتر من لغه ثانيه. فانت ممكن تقول انا لا انا سي بلس بلس، كل حاجه سي بلس بلس، هتلاقي نفسك في حاجات صعبه قوي تتعلمها في سي بلس بلس، وعشان هي صعبه مفيش ناس كتير بتشرحها في سي بلس بلس، يعني الناس بتروح تشرح الحاجه فاسهل لغه هتوصل المعلومه اللي هم عايزين يوصلوها، او في اكتر لغه مفيده في اللي هم عايزين يوصلوه. فساعات هتحتاج تروح للغه عشان تتعلم حاجه معينه، بعد كده ترجع لغتك تاني تكمل بيها حياتك. تمام؟ فدي ساعه من الساعات دي يعني. كونسبت لا لا لا، هو الكورس ده، انما هي في الاخر مفاهيم انت عايز تفهمها، فانت تفهمها في اللغه اللي مشروحه بيها وخلاص. لو انت لقيت لغه، لو انت لقيت سي بلس بلس او سي شارب بشرح الكلام ده، شوف روح فيها. بس انا من خبرتي كده الكلام دايما بيتشرح في جافا او سي شارب، فانت محتاج تزور اللغه دي بس تفهم فيها الكلام ده، لو عايز تكمل تكمل، لو عايز ترجع ترجع. شرح سي بلس بلس وفيديوهاته حلوه جدا. اه دي حلوه جدا، بس ما احسها مش كافيه قوي، يعني الحاجات دي هتخليك تكتب بايدك حاجه تعلمك انت شخصيا تفكر ازاي. دكتور حازم وضح لك هو فكر ازاي، يعني ما عملش ديفلوبمنت في دماغك طريقه منتاليتي التفكير. عشان كده الكورسات دي مفيده، لان هو بيدرس لك حاجه، بعد كده بيجيب لك اساينمنت صعب تفكر فيه، فانت بتتعلم في الحته دي بقى. فاهم؟ دي مرحله تعلمك.
انما انت في دكتور حازم هتفهم كلام حلو جدا، وكورس دكتور حازم ده جميل جدا لو انت عملته مع نفسك. لو انت عملت الكلام اللي فيه ده مع نفسك يبقى انت كده برنس. احتاجت دكتور حازم فيه يبقى انت لسه ما فهمتش، فاهم؟ فهي دي الازمه يعني. عشان تتعلم الاوبجكت اوريانتد كويس محتاج تشوف كودز كتيره، محتاج تشوف سوفت وير كبير معمول ازاي، وتقعد تبص في كود هم ليه عملوا دي كده وليه عملوا دي كده وليه هنا عملوا كده، وتبدا تفهم هو قرر كده بناء على ايه، ليه تعلم الحوار ده بيبقى محتاج كده، لان هو اصلا معمول لكده. هو معمول ليه؟ عشان ينظم السوفت ويرز الكبيره. فعشان تفهم انت فاهمه ولا لا بتحتاج تعمل ايه؟ تبص في السوفت ويرز الكبيره بس. فعشان كده هو تعلمه مش سهل، يعني تعلم الحاجات دي ليه؟ لان هو مرتبط بانك تشوف حاجه نظيفه معموله. الداتا ستراكشر تعلمه اسهل بكتير، لان انت الداتا ستراكشر زي ايه؟ بكتب كود صغير يعمل حاجه بسرعه بس. انما الاوبجكت انت على ليفل السوفت وير كله، انا عايز الموديول ده ديزاينه بشكل منظم. فعشان ديزاينه بشكل منظم هحتاج اعمل ايه؟ هحتاج بقى افهم وانظم واحط ده فين واحط ده فين. ديسايدنج انت هتحط كام كلاس وكل كلاس فيه ايه والفانكشنالز توزع ازاي، ده حاجه صعبه بس سهله. وهتلاقي ان مفيش حد بيقول لك بتعمل اي بي سي، مش كده. محتاج تشوف اكواد تمام، ومحتاج تبقى عارف تسال اللي قدامك ده انت عملت كده ليه. كل ما تعرف اكتر وكل ما تشوف اكواد اكتر كل ما تطور في الحته دي اكتر تمام. اول ليفل هو الاوبجكت اورينتد، ثاني ليفل حاجه اسمها ديزاين باترنز. اول كورس اسمه اوبجكت اورينتد بروجرامنج، ثاني كورس اسمه ديزاين باترنز. فانت في يعني هتلاقي كبسوله اوبجكت اورينتد كده مهمه وظريفه ولطيفه تتعلمها تمام. انا ما خدتش الكورسات دي فما اعرفش هي الكواليتي بتاعتها عامله ازاي، بس انا بثق في كورسيرا يعني. انا عارف الحاجات دي اوريدي فما احتاجش اخدها تاني يعني، هي لسه طالعه الكورس السبيشال دي من فتره تمام. محتاج تتعلم ازاي تتعامل مع داتابيز. ايه الداتابيز دي؟ انا بحاول اقول لكم انت محتاج تتعلم ايه ومحتاج تتعلمه ليه، لان ده لو استقر في دماغك هتبقى ايه اللي هيحصل؟ هتبقى عارف تمشي نفسك في القسم، عارف ايه اللي ناقصك. لان ساعات كتير بقى الواحد مش عارف ايه اللي ناقصه، لان هو ما احتكش بحاجه محتاجه الحاجه دي. لا في سنتين يا عم، صباح الفل. كورس داتابيز ده تاخده في رابعه بس، هو يعني انت هتاخد كورس داتابيز في رابعه بس. انت لو خدت داتابيز هتحس ان انت ممكن تاخدها في اولى عادي. لو درست الكورس هتحس انك ليه تاخده في رابعه يعني، ما هو الموضوع بسيط فاهم. فهي الازمه ان انت بتاخد حاجات في اوقات غلط كتير في الكليه، دي ازمه ثانيه في الكليه كبيره، ان توقيت المواد صعب فاهم. يعني انت في ثالثه المفروض تبقى متخرج عارف حاجات كويس وطبقت عليها، لسه تدرسها في رابعه فاهم. يعني انت لما تيجي تقدم في انترنشيب الراجل متوقع منك حاجات لسه ما درستهاش اصلا، فدي يعني فاهم ازمه نفسيه كبيره. دي بتعمل بقى مشكله كبيره في التدريس، ان انت بتلاقي ناس سابقه جامد. يعني انا قاعد قدامي سكشن مثلا واحد سابق قوي، واحد ضايع خالص، واحد في النص، وانا بدرس. موضوع بقى يعني بشع فاهم، ان في حد حاضر وهو عارف كل حاجه وعارف اكتر مني اصلا، وفي حد محتاج ابسط له الموضوع جدا، وفي حد يعني متابع كويس محتاج يعرف المعلومات المهمه، فبيبقى تدريس مهمه صعبه جدا يعني. ففي خمس كورسات خدوهم كده في الداتا بيزز دي عشان بس ما تتخضوش. ده كان كورس كبير، الكورس الميني كورسز دي كان كورس كبير قوي، هم قسموه لثمان كورسات مثلا او تسع كورسات، فاحنا هناخد منه نص الكورسات دي خمسه يعني. فمحدش يبص على ان هم خمسه يعني، كل كورس منهم يخلص في يوم مثلا تمام. اللي عامل الكورسات دي ستانفورد. لسه هقول بقى الداتا بيز، انت لما تيجي تشغل اي كود بيشتغل، ولما بيطفي كل حاجه بتروح. انما انت في فيسبوك لو جيت ترن الفيسبوك او تفتح الفيسبوك في البراوزر وكتبت بوست، انت محتاج لما ترجع تفتحه تاني ايه اللي يحصل؟ ليه موجود؟ فهو محتاج يسيف الستيت بتاعتك دي في حته. ايه؟ بالظبط. فهو محتاج، لا من غير دي حاجه ثانيه، ده حاجه اسمها كاشنج، بس بتكلم ان هو محتاج يسجل المعلومه اللي انت عملتها دي في حته، يعني محتاج يبقى في السيرفرز بتاعته عارف ان عمر عمل بوست الفلاني في الوقت الفلاني، مسجل المعلومه دي. فبيسجلها ازاي؟ داتابيز. دي الموست افيشنت واي انك تسجل معلومات في حجم قليل قوي على سكيل ضخم، وتريتريف منها اللي انت عايزه. الداتابيز ميزتها ايه بقى؟ ان انت او ميزتها ان انت بتتعامل مع الموضوع التسييف ده بالايه مش بالازاي. يعني انت مالكش دعوه هو بيسجل ازاي. في حاجه اسمها داتابيز انجن بتقول له حط معلومه ان عمر حط البوست ده في الوقت الفلاني، يقول لك ماشي. انت مالكش دعوه هو عمل كده ازاي. ايه الميزه في كده؟ بيفصلك، مش محتاج تعمل كل حاجه بنفسك، مش محتاج تقول له تعالى بقى هنا بقى افتح فايل اكتب هنا وحط كوما واكتب كده، مش محتاج تعمل كده، مش محتاج تديزاين ازاي هيستور المعلومه. انت لو انت بنفسك عايز تطلع معلومه هتكتبها بطريقه معينه بفورمات معين، تقول انا هكتب الاسم بعد كده اسيب مسافه اكتب البوست
بعد كده اسيب مسافه اكتب مش عارف التايم عشان لما اجي اقراها تاني اعمل ايه. اول حاجه ده الاسم، بعد كده البوست، بعد كده التايم. صح، انت تعمل كده بنفسك لو انت عايز تكلم حد بفورمات معين، لان انت عايز تفهم الراجل ده ايه اللي حصل. فممكن تبعت له تقول له بص لما يجي لك الفايل هتلاقي اول حته في الاكسل شيت دي الاسم، تاني حته في الاكسل شيت دي البوست، تالت حته ده التايم. مش محتاج تعمل كده، عشان انا بيزنس محتاج تقول له بس انت عايز تعمل ايه، عايز تحط ايه او عايز تجيب ايه، عايز تمسح ايه، عايز تعدل ايه بس. فانت بتقول الوات ما بتقولش الهاو، تمام؟ فانت بتتعلم حاجه اسمها اس كيو ال. اس كيو ال حد فاكر شاف فين قبل كده؟ تاني مره نقول حاجه اسمها اس كيو ال تعال فين؟ سي اس 50. عشان كده سي اس 50 كورس ايه؟ جميل، يعني كورس هيخليك بدل ما كنت قلت لك خد الخمس كورسات دولت والاربع كورسات دولت والاثنين هو سي اس 50 واخد من كل حته كده نبذه بيديك عنها ايه معلومه، تمام؟ بس بقى لو انت عايز تستزيد شويه في اللي هو اداهولك ده الطريق بتاعك بقى. هل الداتا بيز محتاجه حاجه قبلها؟ لا خالص بقى، محتاج مثلا تتعلم بس ايه اللي هو الكورس الاولى بتاعكوا ده. الكورس الاولى اللي هو سي بلس بلس، اللي هو تبقى عارف فور لوب، تبقى عارف يعني بيزكس البروجرامنج يعني. بس الكورسات دي فيها عيب ان هي مش بتقول لك ازاي بتوصل البرنامج بتاعك للداتا بيز. يعني انت هتتعلم داتا بيز لوحدك، هتعرف تقول له حط المعلومه الفلانيه، هات المعلومه الفلانيه. عندك داتا بيز الفيسبوك يقول لك ده فريند عند ده وده فريند عند ده، ده كاتب كذا وده كذا، قول لي مثلا مين الميوتشوال فريندز بتوعي فيجيبها لك. فانت بتعرف يعني كان ايه، كان السوفت وير هنا والداتا بيز هنا، فانت بتتعلم كل واحده لوحدها دلوقتي، لسه ما عرفتش تربطهم ببعض يعني. يعني انت لما تخلص ده مش تبقى عارف تكتب كود في داتا بيز لسه، تمام؟ محتاج دايما لما تيجي تكتب سوفت وير ضخم بتبقى محتاج تعمل كذا حاجه في نفس الوقت، تمام؟ يعني ايه كذا حاجه في نفس الوقت؟ فيسبوك مثلا، فيسبوك دايما بيتشيك هل حد بعت لك مسج ولا لا، وفي نفس الوقت بيابديت الهوم يقول لك في بوست جديد، وفي نفس الوقت بيتشيك النوتيفيكيشنز، وفي نفس الوقت ممكن يوريك فيديو. صح، كل الحاجات دي عباره عن حاجات شغاله على التوازي. فازاي ابلكيشن واحد يبقى شغال حاجات على التوازي؟ عن طريق حاجه اسمها ثريدز. يعني كل ابلكيشن بقى عنده شويه كومبوننتس كده شغاله. الوورد مثلا، الوورد بينتراكت معاك، بتقعد تكتب فيه كود، تكتب فيه كلام، وفي نفس الوقت بيتشيك الجرامر وبيتشيك الدكشنري. فكل الكلام ده هو بيعمله على التوازي. ازاي تعمل حاجه زي كده؟ ده اللي هو المالتي ثريدد ابلكيشن. ده خطوه بعد اللي فات ده كله. يعني ده ما تخش فيها دلوقتي، ده تخش فيها امتى؟ انا دلوقتي بقيت كويس في الداتا ستراكشرز، بقيت فاهم داتا بيز، بقيت عارف يعني ايه اوبجكت اورينتد، بقيت عارف بايثون، انا برنس، عايز اتعلم ايه بقى تاني؟ ايه اللي ناقص؟ اتعلم بقى ازاي تعمل برنامج معقد شويه. مالتي ثريدد ابلكيشن. تمام؟ فعشان كده تاخد الثلاث كورسات دولت. جافا برضه. انا بقول لك انت محتاج تتعلم ايه، ممكن تدور انت بقى عليه. انت ممكن انا بس كنت بحضر امبارح حاجه فايه بديكوا اكتر حاجه منتشره في حاجه زي كده يعني، تمام؟ وانا دايما بحب الحاجات الاستراكشرد اللي فيها اساينمنتس اكتر من حاجات اليوتيوب. ليه؟ اليوتيوب بتسمع، ده بتطبق. التطبيق مهم جدا 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 عشان ما تنساش، مهم جدا يعني، اهم حاجه تطبق. اللي هيقعد يقضيها دراسه ده في السحابه خالص مع نفسه، لازم تبقى كل فتره بتكتب كود، تمام؟ عشان كده فكره الكومبيتيشنز اللي هي كل شهر دي مهمه، اللي هي ممكن تبقى كل اسبوع او كل اسبوعين لو انت شادد على نفسك شويه. محتاج تتعلم ازاي تعمل جي او اي ابلكيشنز، ازاي تعمل ابلكيشن مش كونسول، ابلكيشن فيه زراير وبتعرف تتانتراكت معاه وكده، اللي هو زي الابلكيشنز اللي بنشوفها في حياتنا يعني، تمام؟ فده على حسب بقى انت لما وصلت خلصت اللي فات ده كله في انهي لغه واستريحت في ايه وكده، اتعلم الجي او اي ده في اللغه دي. هتكتب على اليوتيوب كده جي او اي يوزنج سي بلس بلس او جافا او سي شارب او وات ايفر اللانجوج انت استريحت، او بايثون اللي انت استريحت فيه، اكتب اتعلم جي او اي فين. لو انت خلصت كل ده ايه اللي حصل؟ انت كده راجل تعرف تشتغل، انت كده تعرف تقدم في شغل وتشتغل خلاص كده. ايه؟ لسه بقى دلوقتي بقى تعمل ايه بقى؟ انت كده تعرف تشتغل سوفت وير انجينير عامة، ناقص بس حاجة معينة اللي هي الباك اند، ما كنت المفروض اديلها سلايد كاملة، انك تتعلم تعمل ويب سايت. يعني هو الحوار ده كتير شويه، في بقى لغات كتير في الفرونت اند، بس انا مهتم بالباك اند، تمام؟ فيعني لو حد اتعلم بايثون ممكن يتعلم حاجه اسمها جانجو. جانجو ظريفه قوي، على اليوتيوب هتلاقي توتوريالز كتير قوي يتعلمها، بس دي ممكن تبقى مرحله متاخره شويه يعني. ممكن يوداستي ممكن يتعلم باك اند او فرونت اند، تلاقي في سبيشاليزيشن كده يعني نانو ديجري نانو ديجري. جانجو تعمل ويب سايت، تعمل ويب سايت كامل يعني.
لان انت في الاخر لو جيت انت عرفت كل الكلام ده عايز تشتغل بقى غالبا هتشتغل يعني الضيق اهلك تشتغل فين؟ في ويب ابلكيشن او ديسكتوب ابلكيشن، يعني شركه بتعمل ابلكيشن ديسكتوب او ديسكتوب ده اللي هو تفتحه على الويندوز يعني، او ويب ابلكيشن زي فيسبوك والحاجات دي. انت في الاخر الفيسبوك بيبقى فيه ناس بتشتغل في الباك اند، يعني ايه باك اند؟ بيتعاملوا مع الداتا بيس بتاعت الفيسبوك، بيعرف يعمل عليها شويه اوبريشنز ويسلمها للبراوزر، ملوش دعوه بتعرض ازاي، ملوش دعوه، هو بس بيعمل اوبريشنز وتسلم نتيجه. يعني مثلا بيقول له هو مين اكتر واحد، مين البوستات اللي المفروض اوريها لعمر، فانت بتخش تعمل كويري معينه كده، تبص على البوستات الموجوده في الفريندز بتوع عمر، وتشوف عمر بيتشيك على مين وبيسلوك على مين وبتاع وكده، وتقول له اه ده المفروض تبين له الحاجات دي. تمام؟ طيب خلصت بقى الكلام ده، انت خلصت دلوقتي البيزكس، احنا اللي احنا قلنا ده كده بيزكس. الكلام ده مش كله تعليم من بره، الكلام ده هتلاقيه في مواد بتخدم عليه، بس الفكره كلها المواد دي تدرسها امتى وهتدرسها ازاي، هي دي الازمه، ان المواد ساعات بتدرسها متاخر وساعات بتدرسها على حسب بقى المعيد والدكتور اللي بيديها لك، ممكن يبقى ايه ما تبقاش الكورس كويس قوي. فانت عشان تضمن نفسك محتاج تبقى انت عارف خريطه تعلمك ايه في البدايه. تمام؟ لما تخلص الكلام ده انت بقى خلاص انت بقيت عارف، انا دلوقتي سوفت وير انجينير يا جماعه، هشتغل في ايه بقى؟ ممكن اشتغل كسوفت وير انجينير بس، اشتغل في اي باك اند وخلاص. ممكن اشتغل في ساينتفك ابلكيشن، بمعنى ان انا مثلا ممكن اشتغل سيجنال بروسيسنج. ايه سيجنال بروسيسنج؟ عارفين ال تمام؟ فصلت ولا ايه؟ ثانيه كهرباء، سيجنال بروسيسنج، لا ما قصدتش كده. اقصد مثلا السبيتش، مثلا السبيتش ده عباره عن سيجنال. في ناس كتير بتاخد السبيتش وتعمل عليها اوبريشنز، ممكن تايدنتيفاي السبيكر، ممكن تشيل النويز، ممكن حاجات زي كده كتير. بس بتستخدم ايه؟ بمتلب ايه؟ ما انت قصدي الابلكيشن نفسه انك تكتب الكود اللي جوه ماتلاب، مش تستخدم ماتلاب. تكتب السكريبت بتاعه. لا السكريبت ده انت بتستخدم السكريبت في ماتلاب، ولا انت قصدك تكتب تعمل اللي كان اللي موجود في ماتلاب اللي انت بتستخدمه ده. ايه؟ بالظبط كده. اصل انت خلي بالك الحاجات دي بتتطور، يعني المجالات دي لسه بتتعامل، فكل فيرجن من ماتلاب بيتكتب كود جديد ورا الفانكشن انت بتندها. فانا بكلمك بقى انك تكتب الكود ده، سواء في ماتلاب او في بايثون او في سي شارب، يعني كل لغه بيبقى فيها الحوارات. يعني ماتلاب عشان غالي بيبقى فيه الحاجات دي جاهزه، وكل تول بوكس دي اصلا فول بفلوس، بس انت جايبها بكراك فانت مش حاسس. تمام؟ في ماشين ليرنينج، ماشين ليرنينج انت تضيف انتليجنس فوق الحاجات دي. طبعا الماشين ليرنينج بقى ايه؟ نقعد له محاضره ثانيه بقى، تعالى نشوف احتياجاته ايه. ماشين ليرنينج عيبه ان هو محتاج رياضه، فانت جنب كل اللي احنا قلناه ده محتاج تعلمه، محتاج تعلم بقى ايه الرياضه بقى، اللينير الجبرا وكالكولس وبروبابيلتي وستاتستكس والكلام ده كله محتاج تعلمه بنظافه. بس انت محتاج على فكره كل اللي انت بتدرسه مهم. مين قال كده؟ بتخرج من ايه؟ من حسابات؟ ما على حسب شغله، ما هو في ناس بتديك نظره بيزد على شغلها، هو حاسس ان هو ايه يا عم كالكولس ايه ملوش لازمه خالص، بس في بعض المجالات مهمه جدا الرياضه فيها. يعني مثلا الكالكولس ده بنستخدمه في ايه؟ عارف انت في اوبتمايزيشن تكنيكس، تخيل انت واقف على جبل في كيرف عندك كده اللي هو اكس سكوير، تمام؟ اكس سكوير اللي هو عامل كده، عارفين اكس سكوير صح؟ لو انت واقف عند اي نقطه في الاكس سكوير دي، لو جبت الجريدينت بيبقى بكام؟ لو انت على الحته اللي على اليمين دي، لو انت راسم يعني بصوا كده الاكس سكوير اهو، هنا الجريدينت عامل ازاي؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف على اليمين؟ وهنا تمام؟ احنا بنستخدم المعلومه دي في ايه؟ ان انت لو عايز توصل للمينيموم بتاع الكيرف ده، انت عندك كيرف مش مفهوم كده، مش شرط يبقى اكس سكوير، فبتجيب الجريدينت، الجريدينت بيشاور ناحيه ايه؟ الاقل صح؟ فبقعد امشي خطوات ناحيه الجريدينت، كل ما الجريدينت يكون نيجاتيف امشي كده، امشي نيجاتيف الجريدينت، معلش الجريدينت بيتجه ناحيه الكبير، الجريدينت بيتجه ناحيه الزياده، فهو لو هنا بيقول لك امشي كده عشان توصل للكبير، ولو هنا بيقول لك امشي كده عشان توصل للاكبر، فانا بقول انا هشوف الجريدينت بيقول لي امشي ازاي وامشي فين عكسه، لو قال لي ادخل يمين اعمل ايه؟ امشي شمال. فده يعني ابسط مثال على استخدام الكالكولس في حاجات ليها علاقه بالاوبتمايزيشن. تمام؟ غير ايه؟ ماشين ليرنينج، سيجنال بروسيسنج، كمبيوتر فيجن، ديب ليرنينج، سبيتش ريكوجنيشن، كالكولس لغات لما تقول يعني فاهم، واللينير الجبرا يعني ما فيش بعد كده. تمام؟ الماتريسيز انتوا بتستخدموها كتير قوي في حسابات يعني.
محتاجه ماتلاب، محتاجه رياضه برضو. لا رياضه مهمه، رياضه مهمه. المعلومه دي غلط، هو ممكن يكون شغله ملوش علاقه بالرياضه، ده وارد. انت وارد تخرج تشتغل في شغل ملوش علاقه بالرياضه، بس وارد تشتغل في شغل كله رياضه. عيب ماسك كليه ان هو بيتدرس وهو مش في دماغه هتعمل بيه ايه، فانت بتاخده كده لوحده. بروبلم ايكويشن اسمها اكس زائد 2 واي زائد ايه، الحاجات دي جت منين ولا مش بالكلام بتوصل حاجه. اه بالظبط كده، عيب، ده عيب الماس ان هو مش ابلايد ماثماتكس. بس هو الرياضه بتاعت الكليه دي مخدمه بشكل كبير الحاجات دي شويه، هديك بيزكس الحاجات دي يعني. بس انت هتلاقي نفسك بالاخر بتخبط في حاجات، بترجع لحاجات كريتيكال قوي في ال، فمحتاج تذاكرها تاني تراجعها يعني. تمام؟ ايه؟ ما اعرفش والله، انا عارف ان هو حلو ومهم وكده بس انا ما اعرفوش. وتعود على الكلام ده ان انت تسمعه عادي يعني، يعني مش المجال واسع قوي، فمش حد، مش كل الناس عارفه كل حاجه. تمام؟ الديب ليرنينج حاجه زي الماشين ليرنينج، بس هو دلوقتي يعني الماشين ليرنينج كانت الناس بتعمله زمان وهي فاهمه بتعمل ايه بالظبط. الديب ليرنينج بدا يبرفورم كويس بس الناس مش فاهمه هو بيعمل ايه. يعني بمعنى انا كنت عشان اعرف انت مين وشك ده بتاع مين، الناس كانت بتفكر في حاجات بس لو جيت تحاول تفهم هو بيفكروا في ايه تلاقي كلامهم منطقي او ده عبقره بس كلامهم مفهوم يؤدي الى الفيس ريكوجنيشن. الديب ليرنينج حد جرب حاجه جديده كده تمام، لقاها بتعرف انت مين بالصدفه، يعني انت طالع بتعرف انت مين واحسن من الباقيين. فايه اللي حصل؟ بقى عندنا تراك اسمه ماشين ليرنينج، العباقره بيقعدوا يفكروا فيه بيطلعوا سوليوشنز بتبرفورم بنسبه 80%. وعندنا مجال اسمه ديب ليرنينج، لو ورينا له صورتك كتير بس وشويه حاجات بنعملها كده لسه مش مفهومه قوي بيطلع بيرفورمانس 90%. فالاندستري استخدم ايه؟ بس يعني هو بتلاقي فيه تجربه كتير وما فيهوش فيزيكال مينينج جامد، فاهم؟ ف عشان كده هو ترندنج، ترندنج لان هو بيستبدل كل الشغل اللي كانوا الناس بتعمله نتيجه 20 سنه تفكير مثلا. يعني الناس دي كلها تقعد تفكر ونعمل كذا ونعمل كذا، ايه الناس دي فكرت في كذا ازاي؟ يجي يقول لك طب يا ابني بنعمل كذا كذا كذا، تلاقي واحد في ثالثه ابتدائي مثلا جاب كود من على النت جاي يعمل كذا كذا بيطلع بيرفورمانس احسن من واحد بقى له 20 سنه في ستانفورد مثلا، فاهم؟ قول اللي كان بتقول ايه؟ لا صعب قوي، حاجه يعني حاجه قدام شويه، فاهم؟ انا بحضر السلايدز دي من يومين يعني. فانا كنت عامل حسابي ان انتوا هيبقى اغلبكم مركز قوي في الكلام اللي احنا قلناه من شويه عن الكلام اللي هنقوله دلوقتي، والكلام ده ممكن نبقى نديله في محاضرات بعد كده، بس مش متخيل ان في حد فيكم مخلص اللي فات عشان يبدا في حاجه زي كده. لو حد كده يقول لي انا جاي النهارده عشان اكلم الناس يعملوا ايه في سنين دراسه حاسبات لسه ما درسوش اصلا حاجات بيزكس يعني، فاهم؟ بس الكلام ده سهل، احنا ممكن نتكلم فيه يعني تدرس له ازاي وكده. فانت دلوقتي بقى تحتاج بقى تتعلم بقى الكلام ده وتطبق عليه فوق اللي انت اتعلمته قبل كده. اللي انت اتعلمته قبل كده ده يديك سيفتي كده، انا اعرف اشتغل خلاص، انا يا جماعه كده عندي اللي يأهلني الشغل موجود 90% في السوق. تمام؟ عايز بقى اشتغل بقى شغل على مزاجي بقى، حلو بقى، خلاص بقى دلوقتي انا ايه اعرف اطور من نفسي على في الليفل ده يعني. تمام؟ طيب، حد بقى من الناس اللي قاعده دي ايه اتخض من الكلام، ايه يا عم كل ده يا عم؟ اتعلم كل ده ازاي؟ ففي شويه كاريرز كده بحسها بسيطه. اللي هو لو حد فيكم عايز يضمن شغل على جنب كده قبل ما يبدا في التراك المهلامي اللي احنا قلناه ده ممكن يبدا فيها عشان يبقى ضمنه على جنب قبل ما يبدا بقى يتعلم بقى او بي وداتا ستراكشرز ومحمد وحسن وكده. ففي فرونت اند ديفلوبمنت ده تراك 3 شهور تبقى انت نسبيا عارف تشتغل فيه. بس هو ممل يعني، ديزاين بقى تقعد تقول له عايز المربع ده يبقى حجمه قد كده ومش عارف تعمل حاجات ممله شويه. فرونت اند ديفلوبمنت، فرونت اند ديفلوبمنت ده المسؤول عن شكل الفيسبوك. اللي هو يعني هو كانه بياخد من ال، احنا عندنا حاجه في الويب عامه في حاجه اسمها فرونت اند وباك اند. باك اند المرتبط بالداتابيز اللي عنده البوستات واللي مش عارف ايه وكده. الفرونت اند بيقول للباك اند انا عايز ابقى فيو الهوم بيج، هات لي الداتا اللي انا محتاج احطها في الهوم بيج. فالباك اند انجينير يقعد يحور يقوم جاي باعت له البوستات بالبروفايل بيكتشرز بكل حاجه في بيج كده. الفرونت اند ياخد البيج يبدا يوزعها بقى، يقول له حط البروفايل بيكتشر دي هنا، حط جنبها اسمها ده، وحط، فهو اللي بيستراكشر شكل البيج ازاي من الداتا اللي جايه له. تمام؟ حد فاهم انا قلت ايه؟ فكان فرونت اند بيجي له انبوت داتا كده، رو داتا، كانه شويه داتا كده مكتوبه فوق بعض. وهو اللي بيحدد الداتا دي تتعرض ازاي؟ كان زمان ويب ديزاينر ده بقى الديزاين بدا يبقى سهل شويه مش زي ما انت متخيل يعني. يعني بدا يبقى ويب ديف بقى في حاجه اسمها فرونت اند ديفلوبر، ومش شرط ده يكون عارف فوتوشوب وكده، عادي.
يعني بقى ممكن حد يصمم لوجو، ممكن حد يصمم ديزاين معين، بس الفرونت اند ديفلوبر هو اللي بيحطه في الويب بيج. زمان كان حد بيديزاين فوتوشوب بي دي اف كده، بي اس دي قصدي، ويقعد يقطعها ومش عارف ايه، وهو اللي يعمل الفرونت اند، بس ما كانش دلوقتي ما بقاش كده. الفرونت اند قريب من الويب ديزاين اصلا، بس هو في كود بيتكتب. ايوه ماشي، ده كده لا، وفي حاجه اسمها جافا سكريبت موجوده في في حاجه، في برضه حاجه اسمها سنجل بيج ابلكيشن، الجيميل مثلا. ده انت بتفتح صفحه كل حياتك جوه الصفحه دي، تفتح الميل وتبعت ميل وكل حاجه جوه الصفحه نفسها، تمام؟ فده بيبقى فيه فرونت اند ديفلوبمنت اكتر بكتير قوي، لان هو اسمه ريتش كلاينت ابلكيشن. الابلكيشن كله بيتحمل عندك في براوزر، فالفرونت اند ديفلوبر بيكتب فيه كود كتير قوي فوق ما تتخيل، مش اتش تي ام ال وسي اس اس وخلاص، لا بيكتب كود لوجيك كتير، تمام؟ فالفرونت اند شغلانه محترمه وصعبه وظريفه، بس سهله في التعلم، بس مناسب فيها كتير. بس بقول لك ان مثلا ممكن توصل فيها ل 70 80 دولار في الساعه لو انت برنس الليالي، بس محتاجه صبر وتعلم، وتبقى انت تعرف تسوق نفسك وحاجات كتير يعني. نتوركس تاخد سي سي ان اي، انت خلاص بدات في الكارير كده. ايه سي سي ان اي؟ ده كورس مشهور في النتوركس، تاخده كده تبقى انت كده. ايه يا جماعه مين محش النتوركس دلوقتي بقى، فاهم؟ فانت بتاخد يعني انت مثلا سي سي ان اي تاخده، تعرف تروح تريننج في شركه نتوركس خلاص كده. تقول يا جماعه انا واخد تريننج سي سي ان اي، خلاص خش الشركه على طول، فاهم؟ وحتى الانترفيو لما تتخرج سي سي ان اي كافي يدخلك الشغل يعني، لو انت معاك انجلش كويس وكده. مع نفسك اهو بناخد نتوركس في الكليه في سنه رابعه، بس ما بناخدش سي سي ان اي. سي سي ان اي هو الاندستري مهتمه بيه. اقول لك ليه مش عارف يعني، مش هقول لك تفاصيل الكورس دلوقتي يعني، بس بناخد نتوركس يعني، بناخد البروتوكولز بتاعه الدي سي بي اي بي، وبنفهم السيري بتاعه النتوركس. السي ان اي يعتبر يعني تطبيق. لا لا لا، تضيع وقت، تضيع وقت. هو كلام ظريف بس نظري. السي سي ان اي هو التطبيق العملي بتاع كورس النتوركس، بس انت مهم كورس النتوركس ده تاخده، مش ما ينفعش ما تاخدوش، فاهم؟ كلاود كومبيوتنج ده برضو ملوش علاقه خالص، ما فيهوش سوفت وير ديفلوبمنت كتير. ده فيه ازاي تظبط تكونفيجر الهاردوير والبي سيز مع بعضها بحيث تخدم على البيج داتا بلاتفورم، يعني حاجات كونفيجريشن اكتر منها شغل ديفلوبمنت سوفت وير وكده، تمام؟ ولينكس ادمنستريشن ده ساعات بتبقى انت مسؤول عن شويه سيرفرات كده، وبتمنتين السيرفرات دي، تهتم ان هي تبقى كويسه ومبسوطه وكده يعني. ما اعرفش بيعملوا ايه بصراحه جامد يعني، بس ليها سكتها دي يعني، تمام؟ ودي من السكك المقفوله، اللي انت بتدرس مثلا كورس 3 4 شهور وتخرج خلاص انت بقيت ايه، جاهز للشغل يعني، تمام؟ ممكن في حاجات تانية اكتر من كده، بس انا ما جاتش في بالي يعني. هتكلم على شويه تيبس. الساعة كام؟ وربع. انا اسف والله للناس اللي مستنيني بره دول. في حد فضل اروح له يعني، بس هم غالبا هيبقوا بيشتموني دلوقتي. طب انا هقول بسرعه الكلام ده بقى، تمام؟ دايما لما تيجي تتعلم حاجه، تعلم الثيوري عن تعلم التكنولوجي. يعني لو قدامك اوبشنين، تتعلم اوبجكت اورينتد ولا تتعلم اندرويد ابلكيشن، تتعلم اوبجكت اورينتد، لان التكنولوجي دايما بتتغير. الثيوري بتتعلمها وبيثبت في دماغك وتفيدك بعد كده. داتا ستراكشرز والجوريزم، اوبجكت اورينتد، مالتي ثريدد ابلكيشن، كل الكلام اللي ليه علاقه بالثيوري لما تتعلمه ده كلام ثابت قاعد معاك. كل ما تتعلم حاجه ليها علاقه بالتكنولوجي، اي او اس، هتعلم سويفت، هتعلم يعني حاجه خاصه بتكنولوجي معينه، دي قابله للتغيير، ممكن تتعلمها دلوقتي ثانيه، تيجي في رابعه تتخرج لنفسك ولا ليها لازمه. انا اتعلمت اندرويد في 2014، لما جيت ابص على الاندرويد دلوقتي مش ده مش اللي انا اتعلمته، تمام؟ فانت مهم وانت داخل على حاجه زي كده تبقى عارف ان انت بتريسك بانك انت بعد سنتين الكلام ده ملوش لازمه. فامتى تخش بقى فيه؟ ده كاريري خلاص، انا عايز ادخل، انا عايز ابقى اندرويد ديفلوبر، فانا هتعلم ده، ولما ينزل حاجه دي هتعلمها، ولما ينزل حاجه دي هتعلمها، وهكذا، تمام؟ بس دايما انا بحس انك ما تخشش في سكه بدري قوي في الكليه وانت لسه ما قفلتش الايه؟ الثيوري المطلوبه. لا ركز في حتى لو الثيوري دي انت بتتعلمها وبتحس ان مالهاش ناتج، انت تتعلم اوبجكت اورينتد تعمل ايه؟ ولا حاجه. هتتعلم داتا ستراكشر والجوريزم تعمل ايه؟ ولا حاجه. لسه مفيش مش قادر تعمل حاجه بايدك. انت لما يجي لك بروبلم صعبه هتعرف تعملها، بس انت انا عايز اعمل ابلكيشن بيعمل كذا، لا انت لسه ما اتعلمتش بيتعمل ازاي. فانت تقعد فتره ان برودكتيف، عشان كده قلت لك بايثون لازمتها ايه؟
هتطور عندك الحته دي. انت لو عايز تعمل حاجه بايثون ممكن تخش تعملها بسرعه كده تمام، بس عايز تعمل اندرويد ابلكيشن بقى اجل الخطوه دي شويه. بس ممكن ناس تخش يعني، في واحد مثلا في ثالثه حسابات دلوقتي اسمه علي حملاوي، ده مقضيها اندرويد من اول ما دخل، قال له انا حسابات انا هتعلم اندرويد، انا عايز الموبايل ابلكيشن، بيتعلم وظريف الدنيا حلوه يعني، وبيلم اللي ناقصه بقى يعني، بيشوف ايه اللي ناقصه بره السكه دي وبيتعلمه. بس هو مقرر اندرويد، لو انت مقرر اعمل زيه، مش مقرر يبقى انت محتاج تمشي زي ما قلت لك، محتاج تضمن الايه البيزكس الاول يعني. معلش والله لو كلامي ده هيتوه حد فيكم قوي يعني، بس مش عارف يعني، هي انت في انت في حسابات وفي داخل ثالثه وفي مصر، فهو الحياه صعبه ف معلش يعني. دايما خليك ابديتد بالسوفت وير اندستريال ترندز، اللي هو الديب ليرنينج، بلوك تشين، الكلام اللي بيظهر فجاه ده ما تنفضلوش يعني. ممكن حد يقول لك لا انا مركز اللي انا فيه ده، لا الترندز دي مهمه، الترندز دي بتطلع يعني فاهم. الديب ليرنينج ان جي دلوقتي المرتب بتاعه مش طبيعي يعني، بلوك تشين ديفلوبمنت بيعملوا ابلكيشنز بتجيب اموال مش طبيعيه، وفي ناس كتير هتلاقيها بتسمع عن الكلام ده فاهم، اللي هو ده كلام طالع كده بس مش عايز اتعلمه، مش مهم. لا مهم تاخد فكره، مهم تبقى عارف الراجل ده بيعمل ايه ولازمته ايه وكده تمام. مهم وانت بتتعلم، لو انت بتتعلم في البدايه ما تكسلش يعني، لو عندك طريقين، طريق سهل وطريق صعب، خش في الطريق الصعب لو هيعلمك، لو ليه لازمه يعني. مثلا بتنستول حاجه، قال لك انت ممكن تنستول الحاجه دي في باكج كده تنزلها نيكست، وممكن تعملها بقى بطريقه ثانيه، تقعد تعمل وتنزل وتديفلوب وتروح وتيجي، وتلاقي مثلا توتوريال طويل قوي، يقول لك يا عم طب ما اعمل السهله دي، لا اعمل الصعبه اتعلم، لانك ممكن تحتك بالصعب ده بعد كده، فتكون احتكيت بيه وانت في الكليه احسن. الا لو انت محتاج السرعه، لو انت السرعه محتاجها ادخل في السريع، بس طول ما انت في حاجه مش عارفها وظهرت قدامك خش فيها اتعلم يعني، خليك فضولي تمام، ما تستسهلش وما تيأس بسرعه من طريق طويل يعني تمام. انا زمان لما كنت في الكليه اي توتوريال طويل قوي كده اقول لي يا عم ايه ده فيكس، مش عايز مش وقته يعني، اخش في حاجه ثانيه. لا بس الكلام ده ندمت عليه بعد كده، كان احسن ان انا اخش فيه يعني تمام، واجي على نفسي واحاول استحمل وكده. تاني حاجه انت محتاج تبقى لانجوج اندبندنت، بمعنى اللغات دي فاكس قوي، اتعلم كذا ولا كذا، لا مفيش الكلام ده، انت المفروض مستواك يبقى اعلى من كده يعني. انا دلوقتي ممكن اشتغل سي شارب، ممكن اشتغل جافا، ممكن اشتغل سي بلس بلس عادي، مع اني في سي بلس بلس احسن من الباقيين، بس هعرف اتعلم يعني. هو في الاخر الفروقات بين اللغات خفيفه، اللي بيفرق فعلا في 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 فهمي ايه، ان انا عارف اوبجكت، انت عارف ده ستراكشرز وكده. اللي بيفرق لو انا اتخصصت في لغه معينه وقعدت فيها كتير، انا خلاص بقيت عارف خباياها قوي، بس ده ما يمنعش ان حد مش عارف اللغه بس عارف لغه ثانيه يعرف يروح للغه دي يعني تمام. فهنا مهم قوي تبقى عارف ان البيزكس شبه بعضها جدا في كل اللغات، بالذات لغات، في لغات قريبه من بعض، مثلا سي شارب، سي بلس بلس، جافا، قريبين بعض قوي. لو كاتب فانكشن في دي هتبقى شبه الفانكشن في دي، هتبقى شبه الفانكشن في دي تمام. محتاج تعمل لينكد ان اكونت وتدوكيمنت فيه كل حاجه، مشاريع، المواد، اي شغل اشتغلته مع حد تقيل في المجال، دكتور، معيد، انترنشيب، اي حاجه، خد ريكومنديشن في الاخر، قول للراجل لو انا لو عجب شغلي اكتب لي ريكومنديشن. لو اشتغلت مع واحد صاحبك خليه يكتب عندك ريكومنديشن يعني، خلي اللينكد ان بتاعك كده ايه مفيد يعني. طبعا انت الريكومنديشن لما حد بيقراها بيقرا هو مين اللي كاتبها، لو واحد صاحبك هيقول فاكس، بس لو واحد صاحبك ومديرك ودكتورك ومعيدك هيقول لا ده راجل برنس يعني تمام. يعني الحاجات دي مش بتفرق قوي، بس يعني ايه، كل لما تجمع منها كتير كل لما يكون احسن تمام، ساعات بتفرق يعني. بس هو في الاخر هو بيعمل لك انترفيو، لو انت اي كلام بيبقى فيكس، بس لو انت كويس وحد تاني كويس وانت عندك حاجات تانية بتسبورتك بيبقى مستريح لك انت اكتر. برضه في لينكد ان في حاجه اسمها السكيلز، انت ممكن تقول انا بعرف سي بلس بلس ومحمد ومش عارف ايه وايه، وممكن الناس تقول ان انت بتعرف فعلا، ممكن حد ياكد المعلومه دي. فانت كل لما تلاقي حد انت اثبتت له انك تعرف خليه يعمل لك اندورسمنت على لينكد ان، خليه يقول له معلش بس لو انت شايفني بفهم في الكلام ده اعمل لي ايه. انا عامه لما بدرس اي ماده بحاول بعد ما اخلص الماده اقول للناس تعمل الكلام ده، وبعمل لهم اندورسمنت بنفسي، بقول لهم انتوا كويسين في الكلام ده يعني تمام. الكلام ساعات بيبقى ظريف يعني، مثلا لو جيت على البروفايل على لينكد ان بتاعي هتلاقي ان انا عندي سكيلز كتيره كلها في اكتر من 100 واحد متاكد ان انا كويس فيها. لما تيجي تخش على البروفايل زي كده بتحس يعني، هتقول اول حاجه تقول اكيد الراجل ده مش حمار يعني فاهم. لو دخلت على البروفايل تاني بقى حد مش مهتم شويه بتلاقي ايه قايل ان هو عارف ديب ليرنينج، عارف مش عارف ايه، عارف ايه، في اتنين مثلا قايلين عليه ان هو فعلا كويس، والاتنين دول مش معروفين وبتاع، ف بتحس يعني اكيد ده احسن من ده تمام، بغض النظر تاثيره قد ايه يعني. ممكن الناس تحس ان ده مؤثر اللي هي بيعينه يعني، ممكن الناس تقول لك ايه الفكسان ده، مش لازم الانترفيو كل حاجه، بس انت بتاخد بالاسباب. دايما الكومبيتيشنز لو لقيت كومبيتيشن خش فيها،
اي كومبيتيشن تعرف تجيب فيها مركز دي حاجه ظريفه جدا في السي في بتاعك. التقدير حاجه من الحاجات المهمه يعني ظريف يعني التقدير حاجه ظريفه بس مش شرط تضحي بالفهم عشان التقدير. يعني لو قدامك يا تقدير يا فهم افهم. لو تعرف تجيب الاثنين مع بعض هاتهم بس ما تضغطش نفسك يعني. بس هو في الاخر لو انت فاهم كويس التقدير ملوش لازمه. في ناس دبلرت ودخلت منتور جرافيكس اللي هي بتقول انا ببصش على سيفيات غير امتيازات بس هو عشان كويس هو مدبلر دخل المنتور جرافيكس واشتغل فيها وعادي. ايه عادي هو السي في بتاعه مدبلر بس لما تكمل السي في قرايه بتلاقيه راجل برنس فليه خليه يمشي يعني. فهو جرب بدا انترنشيب في منتور الناس عجبهم جدا شغله هو احسن من دفعته كلها اللي جايبين امتيازات فليه ما يعينهوش عشان جايب عشان مدبلر هنا هيعينوه عادي. تمام. في ويب سايتس مهمه بقى ستاك اوفر فلو المفروض تبقوا عارفينه تلاقوا عليه اجابات حاجات كتيره كوره كورسيرا ريدت كورسيرا بس المهم تبقوا عارفين ان هو ايه في فري كورسات في كورسات فري ريدت ده حاجه بلوجين كده بالناس بتقعد تكتب فيه حاجات بس بيبقى مفيد بيبقى في حاجه زي تاجز كده اللي هو ناس تتكلم في الماشين ليرنينج في البلوك تشين يعني ممكن تلاقي اي حاجه انت متخيلها في الحياه ليها حاجه اسمها ريدت في ريدت يعني ليها برانش في ريدت الناس تتكلم فيها وبيبقى مواضيع دمها خفيف يعني. شويه حاجات انت بتذاكر وانت بقى ناوي في الاجازه دي تبدا ايه تطور نفسك يعني. الكووركينج سبيس مهمه لو انت في البيت مش شغال الشمس حلوه يعني انك في الاجازه تقعد طول اليوم بتنام وتصحى على العصر تفضل وتنزل بالليل تنام وتصحى ما تشوفش الشمس خالص دي حاجه مش حلوه. بتلاقي نفسك بعد فتره شهر ولا شهر ونص يعني جسمك محتاج الشمس مش عارف اقول لكم ايه بس بتلاقي نفسك محبط مكسل حاجات زي كده كتير. فالنزول والنشاط والحاجات دي في الاجازه مهم. تمام. فلو انت مش عارف تبقى في البيت يعني ايه برودكتيف يعني عارف تركز عارف تقعد 3 ساعات كده قاعد مركز. تمام. لان ده مهم قوي انت لما تيجي تذاكر محتاج تتفسح برضه في الاجازه. فلما بتبقى قاعد في البيت كده عن الفيسبوك على يمينك وبتاع عمال بتخش على فيسبوك ايه اللي بيحصل؟ بيبقى اغلب الوقت ضايع تبقى مثلا قاعد 8 ساعات عامل نفسك بتذاكر وانت في الاخر ذاكرت ساعه. فعم على ايه يا عم ذاكر الساعه دي وانت يعني عامل كل الديستراكشنز مش موجوده واقعد 7 ساعات دي اعمل اي حاجه في حياتك يعني. تمام. فالفوكس مهم قوي وانتوا اصلا كجيل يعني ايه الديستراكشنز بتزيد عليكم جامد يعني. يعني مثلا احنا انا لما كنت في المحاضره ما كانش عندي اوبشن واتساب ولا ماسنجر ولا فيسبوك وانا قاعد بالتليفون فاحنا قاعدين بنركز غصب عننا. انما انتوا يعني لو حاجه ممل لمسه هتعرف تروح عالم تاني فاهم اللي هو لو الراجل ده بس وقف 3 ثواني ما اتكلمش هفتح التليفون وهروح في حته ثانيه خلاص. تمام. فمهم تبقى عارف تفصل نفسك وتعرف تركز ده يعني موهبه قصدي حاجه لو اتعلمتها بدري وعودت نفسك عليها هتريح قدام. الناس يعني بتضيع كميه وقت مش طبيعيه على الفيسبوك يعني فمهم لو انت ناوي تنفست وقت في الاجازه تلغي الديستراكشنز دي قد ما تقدر يعني. ساعات لو جبت 2 مونيتور ركبتها جنب اللابتوب بتاعك بتستفيد منها. يعني في حوار انك تركب شاشه بيبقى عندك شاشتين كده بتشوف مثلا فيديو بتطبق عليه في الشاشه الثانيه. هتلاقوا في بوست على الفيسبوك على جروب سي سي نولج كاتب فيه الكلام ده لو حد عايز يبقى يخش يبص عليه. لو انت بتاخد كورس او حاجه داونلود كل الماتيريالز ايه؟ اسمه ايه؟ البوست ده مالوش لا بوست اكستندنج يعني بص كده تاني تالت اوبشن لا مالوش لا بقول لك انا ثانية واحدة كده بص كده ايه اللي موجود على ال بص ده ديسكتوب صح بص الشاشة بتاعتي فين تمام والماوس بيتحرك في الاثنين دولت يعني ممكن لو حركت يمين وشمال الماوس يجي هنا ويجي هنا وبتاع فاهم فانت كان عندك شاشه الاوردر اللي هنا هيجي يعني شغال على البرنامج هنا وبتفرج على اليوتيوب هنا انت بتاكتيفيت حاجه معينه انت ممكن تتفرج على اليوتيوب بس اليوتيوب باين لك هنا اهو الشاشه جنبي واليوتيوب شغال فيها بس الماوس اكتف هنا فانا بشغل هنا فاهم فبيبقى ظريف يعني بحس ان انا يعني دايما انت لو عندك لابتوب بتبقى يعني بتتفرج بتكتب كود فانك تتفرج بس تلاقي نفسك بتاجل كتابه الكود لغايه الاخر انما لو انت الاثنين جنب بعض ممكن تبقى ايه ممكن انت مثلا تكون بتعمل توتوريال معين فالتوتوريال عمال بيقول لك اعمل حاجات معينه فانت عمال تمينيمايز وتعمل الحاجه بعد كده ترجع للتوتوريال تاني فانت ممكن تبقى حاطه على اليمين وعمال بتعمل الحاجه دي على الشاشه دي بس طبعا ساعات الشاشتين دول بيبقوا ديستراكشن فاتح الفيسبوك مثلا وشغال هنا مش كده ما اقصدش كده. تمام. انا كده خلصت الثيرد دي بقى ممكن الخاصه ببساطه عشان لازم امشي لو حد عنده اسئله يقول لي كنت عايز اقول لكم هتعملوا ايه السنه الجايه يعني مهم صح؟ اتعلموا ماتلاب ماتلاب مهم ماتلاب بيبقى فيه اساينمنتس كده ماتلاب فلو اتعلمت ماتلاب هيبقى ايه هيريحك السنه الجايه يعني.
حد عنده سؤال؟ قول. كل الجامعات المصريه غلبانه، فالفرق مش كبير قوي. في ناس بتفصل من اولى ثانيه، يعني اولى ثانيه بيبقى في مواد ما لهاش علاقه بحسابات، فبيبقوا مش قادرين بقى، اللي هو وراه كل الكلام ده بيحاول يخلصه ويحضر المحاضره، يلاقي بقى الدكتور بيقفش عليه وانت ما حضرتش ليه وما عملتش ايه، فتلاقي نفسك بقى يا جدعان مش قادر بقى، فاهم؟ لا، لو انت في سنه كام؟ خلاص السؤال ده متاخر قوي، صح؟ السؤال ده متاخر، انت اعمل هات اخرك وخلاص. لا لا لا، خش حسابات يا عم، صباح الفل. هو هيبقى احسن منك لو بادئ بدري، وده طبيعي يعني. بس هو مين كام؟ لا 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 خالص خالص، احنا عندنا مثلا منتور جرافيكس دي اغلبها كمبيوتر انجينيرنج مش كمبيوتر ساينس خالص. فمنتور جرافيكس دي احسن شركه في مصر في السوفت وير تقريبا يعني كمرتبات يعني. مفيش حد عندنا بيتخرج ما بيشتغلش، وبيشتغلش وناس كويسه يعني. وبعدين كمان كمبيوتر ساينس بتركز في السوفت وير البسيطه، يعني الناس كلها متعوده تخرج تشتغل في حاجات خفيفه كده، فاهم؟ حاجات خفيفه حاجات خفيفه معتاده. بس انت قدوتك الناس اللي بتتخرج قبليك، والشركات اللي انت تعرفها هم الناس اللي اشتغلوا فيها. يعني انت بتتخرج كده، الناس شغاله فين يا جماعه؟ كذا كذا، يبقى دي الشركات اللي عايز تشتغل فيها. انت عارف انهي شركات اللي تعرف حد شغال فيها. فاحنا شركاتنا احنا بنتخرج نشتغل في شركات كويسه. انت ممكن تقارن بيننا وبين اي او سي وجي سي. اقول لك ماشي، الناس دي بتتخرج بيشتغلوا في شركات حلوه قوي، بيسافروا وبيعملوا ماسترز وبيطلعوا بيبرز قبل ما يتخرجوا وحاجات كده، فاهم؟ انما يعني احنا كمبيوتر ساينس دنيا بيس يعني. يعني لا، ما فيش مثلا مره يخش يقول لك انت حاسبات عين شمس، لا انت ما بتتعلمش كويس ففيكس. الموضوع كله فانكشن فيك، وثلاث سنين كافيين جدا تتعلم فيهم اللي انت ناقصك. سؤال تاني؟ معقوله؟ هنروح؟ عاش. طيب بيزكس الماتلاب، بس عارف ازاي تفتح البرنامج، تقفل الحاجز النفسي ما بينك وبينه. حاجات بسيطه بس، فور لوب والفانكشنز وكده بس. ما هو الماتلاب ده عامل زي بايثون، باكجز، في باكجز تول بوكس كتيره. محتاج تعلمها لما تحتاجها. مش هتعلمها طبعا، لا انت تتعلم ماتلاب، بقول لك بيزكس بس، تعرف تكتب سكريبت وتفهم يعني ايه ماتلاب وده بيعمل ايه وده بيروح فين والكونسول هنا والداتا فاريبلز هنا، فاهم؟ تبقى عارف البيزكس يعني.